الخلل؟ أين الخلل؟ يعالج الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. أين الخلل؟ انتظروه كل سبت على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا الحوار المباشر على إذاعة وطني، حيث سنناقش هذه الأمسية موضوع من المواضيع الهامة. هذا الموضوع اللي هو القراءة في الجزائر والتغيير. بدون مقدمات وبدون إطالة، معي الأخ نوري من إسبانيا. الأخ نوري، نحن كمسلمين دائما نستدل بالآية نتاع سورة نتاع العلق، اقرأ، دائما نذكرها في الخطب وفي المواعظ وفي الدروس، ونحن أمة اقرأ. بداية في هذا الموضوع لازم نعرف ما هي القراءة، وش هي القراءة، وش هي الأهداف تاعها. تفضل الأخ نور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، شكرا الأخ نور الدين. أولا كمقدمة وبداية وكمدخل لهذا موضوعنا اليوم الذي يهم هذا المفهوم المهم جدا الذي هو القراءة. فالقراءة في الحقيقة هي مفتاح من أهم المفاتيح التي بها يمكننا أن نفتح الأبواب لنطلع من خلالها على العالم في الماضي أو الحاضر، وكذلك تجعلنا نرى الصور والأشكال المرسومة لهذا الوجود لندرك ونفهم قوانين حركية ميزان هذا الوجود بصفة عامة. ولذلك لولا القراءة مثلا لما توصل العلماء حاليا حسب ما صرح الأسبوع هذا الحالي الآن، ونتكلم على آخر اكتشافات وصل إلى العلم في هذا الأسبوع بالضبط من خلال إعلان بعض العلماء الفلكيين أنهم توصلوا إلى اكتشاف حقيقة الحركة الجاذبية وموجات الجاذبية. قد يعتبر البعض أن هذا ليس له علاقة بالموضوع، ولكن إذا تمعنا قليلا نجد أن أساس هذا الاكتشاف يرتكز بالضرورة على القراءة أولا. وهذا يعني القراءة هي الركيزة الأولية لكل اكتشاف، لكل إبداع، لكل علم، لكل معرفة، لكل شيء نريد أن نصل إليه. وفي الحقيقة مفهوم القراءة إذا أردنا أن نعرفه ليس بمفهوم بسيط، بل هو مفهوم يشمل جوانب عديدة، حيث يتطلب هذا المفهوم إذا تطرقنا إليه يتطلب عملية ذهنية متشبكة ومرتبطة فيما بينها. وإذا بدأنا الآن التعريف اللغوي، نجد أن القراءة هو مصدرها الفعل قرأ، يقرأ قراءة، والفاعل هو القارئ، والمفعول هو المقروء. وفي التعريف اللغوي لهذا المفهوم القراءة، هو بصفة مختصرة وبسيطة يعني النطق بالكلام المكتوب، أي أن الإنسان
يتتبع الكلمات المكتوبة وينطق بها. هذا هو التعريف اللغوي للقراءة. فنجد مثلا يقول لك مثلا قراءة الكتب، قراءة الصحف، قراءة المجلات، يقول لك مثلا قراءة ما بين السطور أو قراءة ما وراء السطور، يقول مثلا قراءة للمستقبل يعني دار حسابه كما نقول للمستقبل. كذلك قلت مثلا قراءة القرآن على ظهر قلبه يعني حافظه دون كتاب. وكذلك هذا المصطلح موجود كما ذكرت الأخ نور الدين يعني في القرآن الكريم يشير إليه في آيات عديدة، منها الآية التي ذكرتها مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو مثلا في آيات أخرى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أو كذلك في آيات أخرى مثل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني هو يعني القرآن يشير إلى أهمية هذا المفهوم بصفة خاصة. الآن مثلا إذا رجعنا إلى تعريف هذا المفهوم اصطلاحيا، ماذا نقصد بالقراءة؟ نحن قلنا بأن التعريف اللغوي هو جد بسيط، وهو النطق بالكلام المكتوب. يعني أنت تتقن لغة معينة، سواء لغة فرنسية، لغة عربية، لغة أمازيغية، ترى كلمات مكتوبة على السطور أنك تنطق، هذه هي القراءة بالمفهوم اللغوي، حيث أنها إذا كانت مكتوبة بلغة لا تفهمها أنك لا تستطيع النطق بها. الآن في التعريف الاصطلاحي أو في المفهوم الاصطلاحي، فالقراءة هي القدرة على الإدراك. وهنا لازم نقف عند هذا المصطلح الإدراك، ولماذا نستعمل هذا المصطلح الإدراك ولا نستعمل مثلا الفهم؟ لأن القدرة على الإدراك له وسائل خاصة اللي هي الحواس الخمس المعروفة عند الإنسان. ونستعمل هذا المصطلح هي القدرة على الإدراك لأن مثلا المكفوف لا يرى، ولكن يستعمل حاسة أخرى اللي هي اللمس. في القراءة الموجودة الآن عند المكفوفين من المعلوم أنه يستعمل حاسة اللمس بالأصابع ويقرأ ويعرف يعني مضمون الكتابة. أما الإنسان العادي الذي يرى يستعمل يعني البصر. ولذلك هنا نقول هي القدرة على الإدراك، هي القدرة على الإدراك للفهم الشكلي أو الضمني. يعني أنك تفهم الشكل، تفهم يعني الكتابة كما هي تقرأها، يعني تقرأها كل إنسان يستطيع يقرأها، والقدرة على الإدراك للفهم الضمني في نفس الوقت. يعني تقدر تكون الفهم الشكلي اللي هو السطحي أو الفهم الضمني أو الاثنين معا في نفس الوقت للمادة المكتوبة، يعني الشيء اللي مكتوب أمامك، سواء بالعين المجردة تشوفها أو مثلا عن طريق اللمس بالنسبة للمكفوفين. بعبارة أخرى، إذا أردنا أن يعني نوضح أكثر شيء ما معنى القراءة اصطلاحيا، هي الوصول إلى فك أو تفسير رموز المعاني. هذه الرموز المعاني اللي راها مكتوبة اللي راك تشوفها بالعين تاعك وتقراها، أو الإنسان المكفوف اللي يلمسها ويستوعبها، أنك تصل إلى فك الرموز نتاع ذلك المعاني المرتبطة من خلال الألفاظ والعبارات والأفكار وما شابه ذلك. فالقراءة بصفة عامة هي عملية عقلية أو هي نشاط ذهني يستخدم ويرتكز كما قلنا سابقا على الحواس، سواء باللمس أو بالبصر بالدرجة الأولى، لأن الكم يكونش البصر والله اللمس، الحواس ما تقدرش تقرأ. يعني الإنسان ما يقدرش يقول لك أنا مثلا ما نستغني على الحواس ونقرأ، هذا يصبح مستحيل، إلا أنك تقرأ في المنام ربما تكون تنام مثلا. فبالتالي هي نشاط عقلي يستخدم ويرتكز على الحواس بالدرجة الأولى، ثم يقوم في نفس الوقت بمعرفة وفهم تلك الحروف أو تلك الكلمات أو تلك الألفاظ أو تلك العبارات،
ثم في نفس الوقت يقوم باكتشاف مضمونها والمقصود منها. هذا كله يدخل فيما يسمى بالتعريف الاصطلاحي للقراءة بالمفهوم الحالي المتطور. يعني هذا ما لدي أن نقوله كمقدمة. نعم شكرا الأخ نوري. فيما يتعلق بالأهداف نتاع القراءة، يعني وش هي الأهداف تاعها لما الإنسان يقرأ؟ لا شك هو أنه عنده هدف. وش هو، وش هي الأهداف يعني اللي نقدروا نستخلصوها من القراءة؟ نعم شكرا الأخ نور الدين. الأهداف بلا شك هي كثيرة وعديدة. نعم. القراءة أولا هي من الأساس، هي أساس التربية والتعليم. يعني أنت كي تبغي تعلم وتدرس أي شيء، الأساس هو القراءة، لازم تكون قراءة. ما تقدرش أنت تعلم وتدرس بدون القراءة، يعني من الطفل ويجي صعد من الإنسان هذاك اللي ما يدخلش مثلا للمدرسة، اللي يكون مازال يتعلم كما نقولوا احنا في المسجد ويقرأ القرآن، لازم يكتب ويقرأ ويحفظ. يعني هي الأساس نتاع التربية والتعليم. لولا القراءة الإنسان ما يقدرش يتعلم وما يقدرش، ما تكونش هناك تربية. حيث أن يعني أغلبية العلماء والمفكرين يقولوا باللي حوالي 70% من المعلومات والمعارف والعلوم نتعلمها عن طريق القراءة. كذلك من أهداف القراءة أنها تقوم بتنشيط العقل. العقل هذا اللي موجود في كل ذهن، في كل يعني الإنسان، كل في كل عند كل الناس، هذا العقل عنده نشاط، عنده حركة. مثل القلب مثلا، القلب الحركة نتاعو مثلا ينبض ويغير الدم مثلا، من يعطي اللي فيه مثلا الأكسجين ويخرج اللي فيه أكسيد الكربون. هذه الحركة نتاع القلب. مثل الأعضاء الأخرى، الكلية والمعدة وآخره. العقل كذلك له نشاط، ولكن النشاط نتاعو شو هو؟ النشاط نتاعو هذا هو أن الأفكار، هو القراءة، هو التفكير، هو التخيل، هو الإنتاج، هو الإبداع. فالقراءة تقوم بتنشيط العقل وتفعيله في دوره ومهمته المقصودة، حيث أنه يجعل الفرد القارئ يتمتع براحة وتسلية. يعني الإنسان كي تكون عنده موهبة في القراءة ويطلع على القراءة يلقى راحته ويلقى تسلية ويلقى كما نقول النفس نتاعه مرتاحة. قد تبعد عن الوساوس، تبعد عن التوتر، تبعد عن الخمول، تبعد عن الخوف من المجهول، تبعد عن الإحباط، تبعد عن الركود. يعني عنده فوائد في كل هذه الأمور، يعني عنده أهداف كثيرة. كذلك القراءة تنمي القدرة نتاعك على التعبير بكل طلاقة وإمعان. يعني الإنسان اللي يقرأ ويطالع القراءة يولي عنده قدرة على التعبير، يقول يعرف يعبر، يكتسب هذه الأمور من خلال القراءة، يقول عنده أسلوب واضح وهداف، يقدر يعبر بأسلوب واضح وهداف، يقدر تولي عنده مثلا حصيلة لغوية لا بأس بها. القراءة كذلك تزيد من القدرة على الفهم السريع للأمور المطروحة والقضايا المطروحة. إنسان اللي يكون يقرأ ويكون يطلع على القراءة يولي القضايا ولا المطروحة ولا الإشكاليات المطروحة يفهمها بسرعة، يكون متعود عليها على القراءة. بالتالي كذلك القراءة لا شك أنها تكون الشخصية الثقافية والمعرفية للإنسان. يعني تعطيك شخصية وتكون لك يعني معرفة خاصة بك، تجعلك كإنسان أو كفرد تتفاعل مع كل القضايا والإشكالات والمواضيع والأفكار المطروحة، وتجعلك تساهم بالإبداعات وإعطاء الرأي والمناقشة الفعالة وما شابه ذلك. القراءة كذلك هي إزالة لفوارق الزمان والمكان. كيف ذلك؟ تجعلك تعيش في أعمار مختلفة من الأجيال. أنت قد تأخذ كتاب وتبقى تقرأ في عصر من العصور، يعني يجعلك وأنك تعيش مع ذاك الناس وتعيش في العصر نتاعهم وبالأفكار نتاعهم، وكأنها سياحة بدون حدود. يعني تقدر تسافر بدون حدود، بدون فيزا كما نقولوا احنا، في أي مكان شئت وفي عصر شئت. القراءة كذلك تجعلك تطلع على تراث الأمم. هذا شيء مهم كذلك. أنت مثلا الآن كان الأمم مرت كثيرة من قبلنا،
ما تقدرش تعرف انت هذه الصورات نتاع ما تمشيش للقراءه، كيف تعرف ذلك؟ ما عندناش فيديوهات، ما عندناش افلام الان نشوفوهم ونعرفوهم، ما عندناش امور ماديه، ربما كاين امور ماديه ولكن قليله، ولكن مثلا اذا مشيت تطالع على امور مثلا، نعطي مثال مثلا القراءه قد تطلعك على مثلا على قصص مثل القران الكريم، يعطيك قصص نتاع انبياء نتاع امم، مثل مثلا لولا قراءه القران لما نعرف مثلا قصة يوسف عليه السلام أو قوم عاد أو قوم تبع أو المؤتفكة أو ما شابه ذلك. يعني هذا دور القراءة والرهي، يعني كذلك القراءة لا ننسى أنها تساعد في 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 حل الكثير من المشاكل الاجتماعية والشخصية والعائلية وما شابه ذلك، وتجعلك تتصل بأفكار الآخرين. يعني كان إنسان ربما لا تعرفه ولا تعيش معه، ربما هو عاش في القرن منش عارف 50 نقولوا احنا 5 قرون من قبل، ولكن تقدر تعرف الافكار تاعه وتعرف هذا الانسان من خلال القراءه، وهذا كذلك شيء مهم. هذا انا حسب رايي بعض الاهداف التي استطيع ان اقدمها، وما عرفتش الا ربما تزيد تضيف اضافات الاخ نور الدين. نعم شكرا الاخ نوري، في انتظار هو انه ربما يلتحق بنا اخوه، ظهروا انه النسبه نتاع القراء ضعيفة جدا، ولذلك الموضوع هذا ما راهوش رايح يلقى ربما اهتمام عند الناس بطبيعة الحال، يبقى عند ربما نخبة معينة هكذا. هذا ما سنعرفه إن شاء الله من خلال أسئلة لاحقة. كما تفضلت الأخ نوري، إذن القراءة وش هي؟ هي التعرف على شيء، سواء يكون مكتوب ولا يكون مرسوم والله منحوت إلى غير ذلك من الأشياء اللي يستطيع الإنسان التعرف عليها. الأهداف نتاعها بطبيعة الحال، من بين الأهداف نتاع القراءة هي الثقافة، هو أن الإنسان يكتسب مهارات تجعله وأنه يتعرف على أشياء كثيرة، يستطيع من خلال القراءة هو أنه يهدم حواجز كثيرة، يستطيع كما كنت تقول أنت منذ قليل هو أنه يبحر في مجالات مختلفة، وأنه يسافر عبر أجيال مختلفة من خلال الاطلاع ومن خلال الاكتشاف ومن خلال المعرفة. درك الآن لما نديروا الأنواع نتاع القراءة، نقدروا فيما بعد نزيدوا نلقحوا هذه الأفكار حتى باش المواطن والمواطنة اللي راهم يسمعوا فينا، المستمع والمستمعة، راهم رايحين ياخذوا صورة القراءة، أو ربما راهم رايحين يشجعوا على جل باش هما يقرأوا على جل باش يطالعوا. هناك أنواع تتعلق بالقراءة. دوك لما نعرفوا الأنواع نتاع القراءة هذه، فما بعد نستطيع هو أنه نفهم جيدا من أنه القراءة هي ليست كما يفهم البعض من أنها قال مثلا حروف هكذا ومعناتها هذيك هي القراءة. صحيح، ولكن القراءة عندها أهداف أخرى وعندها أبعاد واحدة أخرى، وهذا ما سنكتشفه من خلال الأنواع نتاع القراءة. في القراءة كان هناك أنواع كثيرة، نقدر نحصر مجموعة من الأنواع المتعلقة بالقراءة في تعداد بعض الأنواع، وفيما بعد بطبيعة الحال يقدر الإنسان هو أنه يبحث، ربما يطالع أو يقرأ بعض الكتب هكذا والله بعض الدراسات والأبحاث، وفيما بعد راه رايح هو يزيد من عنده، يزيد يعني أقصد يزيد في التفاصيل. احنا كيما نقولوا نمدوا رؤوس الأقلام والله رؤوس العناوين، ويستطيع فيما بعد هو أن الإنسان يفصل. من بين الأنواع نتاع القراءة، أولا القراءة نتاع التاريخ، يستطيع الإنسان هو أنه يقرأ التاريخ، يقرأ المراحل نتاع التاريخ حتى باش يعرف الحاضر نتاعو، وربما يستطيع إذا كان عنده مستوى وعنده نضج يستطيع هو أنه يستشرف المستقبل. القراءة نتاع الأحداث، يستطيع الإنسان هو أنه يقرأ الأحداث يربطها، يقدر هو يفسرها. القراءة نتاع الصورة، مثلا لو الإنسان يكون مختص تعطي له صورة يقرأها، يقرأ الألوان نتاعها، يقرأ الأشكال نتاعها، يقدر يعطي لك تفسيرات حولها. قراءة نتاع الملامح،
يستطيع الإنسان هو أنه يقرأ الملامح نتاع الإنسان. يعني ترى الإنسان هو راه إنسان قال متقلق منرفز ولا راه مرتاح، يا هل ترى النظرة نتاعو هذيك العابسة وش يقصد بها، يا هل ترى الابتسامة نتاعو هذيك وش يقصد بها، يا هل ترى التمتمة نتاعو هذيك وش يقصد بها، إلى غير ذلك. القراءة نتاع الألوان، ألوان يستطيع الإنسان هو أنه يقرأ الألوان، وش يقصد هذا الإنسان، لماذا راه لابس الأسود، لماذا راه لابس الأبيض، لماذا راه لابس الأحمر، لماذا راه لابس الألوان الوطنية، لماذا كذا لماذا كذا. يستطيع هو أنه الإنسان يعطي قراءة لهذيك الألوان. كاين هناك أنواع كثيرة من القراءات، قال مثلا قراءة سطحية، يستطيع الإنسان هو أنه يقرأ موضوع ولكن مش قراءة معمقة، قراءة سطحية فقط، ما قرأش جيدا، ما فهموش جيدا، ما قرأش المحتوى نتاعو جيدا، قراءة سريعة. تقدر تكون قراءة تدريجية، يقرأ الإنسان بشوية ويجي فيما بعد بالتدرج، وفيما بعد يروح يمشي لحتى القراءة المعمقة. إذن كاين هناك تدرج في القراءة، كاين القراءة السطحية، كاين القراءة المتدرجة، كاين القراءة المعمقة. كاين هناك مرات تلقى إنسان يقول لك القراءة نتاعو قراءة مغرضة، يقرأ مثلا موضوع ولكن يفسره حسب الأهواء نتاعو، يقول لك الإنسان هذا هو قرأ قراءة مغرضة. مرات الإنسان يقول لك قراءة سليمة، يقرأ الإنسان موضوع أو كتاب يقرأه قراءة سليمة دون هو أنه قال مثلا يدخل في التأويلات هذيك ويدخل في التفسيرات هذيك المغرضة، يقرأه قراءة سليمة. مرات تكون قراءة ذكية، يقرأها الإنسان قراءة بحيث هو أنه يستطيع من خلال هذه الأفكار الرئيسية هو أنه راه رايح يستنبط أشياء، راه رايح يستخرج أشياء. كاين مرات تكون هناك قراءة سياسية، قراءة هو أنه الإنسان يركز على بعض المحطات بعض الأشياء كذا، ويحاول هو أنه يقرأ قراءة سياسية، الكتاب هذاك، مقال، بحث، دراسة، إلى غير ذلك. قراءة اقتصادية، يقدر الإنسان هو أنه كذلك يقرأ كتاب، يقرأ بحث، يقرأ دراسة، يقرأها قراءة اقتصادية، قراءة علمية، قراءة إعلامية، قراءة نقدر نقوله قراءة موجهة. مرات هو أنه الإنسان بغرض التأثير على القناعات نتاع الناس يحاول هو أنه يقرأ كتاب ولا يقرأ بحث ولا دراسة، يقرأها قراءة موجهة بحيث هو أنه يوجه الناس وجهة غير الوجهة اللي هو دار هذاك الكاتب ولا هذاك الباحث ولا هذاك الفيلسوف، يحاول هو أنه يوجه الناس من خلال هذه القراءة. كاين مرات هو أنه تكون هناك قراءة حرة، إنسان هو لا يخضع قال مثلا للتعليمات ولا التوصيات، يقرأها قراءة حرة، إلى غير ذلك من الأنواع. أكتفي بهذا القدر. بطبيعة الحال يستطيع الإنسان هو أنه يزيد يفصل في هذه الأشياء المتعلقة بالقراءة. الأخ نوري ما نشعر إذا كان ربما تزيد تضيف بعض الأشياء فيما يتعلق بالأنواع نتاع القراءة. نعم، شكرا الأخ نور الدين. إضافة إلى ما تفضلت به من الأنواع، أستطيع أن أضيف أنواع أخرى ربما تكون مفيدة، هي مثلا القراءة الجهرية أو القراءة الصامتة. فالقراءة الجهرية معروفة، يعني هي تستعمل يعني أساسا في عملية التعليم والتعلم أساسا، وكذلك تستعمل من خلال الخطاب، سواء كان الخطاب السياسي أو الديني أو ما شابه ذلك. والخطاب والقراءة الصامتة هي جد مهمة، لأنها تساعد على فهم المعاني وتجعلك تركز على يعني على الألفاظ وعلى العبارات وعلى الأفكار أكثر فأكثر. هذه يعني الفرق ما بين القراءة الصامتة والقراءة الجهرية. كذلك هناك القراءة السريعة، يعني القراءة السريعة معروفة أن الإنسان قد يتصفح في فهرس الكتاب للبحث عن موضوع ربما يبحث عليه، ويشوف يتصفح بقراءة سريعة أو من خلال قراءة العناوين لصحيفة من الصحف بقراءة سريعة، أو في قائمة من البحث في كتاب معين أو ما شابه ذلك. كذلك هناك القراءة المتأنية. وهذه القراءة المتأنية هي مهمة كذلك، هذا النوع من القراءة،
حيث يرجع بعض المفكرين إلى التركيز على قراءة كتاب أو أكثر من كتاب للإلمام بالمعلومات والأفكار التي يحتاج إليها القارئ لقضية أو موضوع معين. يعني الإنسان يكون يبحث في موضوع معين محدود، تلقاه مثلا يبحث في كتاب أو في كتب أو كثيرة، وتلقى له قراءة متأنية لأنه يبحث في موضوع خاص ومهم، يعني يريد أن يفهمه ويحل الإشكالية المطروحة فيه. كذلك هناك القراءة التحليلية، وهذا النوع من القراءة جد مهم كذلك، خاصة عند قراءتنا لبعض المفكرين أو الفلاسفة المرموقين، حيث أن الكثير منا ربما لما يقرأ مثلا كتاب من كتب يعني الفلاسفة والمفكرين، فقد يصعب عليه الفهم يعني للمعاني وللأفكار التي يريد قصدها ذلك المفكر أو ذلك الفيلسوف من خلال القراءة السريعة أو القراءة البسيطة. ويتطلب القراءة التحليلية، وهذه القراءة التحليلية تتطلب أنك تحلل الألفاظ، المفاهيم، ربما يستخدم مفهوم يكون يستخدموه في الوقت اللي يكون يعيش فيه المفكر، احنا الآن ما نستعملوش، ولذلك يغيب على الإنسان المعنى نتاعو الحقيقي. وهذا يتطلب مثلا، نعطيه مثال، أي إنسان إذا بغى يقرأ مقدمة ابن خلدون فبدون شك راح يلقى مشاكل للفهم في بقراءة بسيطة، لازم له قراءة متأنية، قراءة تحليلية لفهم الحقيقي لما يقصد به ابن خلدون في المقدمة. أو مثلا حتى مثلا إلى مشال الكتاب نتاع الكواكب مثلا، طبع الاستبدال، لو إنسان ما داش قراءة تحليلية ما يقدرش يفهم بشكل جدي المعاني المقصودة. أو حتى في القرآن الكريم مثلا، إنسان ما يقدرش يفهم المعاني ويفهم الآيات بقراءة سطحية وبسيطة، لازم قراءة متأنية، قراءة تحليلية وما شابه ذلك. هناك ذلك نوع آخر مهم جدا في القراءة، وهو القراءة الناقدة. وهذا النوع من القراءة في الحقيقة يعتمد عليه نوع خاص من الناس، من النخبة المثقفة، من المفكرين، يعني تكون عندهم كفاءات، وتكون عندهم يعني تكون عندهم شخصية معرفية معروفة، ويكونوا ملتزمين باحترام قوانين الممارسات العلمية والمعرفية. هذه الناس يعني تكون عندهم قراءة، يعني يقرأ كتاب، يقرأ مقال، وتكون عنده يعني قراءة نقدية، يستطيع كما نقول احنا انه يحدد الإيجابيات السلبيات او ما شابه ذلك. هذه يعني حسب رأيي ما استطيع ان اضيفه، ولا شك ان في الجزائر القراءة المعروفة، النوع المعروف هو قراءة الفنجان او قراءة الكف، يعني هذا درك نجيو لها ان شاء الله. هذا النوع اللي راه يسيطر على هذه، نجيو لها ان شاء الله قراءة تاع الكارطة وقراءة تاع القهوي، وهذيك ان شاء الله نجيو لها ان شاء الله. شكرا الاخ نوري. الاخ مولود من بريطانيا، مرحبا بك. مرحبا بك الاخ نور الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك لاباس؟ لاباس. انا ضحكتني هذه الهضره تاع الفنجان هذه، ضحكت النهار، ضحكت. لا هذا واقع صحيح. واقع صح. نحييك الاخ نور الدين، نحيي كاع الاخوه اللي راهم معك، نحيي المستمعين لإذاعة وطني في كل مكان وخاصة في الجزائر. نعم، واش من النقطة اللي راك وصلتوا ليها الأخ نور الدين؟ الأخ مولود، المهم نعم. احنا رانا مازلنا في بداية البرنامج، يعني قفزنا شوية هكذا، مشينا في البداية درنا تعريف حول المفهوم نتاع القراءة والأهداف تاعها، والآن رانا في النقطة الثانية المتعلقة بالأنواع نتاع القراءة. المهم إذا كان ممكن هو أنه ربما تزيد تضيف لنا بعض الأنواع المتعلقة بالقراءة حتى باش نزيدوا نفيدوا خاوتنا اللي راهم يسمعوا فينا، ربما نولهوهم لبعض المسائل، ربما نعطيو لهم نظره واحده اخرى على القراءه، مش القراءه اللي راهم يسمعوا فيها، ولا راهم ربما عندهم فهم عليها هكذا فهم ناقص. والله نحاولوا هو ان يعني نزيدوا نضيفوا حاجه في هذا البرنامج هكذا، حتى باش من بعد نمشيوا للنقطه اللي بعدها ان شاء الله. باختصار الاخ نور الدين، نعم. من ناحيه شكليا هناك نوعين من القراءة،
عندك قراءة جهرية وهذا نعم معروف، وعندك القراءة الصامتة. نعم هذه تكلمنا عليها الأخ مولود. نعم، ومن ناحية المضمون عندك أنواع عدة، وهنا يعني تكمن يعني أهمية القراءة. نعم أنواع القراءات أنا حسب يعني حسب ما يبدو لي، هناك يعني قراءة المتعة اللي اسمها ذكرها الأخ نوري في كلمة الفنجان، هذه هي القراءات يعني على طابع إنسان يحكم جريدة مثلا، يقرأ نكت، ولا يقرأ مثلا يعني شجار يعني وقع ما بين شخصين، وتلقاه يعني في غالب الأحيان بقهوة تاع فنجان قهوة مثلا، ولا وعنده يعني مثلا يعني بسيجارة، يقرأ قراءات يعني تاع المتعة، يعني ما فيهاش نوع من يعني تاع الجدية. البليزير كما يقولوا في أحسن، الجمهور. نعم. كل القراءة يعني ممارسة الحياة، مثلا يقرأ إنسان نقدر مثلا نزيدوا نضيفوا لها القراءة الفضولية. نعم، عندك قراءة ممارسة الحياة، مثلا قراءة اللي مثلا تفيدك في يعني في ممارسة قدم الحياة. شوية نعم الميكروفون الأخ مولود، نعم حاولوا أن قلت نتقرب شوية. نعم أوكي، والآن سمعني جيدا نعم أخ أنا نوردين. نسمع فيك جيدا، تفضل. أوكي، قلت فكرني في القراءة الثانية اللي قلتها لك، قلت لك قراءة القراءة الفضولية، يعني نقدر نزيدوا نضيفوا لها، كاين مرات هو أنه إنسان يحب يستشغل، يحب قراءة فضولية. نعم، هذا يعني غادي تدخل في يعني من باب الفضول اللي قلتها لك يعني نعم مع وعندك قراءات باش تمارس بها الحياة ديالك، مثلا إنسان يقرأ كتاب كيف يشغل التلفاز مثلا، ولا يقرأ مثلا كتاب مثلا كيف يعني يعرف قوانين المرور، كتاب السياقة مثلا. نعم وعندك قراءة على شكل مثلا العمل، مثلا عندك بيان، عندك رسالة من أخ مثلا بعثها لك تاع الشغل. ولكن القراءة اللي نعطيها الأهمية الكبيرة هي القراءة تاع يعني المعرفة والعلم النافع. نقدر نزيدوا لها يعني من عندنا هكذا، من معليش، نقولوا نعم قراءة نتاع الزوخ، هذه كاينة بزاف، صح. ها بارك الله فيك، نقولوها. صح. التظاهر يعني، التظاهر مرات يعني هو أنه إنسان هو نقوله تلقاه مثلا ربما هو راهو راسه دايرين له عليه كيما يقولوا كاظنا، وهو يحب يبين روحه باللي راهو عالم. كاين هاد الناس يعني ما نسموش دوك، يعني كاين قراءة يعني نتاع انا التعالم، تعالم. القراءة تاع باش انسان يضب لانه يعني انسان متعلق بالقراءة وما شابه ذلك. تلقى مرات هو انه انسان مثلا يقرا كتاب، هو راه ما عنده، لانه باش انت تقرا، كنا دوك من بين الانواع اللي كنا نذكروا فيها كما ذكر الاخ نوري القراءه التحليليه. درك انت نعم مثلا انسان ما راهوش قاري مثلا المنهجيه اصلا، ما قراهاش ربما في حياته، ولا ما يسمعش بها طول، حافظ المصطلح برك هذا قال انت مثلا تاع المنهجيه، تلقاه ربما هو يقرا كتاب موش فاهمه اصلا، موش فاهم حتى واش راه يقول له الكتاب هذاك، ما يقدرش. لو كان ربما تقول له اعطيني الافكار الرئيسيه نتاع الكتاب، ما يقدرش يعطيها لك، لانه ما عندوش معرفه، ما عندوش قراءه، وراه رايح يقرا لك الكتاب هذاك قراءه كما كنا نقولوا دوكا من بين الانواع، قراءه سطحيه، قراءه سطحيه، ومن بعد هو راه رايح يفسر لك حسب الاهواء نتاعو، حسب الغرائز نتاعو، ما راهوش رايح يقرا لك الكتاب هذاك قراءه موضوعيه، قراءه معمقه، قراءه متانيه، حتى هو انه يصل فيما بعد الى استخلاص هذيك الالفاظ، ولا استخلاص هذيك الافكار اللي راها موجوده، وراه رايح يخرج لك هو بحاجه، ربما يذكرك بشيء، ربما يولهك لشيء، ربما ما يقراكش، يقراه لك قراءة نتاع زوخ، قراءة نتاع ما على باليش انا، قراءة مغرضة، قراءة شكلية. نعم، أنا كنت جايك النقطة هذه، بصح نعم كنت حاب نجي يعني بتسلسل أو بمنهجية نعم لكي نقرأ يعني الأفكار يعني بتسلسل نعم لكي نحسن القراءة. نعم فقلت في النوع هذا تاع يعني قراءة للمعرفة، اللي يعني اللي إنسان حاب يتحصل على العلم النافع،
هنا تدخل فيها أنواع تاع القراءات. الإنسان لأن القراءة هذه يعني وشنو هذه؟ أنا أشوفها شغل سياحة للذهنية البشرية. الإنسان يروح يغوص في الماضي ويروح للمستقبل، يعني يكسر هذا الح يعني ال هذا يعني ال يعني يعني كما يقولوا الحدود تاع الزمن والمكان. إنسان يعيش الماضي، هو إنسان بلا يقدر يقرأ شخصية إنسان وهو عايش في زمن يعني متقدم عليه. هنا مثلا لما يقرأ الإنسان بطريقة تحليلية ونقدية، هنا يستعمل المشاعر تاعه. نعم، زدت فكرتني الأخ مولود في القراءة النقدية، نزيدو. نعم. نقدروا نضيفوها في أكيد. في الأنواع تاع القراءة. القراءة النقدية هو الذي يتدخل فيه الوجدان تاع القارئ، يعني نعم. يقرأ وكأنه سيد، لأن كاين إنسان يقرأ وش يقرأ يبلعه، إنسان يحفظ حفاظ شغل يعني كسيطة، يقرأ ومن بعد يقول لك مثلا أنا قريت في كذا وكذا. نعم. لا، ليس كل شيء مكتوب هو صحيح. الإنسان تكون عنده يكون سيد في الموقف تاعو، كي يقرأ يدخل الوجدان تاعو، يدخل النقد الذاتي تاعو، يدخل التحليل تاعو، هنا تكون يعني قراءة. والناس اللي راهم اليوم مثلا، احنا مثلا في هذا الوقت رانا يعني كاين آليات بزاف راهم يساعدونا في القراءة. مثلا كتحكم كتاب، مثلا نعطي مثال كتابك أنت، كتاب المصالحة. يعني أول شيء لما تنظر الفهرس تكون عندك فكرة. بكري مثلا الكتاب، لا كتاب مخطط مثلا، تشوف مثلا مجلد يدخل لك ديركت، يعني يدخل مباشرة في يعني في الكتابة، ما يعطيكش الفكرة العامة. هنا تشوف الرغبة الإنسان إذا راهو حاب يبحث على العلم ولا لا. الآن يعطيك فكرة ويلخص لك الموضوع، يعني أنت يطلب منك أنك تغوص برك، يعني تدخل برك، تكون عندك يعني فكرة مسبقا، وبهذا يعني تلقى الناس يعني بعيدين كثير عن القراءة. وهذا ما لاحظناه، وهذه النقطة هذه نجولوا على بالك في المراحل القادمة إن شاء الله. هذا ما عندي ما أقول. نعم. خويا نور الدين. شكرا الأخ. نعم. مولود، إذن نقدروا نزيدوا نضيفوا الإخوة والأخوات اللي راكم تتبعوا فينا في الأنواع نتاع القراءات، القراءة النقدية كما ذكر الأخ مولود، قراءة موضوعية، قراءة شكلية، قراءة ضمنية إلى غير ذلك. عيسى من كندا، مرحبا بك عيسى. الموضوع تاعنا اليوم هو حول القراءة في الجزائر والتغيير. درنا تعريف حول القراءة وذكرنا بعض الأنواع نتاعها، ربما كنت تتبع فينا، لربما كشمرنا نسينا بعض الأشياء. إذا كان فيه بعض الإخوة اللي راهم يتبعوا فينا أيضا، يقدروا راهم موجودين على سكايب، يقدروا من خلال الكتابة وأن ربما يذكرونا في بعض الأنواع أو بعض الأشياء حتى باش نثريوا هذا النقاش مع بعض. أخ عيسى، الآن ندخل للنقطة اللي تتعلق بالواقع نتاع القراءة في الجزائر. كيفاش تشوف أنت الواقع نتاع القراءة في الجزائر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المهم السلام عليكم الإخوة الحاضرين، الإخوة المستمعين والمستمعات في داخل الجزائر وخارجها. أهلا بك الأخ نور الدين. هذا موضوع جيد، وموضوع يعني نفتقده في الجزائر يعني في الحقيقة. أنا راح نضيف زوج حوايج برك ما ذكرتهمش، وهي إذا صح تعبيري القراءة اللمسية اللي تخص المكفوفين، الناس اللي ما تشوفش، قراءة نتاع البراي، هذه نتاع البراي، الناس اللي لا غالب ما عندهاش البصر بس عندها البصيرة مثلا. نعم. الناس تعرف والله ساعات واحدة وعنده عينيه ومخ وكلش، تلقى واحد ما يشوفش عنده قدرة على القراءة والفهم. صحيح. وكينا حاجة أخرى ثانية نزيدها، هي القراءة بين السطور، ما على باليش كيف أنتم فسرتوها من ذاك، هي عن طريق الفهم. تقدر تكون تحليلية هذيك. نعم. التحليلية أنك واحد يقرأ، كاين بعض الكتاب ولا بعض المحللين ولا بهمي كيما نقولوا احنا، ما يدخلش ما ينتقدش كيما نقولوا بصفه مباشره، عن طريق كتاباته تفهم بين السطور وراه وش راح يقول، ولا
واش باغي الهدف تاعو من هذا الكتاب. نعم. وكما قال الاخ ميلود على الكتاب تاعك مثلا، كي تقرا المقدمه تعطيك، المقدمه تاع كتاب المصالحه مثلا تعطيك اشياء كبيره على محتوى الكتاب، يعني تعطيك تشويق وتعطيك فهم قبل ان تقرا الكتاب. يعني تبدا في المقدمه، المقدمه تعطيك شرح وافي اللي راه جاي في الكتاب. دوك احنا كي نحكيوا على الواقع تاع الجزائر، صبرني برك الاخ عيسى لجل باش قبل ما نمروا للجزائر، فقط استذكرت نوعين من الانواع تاع القراءه نقدروا ايضا نزيدوا نضيفهم، ربما فيه بعض الاخوه اللي هذا ملتحقوا بنا. قراءة العاطفية تقدر تكون أيضا قراءة غريزية، وتقدر تكون أيضا قراءة ساخرة. تفضل الأخ عيسى. صحيح. المهم قلت لك القراءة هي بحر، ولازم واحد كان ما يقراش ما يفهمش. نعم. كان ما يقراش على الأشياء ما يفهمهاش وما يطلعهاش. وحنا للاسف في واقع الجزائر، واحد الوقت حنا في الجزائر يقول لك يخرج ابني فاهم والله لا قرا، يعني فاهم والله لا قرا، يعرف يحسب الدراهم، يعرف يبلعط الناس، بصح الله لا قرا. مره انا نقول لك صح، على نهضر لك على تجربتي الخاصه. كنا كنروحوا للخارج، نخرجوا كنا نروحوا لتونس ولا المغرب، يعني تكتب هذيك الاستمارة الخروج هذه. ويا للأسف في، أنا أحكي على الوقت اللي خرجت فيه هنا، تلقى ما بين 200 إلى 300 واحد دير هذيك لاشين هذيك باه نعمروا الاستمارة هذيك، تلقى واحد 150 ما تعرف تكتب، ما تعرف تقرا، ما يعرف يقرا لا الاستمارة ما يعرف يكتبها. يعني ثم تعرف باللي واقع بتاعنا في الجزائر كان مر، الناس ما تعرف لا تقرا لا تكتب، ويطلب من الناس هكا عبلها لي، كاين حتى اللي يكتب له الورقه بالدراهم، هذيك الاستماره فيها اللقب والاسم ورقم الباسبور واين الاتجاه ومتى العوده مثلا، ما فيها والو، يعني فيها ربع سطور ولا خمس سطور. المهم واقع القراءه في الناس ما تقراش في الجزائر ولا يحبون القراءه. انا الشيء لاحظته وحنا ثاني كي كنا ثم، انا واحد شخصيا كنا نقراو، كان واحد كي مثلا انا تعلمت الفرنسيه لازمني نقرا الجريده الجرايد بالفرنسيه مثلا، تقرا الجرايد تقرا المجلات تقرا هذيك باه تتعلم الفرنسيه. لكن بعد ما نخرجوا من المدرسه لا احد يحمل كتاب الا اللي يقرا القران، هاو يروح للبيت يقرا في المسجد القران ولا يقرا في البيت ولا اذا حب يقرا القران. لكن وزيد المشكل الكبير اللي تعرفته كي وصلت هنايا، انه غياب المكتبات في الجزائر، ما كانش مكتبات في كل حي ولا في كل بلد، كاين بلديات ما عندهاش مكتبات خلاص، ما عندوش مكتبه اللي فيها جميع الكتب ولا فيها بعض الكتب، ما كانش، يعني الاهتمام بالقراءه ما كانش، الاشياء اللي تساعدك على القراءه ولا كيما نقولوا احنا تحبك القراءه ما كانش. يعني كاين بعض الاساليب، وثاني منا احنا بعد كشعب ما عندناش هذيك، ما نعممش ما نقولش الشعب كله، بصح كاين عندنا بعض الناس يقراو، بصح الاكثريه لا تحب تقرا، وخلي الجماعه يزيدوا تراو شي حوس ما كان. نعم. قبل ما نمر لك الاخ نوري من اسبانيا، الاخ نوري فقط ربما نزيد ونضيف نوع من الانواع ولا نوعين نتاع القراءه. عاود ذكرني الاخ سمير راهو يتابع فينا، فيه قراءة، هو قال لي بلي القراءة نتاع القرآن، قراءة نتاع القرآن، نشوف فيها هنا القراءة نتاع التأمل، قراءة نتاع
هو أن الإنسان مرات يقرأ قراءة تأملية، لما يكون يقرأ موش يقرأ قراءة يعني يقرأ قراءة هكذاك برك فقط، كما يقولوا بالدارجة في الجزائر قراءة هواوي، قراءة سطحية، يقرأ ويتدبر يتمعن. يعني لما يكون مثلا يقرأ في القرآن: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يقرأ راهو يتدبر ويشوف في النسق هذاك نتاع القرآن، ويشوف في هذيك الأحرف كيفاش راها مترتبة، وكيفاش عندها هذيك الميلودي هذيك اللي راها موجودة فيها، وقراءة تأملية يقرأ. حتى أنه مرات الإنسان يكون يقرأ في قصيدة ولا في شعر، تقرأ مثلا قال قصيدة ما على باليش أنا، قال نزار قباني ولا محمود درويش ولا قال وش اسمه ذاك الشاعر العراقي أحمد مطر مثلا، ربما كاين إخوة جزائريين راهم يتبعوا فينا، يقول لك وعلاش والشعراء الجزائريين وين راحوا؟ معليش يا سيدي، قال شعر قصيدة من الشعراء الجزائريين، قال سيدي محمد جربوعة، قال محمد العيد الخليفة، قال واسمه مفدي زكريا إلى غير ذلك. أنت تقرأ قال مثلا نهزوا مثلا مفدي زكريا، هزوا مفدي زكريا تزنت القصيدة، قال مثلا هزنت قال قصيدة، قال نقولوا مثلا سيدي إلياذة الجزائر، تقراها قراءه تامليه، تشوف انت كيفاش هو راهو ناسج هذيك الابيات، وتشوف هذاك الشعور هذاك الاحساس اللي تدبره انت ولا تتامله من خلال هذيك الكلمات المستعمله. تفضل الاخ نوري باش نمر الان للواقع نتاع القراءه في الجزائر. نعم، شكرا اخ نور الدين. نعم، كما ذكرت ربما الاخ سمير كان يقصد القراءات السبع المعروفة نتاع قراءة القرآن، يعني لا 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 هذا وين تذكرت القراءة التعبدية هو يقصد. تسمى مرات هو أن الإنسان يقرأ للتعبد، يقرأ قراءة تعبدية، يقرأ القرآن ولا يقرأ الحديث ولا السنة، ولا يقرأ قراءة تعبدية من أجل العبادة. تفضل. نعم شكرا. الصلاة مثلا. نعم. كذلك نقدر نزيد نضيف نوع آخر مهم، هي قراءة الاستماع. هذا النوع كذلك مهم جدا، وكان سائر في السابق، كان هو يعني يعتمد عليه كثير من أصحاب طلاب العلم، يعني تجده يسافر إلى مكان يسمع بعالم أو فقيه أو مفكر أو فيلسوف، يسافر إلى ذلك المكان ليسمع منه العلم ويصبح حتى هو عالم. يعني أغلبية العلماء المعروفين فإذا رجعنا لهم كانوا الأغلبية نتاعهم يسمعون، يعني يمشيوا يسمعوا حتى يعني في الوقت نتاع يعني ظهور يعني لما في الصحوة الإسلامية كانوا يمشيوا يحفظوا الحديث، يقول اسمع الحديث من فلان وفلان، هذه الأمور معروفة يعني عن طريق قراءة الاستماع، وهذا مهم كذلك جد مهم في هذا النوع من القراءة. الآن مانيش عارف إذا بغيت نمر لنقطة أخرى. نعم، يعني الأخ محمد سعيد راهو أيضا قال لي قراءة شمولية، قراءة شمولية وقراءة محورية. تفضل الأخ نوري. دوك الآن نمر للنقطة اللي تتعلق بالجزائر، كيفاش هو الواقع نتاع القراءة في الجزائر؟ نعم، نبدأ أولا بالإحصائيات حسب بعض الدراسات المطروحة التي قام بها بعد الأساتذة الجامعيين، هي لا. يعني اللي تقدر يعني تعطينا نوعا ما وتحصر لنا نسبة القراءة في الجزائر. الأخ نوري ربما مانيش عارف، حب أن الموضوع هذا نتاع الإحصائيات نخليوه من بعد، نجيو ليه فيما بعد. ما ربما حتى مشكلة. الآن حبينا نشوفوا الواقع، يعني هكذا بدون الواقع، يعني كيفاش راهو الواقع نتاع القراءة في الجزائر؟ هو في الحقيقة الواقع الجزائري يعني في أغلبيته لا يقرأ، أغلبيته يعني يعتمد أو يرتكز أساسا على التلقين، على الاستماع، ليس للقراءة، ليس لهذا النوع اللي كنا نتكلم عليه هنا قراءة الاستماع،
وإنما على بعض الأفكار وبعض يعني لبعض الرموز، يعني يسمع فكرة فقط تاع قال فلان أو قال العالم الفلاني أو قال الزعيم الفلاني أو قال الفلاني، ويصبح ذاك الفكرة هذيك يصبح يقول فيها يومين يومين ويمشي عليها، وربما حتى لما فهمهاش يعني وما عارفش المعنى نتاعه. هذا النوع، لأن هذا النوع نتاع القراءة اللي للاستماع يتطلب من الإنسان يكون، يعني أنت الآن الأخ نوري راك موجود في أوروبا، راك موجود في أوروبا، راك تشوف الناس كيفاش راها تقرأ في القطارات، في المترو، في الطائرات، في الحافلات، في الحدائق، يعني تلقاهم حتى مرات تلقى واحد راهو يسوق في الفيلو راهو يقرأ عزو كتب وراهو يقرأ. إيه هذه الأمور كيفاش يعني تشوف أنت يعني الواقع نتاع القراءة في هكذا يعني في الجزائر، كيفاش يعني هل ترى هذا النوع راه موجود في الجزائر؟ يعني كيفاش راهو الواقع نتاع القراءة في الجزائر؟ حنا دوك مثلا لهنا مثلا تشوف أوروبا ولا في أمريكا ولا في أستراليا، ولا تشوف أنت مثلا كاين هناك اهتمام يعني بالقراءة، بحيث أنه الناس ماهيش ربما إذا كان عنده الفراغ هذاك راهو يستغل فيه للقراءة هذه، راهو يقرأ في كتب علمية، كتب أدبية، إلى غير ذلك. بينما في الجزائر ربما الواقع القراءة تلقى الإنسان هذا اللي يقرأ الجرنان كما يقولوا في البلاد. نعم كنت جاي يعني درجة كما نقولوا، كنت جاي للشؤون تاعك، الإجابة على الشؤون تاعك. في المجتمع الجزائري كما ذكرت أغلبيته لا يقرأ، كما يعني أي إنسان يدور في الشوارع، يمشي في القطارات، يمشي في الحافلات، في الأماكن يعني العمومية وما شابه ذلك، يعني يصعب عليه يلقى إنسان ربما هوش يقرأ، يعني ربما حامل في يده كتاب هوش يعني يقرأ. ما لا شيء يعني الإنسان هذاك اللي نشوفوه قابض كتاب ربما يقرأ أصبح من المستحيل. حتى أنه إحنا ما نتكلموش على العموم، على الناس العموم، نمشي وندخلوا في الناس اللي هم أولى بالقراءة، اللي هم أصحاب اللي داخلين في الميدان تاع البحث العلمي، سواء كان البحث العلمي في المستويات العليا أو المتوسطة، هم أصلاً لا يقرؤون. وهذا الشيء هذا راه كل إنسان يسمع به، يعني الناس اللي هم أصلاً في الجامعيين والناس اللي هم مثلاً في درجة الدكتوراه والماجستير، هادو اللي هم أولى بالقراءة، والقراءة يعني مفروضة عليهم فرضا، يعني تدخل في المهنة نتاعهم، يعني ضروري لازم تكون، هادو أصلا أصبحوا لا يقرؤون. أصبح يعني الطالب الجامعي مذكرة تخرج وتسمعوا بها كيفاش يديرها، يعني ينقل منها يديرها في أسبوع أو يديرها في أسبوعين، يعني بعد ما كانت مذكرة التخرج لازم طوال السنة، أصبح يعني يدير كما المعروف يعني فوتو كوبي كولي ولسق ودير يعني وكبر الحجم ودير الزواق وانشر وقال هذه هي. يعني ناهيك عن يعني البحوث نتاع البحوث العلمية المعروفة، يعني الناس دكاترة يعني معروفين، يمشي ياخذ أموال من طرف الدولة ويديروا مواضيع، وذاك البحوث لازم تتطلب قراءة وتتطلب اجتهاد، ومع ذلك تلقى الأموال هذوك يصرفهم في أمور أخرى. وربما يدير واحد الإنسان راهي طالب يقول له حضر لي الدكتوراه، يبقى فطور نقول له منا ودير منا ودير منا وهذه هي الدكتوراه. وهذا يعني فين احنا رانا نتكلموا على الناس اللي هما أولى بالقراءة، ما نمشيوش نتكلموا على الشعب، ولا الشعب خلاص ما تحكيش عليه، راه الشعب القراءة يعني راه أصبحت بدون ما تحكي عليها يعني في هذا الميدان. الآن مثلا فبغيت نعطي مثال بسيط، يعني هذه القراءات اللي ما موجوداش في الجزائر، هي في الحقيقة الإنسان قدر يقول لك أودي ما كانش الكتب، لا الكتب موجودة والمقالات موجودة، ولكن عديمة الفعالية، خاوية، ما فيهاش إنتاج جديد غير النقل والسرقة، ويعني تلقى 50,000 كتاب، ولكن كون جيت تبحث فيهم بالك 4 ولا 5 ولا 10 ولا 100 اللي هما فيهم فعلا مجهود فكري اللي الناس قراوا وطالعوا وقدموا مجهود، آخرين لا، غير تقدر تشعلهم في النار وتسخن بهم يعني الناس وانتهى الأمر يعني. ولذلك الإنسان الآن مثلا لما بغوا نضربوا المثل القراءة كيفاش كانت في العصر الأندلسي مثلا، شوف المكسبة تاع قرطبة في العصر الأندلسي كان فيها حوالي 500,000 كتاب متميز،
موش كتاب يعني متشابه ولا هذا نقل على هذا، كل واحد متوج، كل واحد عنده شيء تدخل له عالم يعني تبحر فيه حياتك وما تكملش. وبالتالي هذا هو، هذا هو اللي شجعنا القراءة. أما الجزائر الآن لا نتكلم على القراءة، وربما مثلا لما نذكر على الأسباب والخلل راح نتطرقوا بدون ما باش ما نسبقش الأحداث. نعم. ربما نمد الكلمة. نعم، شكرا للأخ نوري. الأخ مولود فيما يتعلق بالواقع نتاع القراءة في الجزائر. نعم، قرب للميكروفون. الواقع راه جلي، يعني ما يقدرش الانسان دوك ينكرو. انا مثلا نحكي لك على يعني تجربتي الشخصيه. انا مثلا كي نسافر ما يعني سافر يكون طويل، يعني ماشي سافر تحكم حافله تروح منطقه صغيره يعني محومتك تروح الحومه واحده اخرى. لا مثلا تروح من الجزائر العاصمه تروح الوار مثلا، الناس فترة يعني تلقاهم واحد الناس تشوف بعضها البعض، واحد يريح ما على باليش انا يضحك، واحد يعني يجيبوا اشياء يعني ما فيها بصح. واحد فيهم ما تلقى حاك مثلا يكتب حاجه مثلا، ولا مثلا يقرا كتاب. اخويا سيدي نقولوا مجله، دوك نحكيك على القراءه، دوك النوعيه تاع القراءه هذيك حديثها ولا حرج. يعني هذيك في النوعيه تاع تسمى القراءه بلاك نديروا له موضوع خاص. لا نجيو لها دركا فيما بعد ان شاء الله. معليش. اما القراءه يعني قراءه محضه هكذا، قراءه يعني بطريقه شموليه ما تكاد يعني تعطيك. هذا مثال في الحي ديالي مثلا، وين اقطن في العاصمه، في الحي تاعي ماهوش بعيد كاين حي واحد اخر ماشي بعيد عليا اللي هو الجزائر العاصمه، في ليس ببعيد على مقر بلدية يعني العاصمة. كانوا هناك ثلاث مكتبات. نعم. نشفى لهم السبعينات والثمانينات، يعني كتب ما شاء الله. أنا نشفى لهم. فاليوم مكتبة واحدة ما تلقاها. راحوا قايتك. هذه في الحي تاع بن مهيدي. ما كاين المكتبات هذو كاع راحوا. كاينه وحده دوكا، وحده راهي مقابله التمثال تاع الامير عبد القادر، وذهبت ليها مؤخرا لكي اشتري كتاب تاع القاسم سعد الله تاريخ الثقافي الجزائري، قال لي ماشي موجود. بصح شفت كتب اخرين جدد تاع مثلا كتب مثلا ذكريات ولا مثلا كتب يوميات تاعو بيل كلينتون، ولا مثلا تقصد واسمه مذكرات. نعم. يوميات تاعهم. بصح الكتاب هذاك ما لقيتوش. هو كل حال ماشي كتاب واحد، هي يعني سلسله على سلسله فيها وقيله 16 ولا ادري 16 ولا 15. يعني باش نقول لك كتاب واحد مثلا تاع فوزيز عبد الله اليهودي يعني في الجزائر، كتاب ثاني تاعو ما كانش محضور، وكتب كثيره. كتاب الاشعار تاع واحد الشاعر منطقه القبائل معروف، يعني هو عنده شعر شفوي ولكن دون في يعني في المده الاخيره ما تلقاهاش، ما كانش. كاين كثير يعني. كتاب مثلا تاع الفقه عادوا فوسمو في النسخه تاعو تاع الفقيه، واحد الفقيه من اضرار يقولوا بوعلام بالباي، وتوفى في 2004 ما كاش. بصح تلقى الكتب مثلا تحكي مثلا على كيفيه اغتيال سياسي كذا وكذا مثلا، ولا روايات مثلا، روايه بوعلام صلصال. بوعلام صلصال عنده يعني شذوذ في يعني في الافكار، تقول مش عايش في المجتمع الجزائري. هذه بنوعيه من ناحيه نوعيه. مثلا القراءه تكاد يعني تلقى الناس كاع، حتى لو كان يطيب مثلا، علاش مثلا احنا في جرين عندنا العقليه كي تروح للمكتبه واش هي ربما تروح للمكتبه تلقاهم يقصروا. انا رحت اتذكر في 2011 رحت المكتبه اللي جايه في المكتبه الجزائريه تاع في وقنوني، ما باش ولات ولا تعرفها وين جا جحب. واش من جا كتبت اللي جاي قدام الاوراسي في فندق الاوراسي. قديمه هي ولا قديمه؟ المكتب الوطني كبيره هي.
هذيك كان فيها واحد كان مدير يقولوا عبد الكريم بتاجه، هذاك جاب كتب قيمه، وهذاك كان عنده، هو انسان كان موثق، هو كان يعني التخصص تاعو في يعني في الوثائق الجزائريه، كاين وثائق من استراليا جابهم في الارشيف، في الارشيف، انسان يعني انسان جلد يعني يعني حقيقه. هذاك اللي راهو يعيش في دبي. الله يرضى عليك، احسنت. نعم هذاك راهو يعني ما مدخل للجزائر، عنده وثائق على الجزائر، جابهم، كاين من استراليا، كاين من البرازيل، كاين من الارجنتين، جاب وثائق تعجب. تكلم عليها في تكلم عليها بنجامين صورا واسمه محمد حربي في الكتاب، في الكتاب اللي اصدروه في 2004 الحرب الجزائريه في 1954 2004. فالقراءه كانت تنعدم يعني ما كاش يعني واقع مزري ومزري. انا نعطيك مثلا دوك، انا ما نروحش للحي تاعي، ما نروح للمدينه، ونعطيك هذا مثال تاعي. انا في وقت حطت كاع الاشياء يعني اللي كانت عندي هنا يعني في الدار، لما كان مريض الوالد تاعي الله يرحمه، درت شغل كيما نقولوا يعني ديميناجمون، حبطت كاع الكتب اللي كانوا عندي. نعم. فشريت مثلا، شريت واحد بيبليوتيك صغيره هكذا ودرت فيها الكتب تاعي. يعني كي نهار رحت عاود وليت لقيت الكتب تاع نفس المكان، يعني واحد ما يعني ممسوم، حتى الغبار كان فيهم، فهمت؟ وكانوا كتب فيها كتب، يعني حبي يقول باللي واحد ممسوم. هذه في العائله تاعك يجي مثلا انسان، نحكي لك حكايه تسمع على جال باش نلطف الجو برك شويه. حكيها لي واحد، قال لك واحد يسمى مول في سرق دراهم من امو، راك فاهم؟ يسرق دراهم من امو، وايا امو تنوض تعيط كل مره، واسمها شغل هو يقابرها، تعرف الانسان مساكن هذوك بكري تاع العجيز هذوك ما يعرفوش، الله غالب مساكن النيه كذا، كانت بكري العجوزه هي اللي عندها المفتاح نتاع الخزانه، دونك مرت بنها والله شغل راها في يدها، ما تعرفش هي مسكينه. ايا كل مره اش تحطها كذا، مانيش عارف 500 1000 فرانك كذا، نحكيك بدراهم تاع بكري ماشي نحكيك على نتاع درك. ملا كل مره يديهم، ايا تنط تعيط، هي تنط تعيط مره، يسمعها واحد هكذا ثم اش في العائله، واش الحاجه واش بيك هذا، واش كاين هكذا. قالت له كل مره سيدي منين ما نحط له دراهم يهزهم يروح يشريهم، مانيش عارف دخان والله. قال لها شوفي الحاجه، قال لها نشيخ عليك شيخه وطبقها، قال لها شوفي، قال لك شما كاين كتاب في الدار، ما قالت له وقيلا واش ما كاين كتاب تاع شيخه والله، قال لها شوفي حطي الدراهم ثم. اي حطت الدراهم ثم ما يدورش لهم. قال لها شفتي كيفاش ولا ما شفتيش؟ تسمى تخبي الدراهم في الكتاب هذاك باش ما يجيش يعاود يدور لهم، لانه الكتاب هذاك ما يدورش ليه هو. فكرتني في واقعة، هذه ماشي حكاية، هذه واقعة تاع واحد نعرفه، كيفاش هرب أموال الفرنك في فرنسا إلى مليون، يعني 1000 فرن، لا 2000 فرن في السبعينات، كيفاش هرب الأوراق تاع 50,000 هذوك، كيفاش هربهم؟ هربهم في كتاب، كل ورقتين يدير فيهم 50,000 ويلصق زوج ورقات هذوك. فلما فتح يعني على كما كتب هذاك السيد، هذاك حل الكتاب دامن له هكذا. شو لو كان مثلا صفحه فلان وصفحه فلان، كان يعني يلقى اللغز. يعني هرب الاموال في الكتاب. فاهم؟ يعني لا، هو حقيقه يعني الوضع كارثي في الجزائر، كارثي الحق لله. ما الناس ما تقراش، الناس ما تقرا، فضلا على ان تحلل ولا تنقد ولا يكون عندها موقف مثلا، ولا يعطيك اجابه مثلا على المقال تاع، ولا شيء. نعم، ولا شيء. علاش الاخ مولود ما كانش الاهتمام هذا انت بالقراءه؟ علاش؟ لماذا؟ نعم، الاهتمام يعود الى عده اسباب. السبب الاول هو المنظومه التربويه في الجزائر. المنظومه التربويه هي تقول للناس ما تقراوش؟ لا دوك على كل حال، ما يقولكش ما تقولكش ما تقراوش، ماهوش يعني لو كان يقولوا هكذا الناس ما تقراوش، ما كان حتى واحد
يقدر مثلا يجا يقول هذا الكلام، ما كان حتى ولو كان غبي يعني الأغبى الأغبى الأغبياء ما يقدرش يصدر منه هذا الكلام هذا. ولكن هما يعني فرضوا أمر واقع للناس، ما يعني تكره لهم القراية. يعني دوك أنت مثلا، أنا مثلا كنت نقرأ، أنا في الابتدائي شفيت كنت نقرأ في الابتدائي كتاب مالك وزينته، يعني ما أشياء شيء ما تحبب لكش القراية، فاهم؟ مثلا كنت في هذاك الوقت كانت كتب تاع المستوى الابتدائي كان كتبهم كان تكتب من طرف جزائريين وكانت تصدر الى اوروبا، يعني اوروبا كانت دمجتهم في الـ في يعني في الـ في السنوات الدراسيه الابتدائيه الأطروبة. مثلا كتب مولود فرعون كانت كتب يعني كما نقولوش تاع يعني حكايات صراو يعني واقع، فالإنسان يعني تحبب له. أما تجيب له مثلا حكاية افتراضية تقوله زينة، احنا حتى الاسم تاع الزينة ما كاش وما كان في هذاك الوقت، أنا يا ما كنتش نعرف حتى طفلة في الجزائر واسمها زينة، فاهم؟ كلبي يعني أشياء ما تحبكش القراية. حتى من بعد يعني الإنسان تكون عنده شوية كما يقولوا إرادة ويعني وجهود جهد يعني باش يقدر الإنسان يدخل في هذا الفيلم. أما في يعني في الأول ما كانش حتى مثلا المجلات ما كانوش، يعني أنا نشفى كانت مجلة كما في السبعينات مثلا، كيفاش كان مجلات؟ كان سبوتنيك و تاع الاتحاد السوفيتي يحكي لك غير على الاشتراكيه ويحكي لك على رأس المال واسم البروليتاريا واسم الديكتاتوريه البروليتاريا والمزارع الاشتراكيه، اشياء ما راهمش من الثقافه تاعك، ما تقدرش تقرا. كيفاش تحبب الانسان يقرا انت؟ شوف البرافدا هذاك عباره عن مثلا ما يعني كتاب هكذا فيه ورق وخلاص، تقول خالي. حتى في الثمانينات بداو يدخلوا كتب، كنا نشفى لهم كتب قيمه مثلا كيما الشونسيبي نشفى له، كنت انا كنت كل شهر نشري مجله يعني فيها يعني تطرق الى مواضيع كثيره، كانت مجله يعني باللغه العربيه مثلا العربي لو كتذكرها العربي المستقبل كانوا وكانت المجلات اللي كانت الجزائرية محضة توعوية يعني فيها نشاط فكري قيم جيد اللي كانت تاع جمعية العلماء المسلمين اللي هم بعد انضطروا يعني ما شفناهمش، كانت اللي في فترة السبعينات ما كانوا بصائر الشهاب المنقد حتى الجريدة الأولى في الجزائر اللي يعني ذكروها المؤرخين هي جريدة النجاح راحت يعني ما بانتش يعني أشياء كثيرة، فما عطاوش يعني ما حبوش للناس ما عطاو لهمش الحب تاع يعني القراءه، لان الانسان اذا شبع على شيء شاب عليه، فاذا كرهت انت الصبي يعني كرهت له القراءه الفحوى يعني المواضيع اللي تسمى ديرهم له في الكتب ما يقدرش، لان انت مثلا لو كان يعني ما يكون ما تكونش فيه عوامل واحد اخرى. لا شوف الاخ نور الدين، مثلا تطروح لمعرض الكتاب، هذا المعرض يعني الكتاب الاخير شفته انا رحت شفته، انت مثلا الكتاب كي تشري كتاب انت اذا تشوف موضوع شيق تشريه، اذا فيه ماشي موضوع شيق ما تشريهش. يعني الكتاب كما الاكل، يعني هذا الدهن هذا المخ هذا راهو كما يعني كما الشهوه تاع الاكل، اذا ما تشتهيش هذاك الشيء ما تاكلوش. جستمو لماذا علاش لماذا دوك انت مثلا جبت لي قال ما على باليش انا منظومة تربوية حوايج ما ربما ما اقتنعتش بهم انا. شوف لا انا قلت لك الفحوى يعني المضمون يعني في الكورسيس تاع المنظومة التربوية. يا سيدي خلينا نقولوا قال مثلا دوك انت تقول لي مثلا رحت انت للمعرض في الجزائر، كي تكون ما تكلمش الاخ مولود الميكروفون طفيه باش ما يخرجش النفس هذيك، لما تكون انت دوك مثلا في الجزائر راك رحت انت للمعرض ربما نقولوا مثلا ما لقيتش كتب انت اللي مرموقه وما لقيتش كتب انت اللي يطيحوا لك على القسط نتاعك، قال ما على باليش انا تحوس انت على الروايه
والله تحوس على كتاب علمي والله ما لقيتش انت كتب رديئة، الله غالب نقوله. لكن لما تخرج انت مثلا لبريطانيا ولا فرنسا ولا المانيا تلقى كتب، المفترض هو انك تقرا. يا هل ترى دوك حنا رانا نحكيو على الواقع نتاع القراءة تاع الجزائر والجزائريين، يعني درك حنا لما دوك مثلا نقولوا مثلا الجزائري هذا دوك لما يخرج لفرنسا ولا يخرج لبريطانيا ولا واسمه يولي يقرا، نقولوا بلي راهو كاين مشكل، على جال باش فيما بعد حنا نمشيو من خلال هذا التسلسل هذا باش نبحثوا على الخلل، علاش في الجزائر لماذا ما كانش اهتمام بالقراءة؟ يعني وش هي الأشياء اللي تخلي المواطن الجزائري ما يهتمش بالقراءة؟ يعني هل ترى قال مثلا لأنه ما كانش فيه اعتبار للقراءة، ما فيش اعتبار للقراء للكتاب، يا هل ترى ما فيش اعتبار لأهل العلم، يا هل ترى لماذا لما تلقى دوك مثلا انت تقول لواحد مثلا اقرا رواية ولا تروح تفرج الماتش، يروح يتفرج الماتش، لماذا ما يقراش ما يقراش هو رواية؟ كاين مشكل. دوك حنا الانسان لما الانسان يكبر يلقى مجتمع يعطي اهميه للعب كره قدم اكثر ما اكثر من واحد مثلا مؤرخ ولا واحد مثلا طبيب ولا فيزيائي، فالانسان كي يكبر على هذاك الشيء ما يبدا يقرا غير على هذاك الانسان اللي كان يمارس الكره. يعني هذه في التربيه تدخل في تربيه النشأة، كيفاش تحبب الناس هذا الشيء، هذا حبوا لهم الكره ولو يحبوا الكره، ما حبوا لهمش القراءة ولا ما يحبوش القراءة. يعني هذا هو يعني الطابع اللي راهو موجود يعني في الشارع الجزائري اليوم، يوحي أن هاد الناس هادو اللي راهم حاكمين هاد القطاع تاع التربية ما راهمش يعطوا أهمية للناس اللي راهم يبدعوا في مثلا في الإنتاج العلمي. يعني سبب يعني بسيط، ما فيهاش فلسفة هنا. نعم. إما شو شكون أنا مثلا شوف تقرأ مثلا جريدة يعني فرنسية مثلا كما جريدة لو موند ديبلوماتيك، عندها صفحة واحدة متخصصة باش صفحة الإشهار تاع الكتب الجدد اللي تخرج في يعني في الشهر القادم. نعم. حنا في الجزائر ما كاش قاعد يعني ديرها الخبر هادية، ما كاش ديرها يعني شروق، ما كاش تلقى إشهار ذو طابع نفعي، يعني يعني مؤسسات ولا مثلا يعني شركة ولا هذا ما كان حتى يعني ما كانش اهتمام للكتاب. لما يكون اهتمام للكتاب وتكون اهتمام للمعرفة فالناس تحبب لهم هذا الشيء. إنسان يكبر منذ نعومة أطفاله يكبر وما يشوفش باباه، أني أقول لك هذه يعني فضلا على يعني المناهج التعليمية، ما يشوفوش في الدار يقرأ، شغل يكبر هكذاك. خلينا دوك هادو المشاوات الناس اللي تلقاهم مثلا ناضوا في بيئة ما فيهاش تعليم بصح ومن بعد تعلموا، هذاك الشيء لا يقاس عليه. حنا نحكموا بالإجماع يعني النسبة القوية في الجزائر ما تقراش، هذا فوق أنالين، يعني ما فيهاش فلسفة هنا. راجع لي السبب اللي قلته لك. نعم، شكرا الأخ مولود، صبرني ندرك نضيف ربما بعض الأشياء فيما يتعلق دائما بالموضوع تاعنا حول القراءة. الكتاب إن شاء الله نديروا له برنامج وحده، احنا والكتابة، احنا اليوم نتحدث على القراءة، علاش الواقع نتاع القراءة في الجزائر مع الأسف الشديد واقع كارثي، واقع مزري. يعني لماذا؟ السؤال يطرح روحه، لماذا؟ علاش ما كانش اهتمام بالقراءة؟ هل ترى هذه الأمة اللي احنا نقوله أمة اقرأ، ودائما نستدل بالآية نتاع أول سورة نزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، دائما لما نكون نتحدث احنا مع غير المسلمين قال احنا أمة اقرأ، ولكن الواقع نتاعنا للأسف الشديد واقع مزري. لو تروح انت دوك مثلا للبيوت تلقى الغالبية التي كما يقولوا في الجزائرية مصطلح هذا أنا لحقني مؤخرا ما وصله لي تقرعيج، في البداية لقيت صعوبة باش نفهم هذا المصطلح، داروا مصطلح انت تقرعيج، يعني في أغلب البيوت للأسف الشديد هو تلقى هذا اللغة هذه انت تقرعيج راها موجودة.
أنا لا أتحدث على النخب، أنا لا أتحدث على المثقفين، أنا لا أتحدث على الناس اللي ربما راهم هما يجتهدوا اجتهادات فردية كذا، راهم هما يوليو اهتمام للقراءة ويوليو اهتمام للكتابة وللكتاب وإلى غير ذلك. أنا مش نتحدث على ذوك الناس، راني نتحدث على العامة، عامة الشعب، عامة الشعب الجزائري للأسف شديد. تروح تشوفها، تروح تشوفها أنت مثلا من خلال المعرض، يعني ناخذ المعرض كمثال، أو تروح للمكتبات وش هي الأنواع نتاع الكتب اللي راها موجودة، روح اسال الناس اللي راهم في المكتبات وش هي الانواع نتاع الكتب اللي يشريوها الناس، ما هي الانواع نتاع الكتب، تلقى الغالبيه نتاع الكتب اللي راها ماشي هي نتاع الطبخ ونتاع ربما نتاع تفسير الاحلام. تفسير الاحلام هذا الواش راجع، واش راجع هذا، كاين اشكال كبير. إذن الواقع نتاع القراءة في الجزائر للأسف الشديد واقع مزري. تروح انت تلقى ناس دكاترة عنده شهادة دكتور، تلقاه ما يعرفش يجيب ربع عبارات، تا في البداية يخيل لك من أنه راه دارس بالفرنسية. مرات انت تتحدث مع ناس يعني على الموقع نتاع الفيسبوك يكتب لك في العربيه، يكتب لك فيها باحرف فرنسيه، تقول له انت سيدي اكتب بالفرنسيه، الا راه عندك صعوبه باش تكتب انت اللغه العربيه اكتب لي بالفرنسيه سيدي، ولا بالانجليزيه، المهم اكتب لي بلغه، ما يكتب لا بالعربيه ولا يكتب بالفرنسيه، ما يكتب لك عربيه عربيه فصحى، ما يكتب لك فرنسيه، يكتب لك وش راهو فاهم هو بالعربية، قال السلام عليكم، يكتبها لك او دوز اس ال ام او اي وخلاص، يكتبها لك هكذاك بالفرنسية، احرف بالفرنسية. انت تحتار مرات، تقول انت سيدي السيد هذا وش به، واحد دوك نقولوا مثلا راهو ما عندوش انا لوحة المفاتيح، ما عندوش كلافيه، والله وربما يضطر مرات هو ان الانسان والله يكون في الهاتف نتاعو والله مرات، ولكن يا صاحبي انت دكتور ولا راك كذا، لماذا؟ لانك عنده شهاده، شهاده تاع دكتور، ولكن راسه ما على باليش انا وش هو، راسه فارغ. تلقى انت ناس رئيس حزب، رئيس حزب ما يقراش كتاب يا صاحبي، رئيس حزب ما يقراش كتاب، انت راك راح انت تقترح حلول للمجتمع الجزائري. قراءة راها تجيب لك أفكار، راها تجيب لك مشاريع، راها تفتح لك أفاق، راها تطلعك إلى عالم ويزيد الحقل اللغوي نتاعك. كل يوم أنت تقرأ ما على باليش أنا 30-40 صفحة، تتعلم على الأقل 100 كلمة كل يوم، عندك أنت 100 كلمة، اضرب أنت تلقى روحك أنت قريت 10 كتب ولا 20 كتاب في العام، تلقى روحك أنت باللي عندك اكثر من مليون كلمه راها مخزنه في راسك. فيما بعد انت لما تكون انت في حوار، والله تكون انت في مناظره، والله تكون انت في عرض، عندك. لماذا؟ لانك تطالع، لانك تقرا. تروح انت هك تشوف الناس كيفاش راهم يتكلموا في البيوت، في الاهالي، في الوسمو، ما كانش ما عندهمش واش يقولوا. تلقاه تتكلم مع واحد يتكلم لك كلمه، تعاود تلاقى معاه العشيه ولا غدوه يعاود لك نفس الكلام. لماذا؟ لانه ما عندوش راسه فارغ، ما عندوش مصطلحات راها موجوده في راسه. القراءه هذه هي راها اول شيء اللي راها رايحه ديرها لك، هي انه يكون عندك حقل لغوي. انت لما تقرا مثلا 10 روايات، في كل روايه كاين روايه تلقى فيها 30,000 40,000 كلمه، احسب ترى تقرا انت 10 روايات شحال يعود عندك. لما تقرأ انت 10 كتب و20 كتاب و30 كتاب شحال يكون عندك. لما انت تظل نهار كامل وانت مع الدومينو في القهوة، وتروح انت تشوف في برامج منحطة في التلفزة، ماشي نحكي غير التلفزة الجزائرية، في التلفزات الأخرى، في قنوات أخرى، برامج منحطة.
حتى الناس اللي راهم قايمين بهذوك البرامج منها تلقاه اللي هو راهو هو في نفسه سراق في قناة فضائية، تلقاه راهو يسرق في أفكار، راهو يسرق في صور، راهو يسرق في فيديوهات، راهو كذا راهو كذا. منين رايح هذاك المواطن هذاك؟ هو راهو رايح يتكون. منين رايح هو يتوجه التوجيه الصحيح هذاك؟ منين رايح يتشجع هو على القراءة؟ تلما تشوف درك مثلا وزيرة عاجزة عن التعبير، وش راح تنتظر انت من القطاع هذاك تاع التربية؟ وش راح تنتظر؟ الاهتمام مع الأسف الشديد، لماذا لا يوجد اهتمام في الجزائر بالقراءة؟ احنا دوك مثلا الجيل نتاعنا، انا الوالد نتاعي الحمد لله يعني يقرأ، وكما يقولوا في البلاد طالب، الحمد لله يعني يقرأ، هو معلم، معلم نتاع نتاع قرآن. الوالد نتاعي الله غالب مسكين، ما قرات مولو من الجيل هذاك اللي الله غالب نشأوا في الفترة ذيك نتاع الاستعمار، والمدرسة كانت مكسرة، كانت تسكن في كما يقولوا في قرية الله غالب لا مدرسة ولا يحزنون، وبكرية تعرف الناس ما كانش تخرج وما كانش تتنقل إلا إلى قال العائلات والله، بالتالي ما قراتش. ولكن مع ذلك احنا في الفترة هذيك كان عندنا الحب نتاع القراءة، والله العظيم نشفى هو انه مرات هو انه الانسان يكون يقرا للشمعة، تقرا انت قال مثلا يعطيك المعلم هكذا قال مثلا انت تقرا كتاب، ولا تقرا في الكتاب على الشمعة. مرات تكون الوالدة هكذا تقول لك انت نبه راه قريب تطفى الشمعة، تعود تبكي تاع لجل باش انت تقرا هذيك. لماذا؟ لانه في تلك المرحلة كان المعلم بشلاغمو، كان المعلم معلم والأستاذ أستاذ، وكانت فيه منافسات في المدارس. كنا في تلك المرحلة كانت المنافسات موجودة بين الأقسام، ثم في المدرسة وفي المتوسطة وفي الثانوية وفي الجامعة كانت الناس تقرأ، وكان فيه حب نتاع قراءة. ولكن فيما بعد للأسف الشديد هو أنه يعني صارت فيه الرداءة، رداءة موجودة. كانت فيه فطرة وين أنه كانت الناس تقرأ. يعني أنا نتحدث لك على بطبيعة الحال درك القضية نتاع واش تقرأ، الكتب اللي واش تقرأ هذاك موضوع واحد آخر، ولكن القراءة كانت موجودة. يعني نحكي لك مثلا نحن في الدشرة نتاعنا ما كانش، ما تقدرش تلقى واحد دخل للمدرسة نتاع الابتدائي وموش حافظ يعني على الأقل، على الأقل يعني حزبين. هذا يعني الإنسان اللي عنده كيما يقولوا نقدروا نقولوا تخلف. نضحكوا على بعضنا هكذا، لما تلقى أنت واحد راك أنت فايت هكذا والله نوليو نسيو على بعضنا. أغلبية نتاع الناس كامل كلها قرية القرآن، لما يدخل للهو للمدرسة الابتدائية يكون على الأقل قلت لك يعني أضعف شيء حافظ زوج حزاب. أنا شخصيا العبد الضعيف لما دخلت للسنة الأولى ابتدائي دخلت حافظ 7 حزاب، 6 سنين دخلت حافظ 7 حزاب هذه السنة الأولى ابتدائي. وكانوا اللي كانوا معايا يقرأوا معايا كنا كامل تقريبا في نفس المستوى. كانت الناس تقرأ وكانت الناس تحب، ولكن أنا نقولها من بين الأشياء ربما اللي كرهت الناس في القراءة هي الضرب. الضرب يعني بحيث أنه كانوا بعض المعلمين ربي يغفر لهم، كثير من الناس يعني تركوا المدارس بسبب الضرب. ما كانش هناك حوار بين قال المعلم والطفل، انت يا صاحبي هذا راهو يتعلم، انت علمه وريله، هو ما يعرفش حاجه. قال مثلا ما على باليش انا، يقول لك هو هذه الحاجه واسمها اعطي له الاسم نتاعها، ما يعرفش هو راهو يكتشف، راهو يكتشف كل يوم، يكتشف في حاجه ما يعرفش حاجه وريها له، فهموا فيها، عرفوا فيها، تحاور معاه، ناقشه كذا كذا كذا. هو لما يصير له هذاك التراكم المعرفي هذاك
فيما بعد هو يصير عنده معرفة. لكن انت لما ما تقريش ومن بعد انت حاكم اللغة الشطر بمنين ما يهدر تعطيه بالوسمول الراس، هو فيما بعد رايح يكره القراية. والقراءة هي في المدرسة، البيت هو حاجة مساعدة، لكن القراءة هي في المدرسة. لما الإنسان يكون هو لقي الراحة في المدرسة، لما يدخل هو مثلا القسم يقرأ يلقى هو مثلا أستاذ ولا معلم اللي يفهمه ويوجه التوجيه الصحيح ويشجعه. مرات هو أنه الإنسان يغلط، والله سبحانه من ليس ولا ينام يغلط، يشجعه هو على جلبش هو يستدرك، على جلبش يشجعه، على جلبش هو يقرأ، على جلبش يزيد يكتشف، على جلبش يبدع كذا كذا. من بعد هو ما يديكوراجيش كما يقولوا، ما يحطموش، فيما بعد هو راه راح يزيد. لكن انت لما هو قال مثلا يروح للمدرسة يحس في روحه باللي راه هو في ثكنة تاع استعمار، يدخل هو للشطرب والمطرق، من بعد هو يخرج للدار تاعو ما كانش ما رافق انت الحياة كانت بكري ماشي كيف ما راه الان. درك الان الناس راها بالفريجيدار والميكروووند وما على باليش انا واشي وماشينا لافي. بكري الناس راها كانت تمرمد، حنا الوقت اللي عشنا فيه هذه الامور هذه مش موجوده، لا تلفزيون ولا هذه الامور اللي راها موجوده. ترى واحد تاكل كيما يقولوا في البلاد شت كسره ويلا وزيد فيه احكم الطريق، خرجوا حنا نروحوا نلعبوا. ومع ذلك كان هناك الحب نتاع القراءة إلى درجة وين أنه كنا مرات هو أنه كانوا خرجوا نكونوا هكذا نلعبوا في الواد، والله أنا لحقنا بناس قبلنا وكنا إحنا لحقنا بهم، والله العظيم كانت فيه منافسات بالشعر يتنافسوا، واحد يعطي له قال مثلا واسمه رأس نتاع البيت الشعري، قال مثلا يقول له جيب لي بيت شعري يبدأ بالباء، الاخر يهزلو بيت شعري يكمل هو قال بالتاء، الاخر يبدا بالتاء، وهكذا يتنفسوا بالشعر. كانوا فيه مجموعه راني شافي لهم دركه من بعض الاخوه اللي ربما اذا كان واحد منهم راهم يسمعوا فيها يبلغ لهم السلام، والله العظيم غير شوف غير كانوا ما شاء الله. ولكن جت فتره وين انه الناس لم تعد تولي اهتمام للقراءه ولا للمطالعة، لأنه كاين فيه ظروف، كاين فيه ظروف، وكاين يعني أنا نشوف من بين ربما بعض الأشياء اللي زادت ساهمت هي في التحطيم نتاع الناس هي هذه الفطرة نتاع الفتنة. هذه راها لازم لها دراسات، لازم لها مؤتمرات، لازم لها ملتقيات، راهم كاينين ناس اللي حابين احنا ننساو هذه المرحلة. يا ودي إذا ما فهمناش هذا الموضوع هذا ما راناش راحين نخرجوا من هذا التخلف، وما راناش راح نخرجوا من هذه الازمه. راه هذه الفطره نتاع الفتنه راها حطمت الاسره، راها حطمت شغل انت ذوك عصفور وتقص له جناحه خلاص. انسان لم يعد يعبأ بالقراءه ولم يعد يعبأ، تلقى من انسان راه عنده كل شيء في الدار تاعه، كل شيء الفريجيدار نتاعو معمر، وتلقاه الراس نتاعو مكرفس. لماذا؟ كل شيء راه مرتبط بهذا الأزمة هذه، راه تحطمت الأسرة، تحطمت العلاقات الأسرية، راه تحطم المجتمع من خلال هذه الفتنة اللي عشتها البلاد. صحيح هو أنه كاين أشياء ما لازمش الإنسان يغطي كما يقولوا الشمس بالغربال. صحيح هو أنه المواطن الجزائري الآن لا يولي اهتمام للقراءة ولا يولي اهتمام للكتاب، يعني نقولوا العامة، علاش نحكيو حنا دوك حنا الأشخاص العامة نتاع الناس ما على بالهمش. ربما جات الانترنت درك بدات تشجع في الناس، لأنك مرات انت تكتب قال مثلا تعليق والله باش واحد يرد عليك لازم يكتب لك، ما يقدرش هو واش راح يدير، مش يرق قدامه لازم يكتب. ودرك هو لما يكتب راه يرتكب اخطاء، راه رايح يلقى روحو باللي راه مبكم. لماذا؟ لانه موش يقرا، موش يطالع، يلقى روحو هو باللي حبس.
وهذا الانترنت والتي هي تجبر في الناس على المطالعة. لازمك تقرأ، لأنك لو كان ما تقدرش تقرأ ما تقدرش أنت توصل درك أنت تحل السكايب، ما تقدرش أنت ذوك تتكلم في الإذاعة، ما تقدرش أنت غدوة تعلق في الفيسبوك والله تدير أنت فيديو في اليوتيوب. والله القراءة الآن درك بكري، إذا كان ربما قال مثلا أنت ما تقراش كتاب، ولكن درك تسير في أمورك الآن درك من خلال هذه التكنولوجيا الجديدة مجبر على جل باش تقرا. لو كان ما تقراش مش غير بالعربيه، بلغات اخرى لازمك تقرا على الاقل اللغه الفرنسيه والانجليزيه، هذا على الاقل يعني مينيموم لازمك تكون انت تقرا زوج لغات من خلاف العربيه على جل باش انت تقدر هو انك تواكب هذا العصر هذا، لانه رانا احنا الان في تكنولوجيا رهيبه. هذه باختصار المهم المداخلة نتاعي فيما يتعلق بهذه النقاط. نعود نرجع لك الأخ عيسى. الأخ عيسى على جل باش نمروا النقاط واحدة أخرى باش نختموا البرنامج، يعني ربما حاول أنا قدر الإمكان على جل باش نقص من الوقت، ربما رانا نثقلوا على الإخوة وربما منهم ما يقدرش هو يقعد يتابع فينا لعدة ساعات. نحاولوا قدر الإمكان هو أنه نختصروا الموضوع. الأخ عيسى فيما يتعلق دائما بالموضوع نتاعنا نتاع القراءة، وش هي الكتب اللي راها مقرأة الآن في الجزائر؟ باغي نضيف زوج حوايج برك على الشيء اللي قلته تقبل. نعم. على واه الشعب ما يقراش لسببين أساسيين ثانيين، هو الجهل والأمية، وكاينة سياسة ممنهجة كما كنت تقول قبل. وثاني شيء تشوف أستاذ دكتوراه البحث العلمي ما يديرش بحث في 6 شهر والله في عام ما يديرش حتى بحث. وكي تشوف هذا كي تقول المثقفين أو الانتلكتيال تاعنا يعني الناس اللي الزيليت توعنا، وكي تشوف أنت الجامعيين اللي مخه يكون أحسن من واحد في الابتدائي والله في المتوسط والله في الثانوية، يعني اللي وصل الجامعة يعني يكون مخه متفتح، يدلك كوبي كولي بيحضر الرسالة تاعه. وهنا شفناها آخر مرة في الفيديو إن تطايش في المزابل. ثاني كاينه حاجة، الشعب الجزائري تعود على واحد الطبيعة، وإذا تذكر يا نور الدين واحد الوقت قلت لك يا نور الدين دير فيديو أحسن لك من الكتابة، لأنه احنا كشعب جزائري نهضر وانا نهضر كجزائريين بما يقولوش هاد ما مفاهمين علينا والله خير منا كنت نقول لك انا شخصيا يا نور الدين دير فيديو راهو الشعب يفهمك كي تحكي احسن ما تكتب له. دير فيديو في 10 دقائق بالك اللي يسمعوه يتوصل له الرساله خير ما تكتب له هذيك العشر اسطر هذيك ممكن يفهم فيها والو. ثاني شيء تاع الانترنت كما كنت قلت فرضت على الناس انه يتعلم، بالك لقينا العطيه بزاف يهز لك كوبي كولي من عند واحد اخر ويحطها لك ويحط يا باري حتى ما يعطيش حتى قيمة لهذاك السيد مسكين اللي يكتب هذاك المقال. خلي اسمه انقلها سيدي، انقل هذيك الكتابة تاعه وقال نتاع بلاد ينحي اسمه ويدير لك كوبي كولي يا صاحبي انت راني قريتها عند الاخر هو اللي كتبها. هذه ان شاء الله نديروا عليها برنامج الاخ عيسى. ايه المهم قلت الشعب الجزائري الأغلبية كما كنت تقول عاد تستمع على السمع، وهذه بدأت يعني بدأت في واحد من قبل شوية الأزمة الجزائرية المأساة بدأت، كانت الناس ما يحوش يفهم هو ولا يشارك نسمع علي بالحاج، نسمع عباسي مداري، نسمع يا نور الضيخة بابا خلاص هو يعطيني كلش هو يشرح لي كلش علاه أنا نقلق روحي، نسمع هذاك اللي راه يدير عليا في الخطابات سواء على حق ولا على باطل هاني نسمع، بصح هو ما يحوش يفهم ما يشارشيش. انا نذكر في 89 كانت جينا مجلات تاع افغانستان والمجاهدين ويضربوا النشار بكمشة تلقى الناس يتخاطفوا عليها، وكان زعما كي شغل سريه تدخل سريه للجزائر. كانت بعض الكتب، نزيد نعطي مثال اخر خلوني برك انا باك انا الجزائر حتى انا عندي 16 سنه كيما نقولوا ما مانيش عايش فيها يعني ما دخلتش
الخبايا تاع يضربوك مشي تربي تطرطق الدبابه تطرطق الدبابه اي تلقى خوف كي يفوتوا فيها بالطرقه هذيك المجله كان واحد الوقت الكتاب تاع الكتب مثلا نعطيك تاع عبد الحميد كشكه ممنوع تدخل الجزائر كيما دوك كتابك تاع المصالحه ممنوع تنشر في الجزائر ثاني نزيد نذكر خاوتنا احنا واحد الوقت في الثمانينات كان عندنا الملتقى الاسلامي تيليفيزي تسمى تفرجوا في التلفزيون كانت عندنا هذيك الحصه اللي يديروها تاع المعلمين تاع تعليم الرياضيات ولا الفلسفه ولا التلفزيون كانت تجي من 7 إلى 8 على ما اذكر تاع هذيك يعطيوك شغل دروس استدراكيه للتلاميذ تلفزيونيا هذه راحت كاين ثاني كاين عندنا واحد البرنامج يا نور الدين اذا تشفي عليه اسمه الانيس السيد انا كان نسيت اسمه يا ربي كيفاش ما واحد يشفي عليه ذكرنا اسمه حتى نبلغوا له كان لا بالك تهضر على اسمه فضيل بومالا تهضر على البرنامج لا قبلوا وينه فضيل بومالا يا راجل هذاك الوقت فضيل بومالا مازال ما عرفش ما دخلش الاذاعه او كان واحد السيد هكا يدير اللحيه هكا ويجيب كتابات كاين الناس اللي يديروا مثلا 1000 كتب يجي يتناقش معاه في الكتاب تاعو أني نسيت اسمه والله غير راح لي اسمها الأنيس قبل ما يجي هذا فضالة قبل ممكن مشي عمار طالبي لا والله يكون هذا بلد المهم نسيت اسمه ممكن. لا العنوان واسمه خير جليس الخير الجليس يعطيك الصحة هذا هو شكون اللي كان يديروا البرنامج ما ذكرش الاسم ديالي خير الجليس يعطيك الصحة المهم دوك شباب كاين فيه واحد من الاخوه اللي راهو يتبعوا فينا والله يذكرنا برك لانه رانا على المباشر هي الحصه اسمها خير الجليس واللي تاري كان يدير فيها والله ما نسيت اسمه كان يعطيك كي تسمعوا يهضروا على هذا الكاتب يحكي على كتابه يعطيك على الاقل يحبب لك هذيك حتى وما تقراش السيد هذاك تقول بالك نشوف كتاب لي نفس الاخر تاعه قلت لي الكتب اللي تقرا في الجزائر والله ما نعرف انا ما عنديش معلومات كبيره بصح انا يبان لي ابار الجرايد اللي كثرت في الجزائر انا شخصيا في 99 كنت في الجزائر كنت نشري الخبر ونشري المساء ونشري الاسوار ونشري الوطن ساعات تما نقرا ونستفيد روحي يعني ماهوش يعني ونشوفوا الاخبار ومن بعد دار كيما عاد غير تشوف في مواضيع تاع يحكيو لك على وحده هربت مع واحد وواحد المواضيع هكا تافهه خلاص والله تشوف لي كرون تيتر هذوك تفهم باللي ما كانش عندنا ما نعرف الكتاب تاعنا ما كانوا مفروض عليهم انهم يكتبوا هكا ولا بقات غير الناس اللي كانت تكتب مليح راحوا اللي مات واللي نفوه واللي بقى هذاك الاخ على البوي يكتبوا شقولوا له هذا ما عندي الاخ نور تفضل نعم شكرا للاخ عيسى نعاود نرجع لك الاخ نوري في هذه النقاط اللي الان رانا بصدد النقاش حوله نعم شكرا اخ نور الدين اضافه الى الشيء اللي تقدموا به الاخوه يعني بالنسبه اولا للكتب يعني اللي هي يهتم بها المواطن الجزائري حاليا أنا أرى أن النوعية بعيدة كثيرة عن المعرفة الحقيقية وعن العلم وعن الحداثة العلمية بصفة عامة. أنا أرى أن الاهتمام الكبير وهذا طبعا حسب بعض المعطيات لبعض المحللين يعني تميل إلى كما ذكرت الطبخ والموضة والخياطة وتفسير الأحلام والسحر ولذلك يعني أي واحد الآن إذا بغى يكون عنده قراء وبغى يدير المال يكتب كتاب في تفسير الأحلام ويكتب ويدير ويفسر كما يحب ويشوف كيفاش الكتاب نتاعو غادي ينتشر وكيفاش غادي يقراوه وكيفاش غادي يباع مؤخرا قرينا هكذا في بعض الصحف هو أنه قال لك الكتاب هذاك تاع بالأحمر دار حالة في الجزائر نعم كتب الشعوة دار يتعرض الحال هو هذه الامور الكتب الانواع يعني تاع التجهيل وتاع التضليل تكتب انت كتاب انت تجيب فيه سنوات من البحث والتنقيب وهو انك انت تقترح قال مثلا مشروع على جال باش انت تحل الازمه تهضر مع واحد يقول لك انت شكون سامع بيك انت شكون يعرفك انت
إيه هذا هو الواقع الأخنو الدين. هو الإنسان الآن إذا كان يسعى وراء المال والشهرة يكتب كتاب في تفسير إحماء الأحلام ولا الشعوذة، وتشوف كيفاش غادي تولي ملياردير وكيفاش غادي تولي مشهور إذا عاد غادي يولي وعيطوا لك وكل شيء تولي معروف يعني في الساحة. هذا هو الواقع اللي رانا نمشيو الآن. أما الإنسان اللي يقدم كتاب يكون عنده يعني رصيد فكري معروف، مثلا نعطي مثال الكتب، شكون يسمعنا في الجزائر بالمفكر الجزائري محمد أركون مثلا ولا قرأ الكتب نتاعو؟ هذا مثال بسيط نجيبه مثلا، لا أحد اللي يعرفه تقول ما يعرفوش أصلا، هو مفكر عالمي دار بحوث علمية يعني العلماء نتاع الغرب يمشيوا معاه ويتحيوا له كما نقولوا احنا الآن. هذا نحكي لك على الواقع الآن، والعلماء هم كثيرين يعني جبت هذا كمثال يعني ماهوش فقط يعني يعني كما نقول نشهر الاسم ولا كمثال فقط. لا 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 لا، المعروف محمد أركون معروف بالتوجه نتاعو، معروف بالخلفيات نتاعو، معروف بالكتابات نتاعو. فيه ناس يعني آخرين يعني مش غير بالضرورة محمد أركون، فيه مالك بن نبي. لو تروح انت نتحدث هنا في فرنسا في الجامعة مع أستاذ جامعي تحدثت معاه وكنت نتناقش هكذا في واحد الموضوع، سقسيته على مالك بن نبي قال لي ما نعرفوش، أستاذ جامعي مالك بن نبي قال لي ما نعرفوش. تفضل. نعم، هو أنا جبت محمد أركون مثلا كمثال في الحديث يعني، ما بغيش نجبد الأمثلة لأنه الأمثلة لو رجعنا إلى اللاحق إلى يعني إلى الوراء نجيبوا مثلا مقدمة ابن خلدون. شوف شحال دروا عليها من دراسات في جامعات أمريكية في كندا في فرنسا، يعني الترجمة نتاعها ترجمت لعدة لغات، دراسات لحد الآن لحد الآن تقام في على مقدمة ابن خلدون في العالم في الدول الغرب. يعني هنا جبدنا هذه الأمثلة فقط باش نولي كيفية الاهتمام يعني للنوعية نتاع القراءة. أما في الجزائر في النوعية هذه ما كانش اللي راح يسمع، ما نقولش يعني باش ما نججموش، ما نقولش ما كانش، خلاص دائما فيه تلك النوعية اللي هي يعني ربما تهتم ولكن ضئيلة جدا. كان نوعية أخرى تهتم بالنوعية نتاع القراءة نتاع الكتب الدينية مثلا، كلما ظهر كتاب جام المشرق والله من الوهابية أو حوش لما يحوش يعرفه، والآن منتشرة حول الشيعة وحول المذاهب، حتى أنه كان دراسة تقول لك حوالي 17% من يهتمون بالقراءة نتاع الكتب الدينية. وهذا جميل لو كان يعني تكون قراءة تحليلية أو قراءة تأملية، هذا يعني جميل وتكون الكتب يعني كتب قيمة، هذا يعني يفيد كذلك. يعني هذا هو يعني أردت أن أشير إلى النوعية نتاع القراءة الموجودة في الجزائر، ناهيك عن الجرائد المزركشة والملونة والمزخرفة اللي كل المواطن الجزائري يعرفها يعني بكل أشكال نتاعها. فلا يوجد اهتمام للقراءة في الجزائر أولا لأسباب عديدة. أولا ترجع لعدم وجود ذلك الحماس الذي يدفع إلى طلب العلم. كل الآن إحنا عندنا في الجزائر اللي عنده ذلك الحماس باغي خصو يعرف ويوصل ويوصل يعني إلى الحماس، هذا افتقد لأسباب متعددة ربما ما نقدرش نذكرها الآن. كذلك كما ذكروا الإخوة يعني فقدان التعود على القراءة منذ الصغر. إنسان لما تعودش من الصغر في المرحلة نتاعو نتاع المراهقة وفي الصغر في المرحلة اللي يكون يدرس فيها وفي الشباب نتاعو ما تعودش على القراءة، ما لأن القراءة لازم تكتسبها، لازم تولي تحبها، لازم تعود عليها حتى تولي ساكنة فيك كما هذاك الإنسان اللي يكون يمارس نوع من الرياضة. لما ما يعني يغيب على الرياضة هذيك يولي الجسم نتاعو شغل يطلب ويقول له لا راك فنيان ولازم تروح تمارس، يولي هو يعطي لك الدافع. القراءة كذلك نفس الشيء لازم الإنسان يتعود عليها من الصغر، أو على الأقل يعني الأسرة تعود الأطفال نتاعها من الصغر حتى أنهم يكبروا معها ويتعودوا عليها وينشئوا عليها ويوالفوها. الاعتناء كذلك الناس أصبحت يعني تعتني بالهموم نتاع المشاكل الاجتماعية والشخصية للحياة اليومية. هذه طبعا هذا الشيء معروف، الإنسان إذا كان ما مرتاحش ذهنيا في الحياة نتاعو، ديما يجري على السكن، ديما يجري على الشغل، عنده واحد مريض في المستشفى ما يلقاش كيفاش يعالجه، مشاكل أخرى عديدة بيروقراطية وما شابه، يقول إنتاج إنسان ذهنيا يتعب العقل نتاعو. لأن كما قلنا في السابق في التعريف أن القراءة هي عبارة عن عملية ذهنية، هي نشاط عقلي. فالعقل هذا إذا وصل للمرحلة نتاع الإحباط والتعب
وما يقدرش يقرا، يولي ما يقدرش يكون عندك الدافع اللي خص يكون مرتاح نفسيا، يعني يكون مرتاح يعني امور نتاع الحياه الاجتماعيه والشخصيه يكون مرتاح حتى انه يوجد فرصه يرتاح فيها انه يطلع على كتاب او يقرا كتاب. كذلك من الاسباب التي لا يعني لماذا لا يوجد اهتمام بالقراءه، عدم توفر مكتبات سواء في المنزل او سواء على مستوى البلديات. احنا نعرفوا في الجزائر كان دار الثقافه تدخلها تلقى فيها مثلا آلات موسيقيه او مشغول، لكن ما تلقاش مكتبه، ما تلقاش بلديه عندها مكتبه، او ربما في بعض الولايات. انا نتذكر لما كنت نقرا في الجامعه، الجامعه اصلا فيها كتب كنت تمشي تبحث فيهم، يعني بعض الكتب تقدر تعدم بالاصابع نتاعك. يعني نحكي لك على جامعه، ماهوش نحكيو على بلديه او مكتبه بلديه، يعني من المفروض الجامعه تكون عندها مكتبه لا بأس بها. كتب والله العظيم لو جيت تبحث فيها وكأنها جايبينها منيش عارف، ديك الأوراق الصفراء بخطوط يعني تحير باش تقراها، تقول منيش عارف منين جايبها. أنا نحكيك على جامعة، حتى أنه كان يتطلب إلينا لما نريد أن ندير بحث والله نبحث في قضية نضطر نمشي إلى مكتبة نتاع المركز الثقافي الفرنسي اللي يتابع القنصلية الفرنسية، كان موجود في بعض المدن، يفرض علينا أن نمشي نبحث عند المكتبات الفرنسية. والجزائر لا، ليس عند ذلك. ناهيك يعني هنا نشوف هنا في مثلا الدول الأوروبية كل بلدية عندها مكتبة اسمها مكتبات البلدية، ناهيك عن مكتبات الولاية أو المكتبات الوطنية. وبالتالي إذا كان ما كانش كتب في المنزل، ما كانش في المكتبات، كيفاش الإنسان راح يقرأ؟ من المستحيل باش يقرأ. ناهيك على الناس هذوك اللي هما عندهم المليارات، أصحاب الشكارة والجنرالات اللي عقولهم مقفلة، تلقاهم يشربوا الكتب المجلدات اللي هي 80 مجلد ويديرها زواق في الدار في الصالون تاعو ولا تفتح، يعني يديرها وراه فقط يعني كمنظار. هذوك يعني كذلك الزخرفة موجودة يعني. نعم. سامحني برك فقط الأخ نوري، نستغل هذه الفرصة، ربما كاين فيه بعض الإخوة اللي راهم يتبعوا فينا من يعني من مشارب مختلفة، لأنه الموضوع هذا نتاع القراءة هو موش خاص يعني بفئة أو خاص ب شريحة معينة، وإنما موضوع تاع القراءة هذا خاص بالجزائر كلها بما فيها الإسلاميين العلمانيين إلى غير ذلك. المهم إذا كان فيه إخوة راهم يتابعوا فينا بإمكانهم أنه يجيوا يناقشونا سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية، ما عندناش حتى إشكال، أو حتى بالدارجة الجزائرية ما عندنا حتى إشكال. المهم إحنا الهدف نتاعنا من خلال هذا الموضوع هو أننا نستفاد من بعضنا البعض، ونحاولوا أنه من خلال الأفكار قادر تلقى أفكار جيدة ورائعة عند واحد علماني كما قادر تلقاها عند واحد إسلامي. المهم إحنا نبحث عن الحجة، نبحث عن الأدلة، وهذا التلاقح نتاع الأفكار هو أنه راهو رايح يصنع حاجة اللي تفيد البلاد نتاعنا. إذا كان فيه إخوة راهم يتابعوا فينا، المهم أنا ما نقدرش نسير الحوار في نفس الوقت، هو أنه نتناقش مع الإخوة بالكتابة، الإخوة اللي راكم تتواصلوا معايا مرة على مرة هكذا، حاولوا وأنه تفهموا برك فقط بالأنه راني وحدي دائما نقول لكم هذه الكلمة. لذلك هو أنه اجتهدوا شوية، هو أنه الإنسان لما يتصل بي مباشرة قال فلان من المدينة الفلانية سيرتو الناس اللي ما نعرفهمش، يحاولوا أنه على جل باش نربحوا شوية وقت، تصل بي قال فلان من المدينة الفلانية أريد المشاركة في الموضوع، حاب نشارك في الموضوع، ومرحبا بكم. الإذاعة راه نتاع وطني راه مفتوحة للجميع دون استثناء، حتى من الناس اللي راهم يسبوا فينا وراهم يشوهوا فينا، مرحبا بهم. الإذاعة نتاع وطني في إطار الموضوع، يعني مش يجي هو يستغل الموضوع، احنا نحكيو على القراءة هو يجي بدا يعطاكي فيا، يجي يتفضل في الموضوع، مرحبا به، أهلا وسهلا بأي واحد من الإخوة الجزائريين سواء اللي راهم مأيدين الأفكار تاعنا أو اللي راهم معارضينهم. المهم احنا نحاوسوا نستفادوا من بعضنا من خلال هذه الحوارات. تفضل الأخ نوري، ومعذرة على المقاطعة. نعم شكرا. كذلك نضيف بعض الإضافات فيما يخص هذا النقطة اللي هي يعني تخص لماذا المواطن الجزائري لا يولي الاهتمام بالقراءة. كذلك تعود إلى أسباب أخرى، منها مثلا ابتعاد الفرد أو المواطن الجزائري عن النقاشات الفكرية والعلمية المفيدة. يعني مثلا احنا مثلا رانا دايرين حوار على إذاعة وطني حول هذا الموضوع اللي هو قد
يفتح ذهنية المواطن ويعطيه كما نقولوا شهية لحب التطلع والقراءة والبحث. تلقى الناس ربما يعني الموضوع هذا ما كاش اللي على باله به، بصح كون دير موضوع الآن فيما يخص الشعوذة والسحر وهذيك أمور تافهة يتفعلك باب الآلاف. كذلك ضعف الحالة المادية للفرد، كذلك هذا يدخل في يعني تعرف الإنسان لما ما يكونش يشتغل ما عنده والله عنده الدخل نتاعه ضعيف ما يقدرش مثلا ما يقدرش يدخل المكتبة ويشري كتاب ويهتم بالقراءة لأن عنده أمور أخرى أولى من ذلك. كذلك كانوا تذكروا بعض الإخوة من قبل على مثلا قضية مهمة وهي عدم الإشهار والتوزيع للكتب المطبوعة، يعني تلقى الآلاف والملايين من الكتب تطبع وتبقى ما يعني يعرفها سوى صاحب نتاع اللي طبعها ولا المكتبة اللي طبعت فقط. لماذا؟ اللي ما كانش ذاك العامل ذاك الجسر اللي يوصل يعني الإشهار. مثلا انا نشوفوا هنا الغربيين لما يصدر كتاب جديد في حتى في الأخبار اللي تقدم يوميا في يختار يعني نقطة في آخر الأخبار أو في البداية يعطي شهرة للكتاب، هو كتاب جديد أصدر، أو من خلال إشهارات معينة أخرى أو من خلال ندوات أو من خلال محاضرات يديرها صاحب الكتاب أو موكل له يعني في ندوات معينة في محاضرات معينة ينشر بها الكتاب نتاعه ويوصل بها الفكرة العامة للكتاب، يعني يطبع الكتاب ويخليه وينتهى الأمر حتى واحد ما يعرفه. هذا كذلك يدخل من الأسباب. كذلك توفر التقنية المعلوماتية وخاصة الانترنت الحالي. فالانترنت الآن مثلا أصبح يعني يلعب دور كبير في الكتابة، وأصبح يعني يعطي اهتمام بما يسمى بالكتاب الإلكتروني الذي عوض الكتاب الورقي في كثير من الأحيان، وجعلت يعني المبيعات لدور النشر في تراجع. كذلك هذا الجانب مهم، والكثير من الباحثين الآن يفضلون النشر الإلكتروني وهذا جميل، ولكن لازم هذا النشر الإلكتروني للكتب فيه نوع من السلبية. لماذا؟ لأن الكتاب الورقي لما الإنسان يأخذ كتاب ورقي ويفتحه يعيش مع الكتاب، يعني لما يفتحه راه معاه ويقرأ فيه ويعيش معاه ما يخرش عليه. أما الكتاب الإلكتروني باش يقرأه لازم يدخل الانترنت، ولما يدخل مثلا الانترنت ويبقى يبحث يلتقي بإشهارات يلتقي بأمور أخرى تلهيه، وربما قاعد تحرفه وينسى قاع الكتاب هذاك وما يقرأش قاع، ربما يقرأ أمور أخرى اللي تديه في أمور أخرى، يلتهاب الفيسبوك ويلتهاب بمنش عارف بالفيديوهات ويلتهاب أمور أخرى وينسى كل هذه القراءة الإلكترونية، لأن ما يبقاش يعني ماشي كيتم الكتاب الورقي اللي هو كيتفتحه ما كاش حاجة تلهيك راك تعيش من الكتاب وراك ماشي معه. هذه يعني الأسباب اللي نقدر أضيفها، وربما نذكر الإخوة الكرام يزيدوا يضيفونا. نعم شكرا الأخ نوري. محمد سعيد من بريطانيا، مرحبا بك أخ محمد سعيد. ربما كش ما تضيف للشي اللي ربما كنت تسمع فيها الإذاعة نتاع وطني، باش نمروا للنقطة المتعلقة بالأحزاب والسلطات فيما يتعلق بالموضوع تاعنا نتاع اليوم اللي هو حول القراءة. كنت استمع إلى الحوار، وكنت يعني الإخوة أشكر الإخوة المشاركين في الحصة، إنه طبعا هذا موضوع مهم جدا وسوف يستفيد منه الكثير يعني في بالاستماع إلى إذاعة وطني. يعني لقد تطرق كل الإخوة إلى الكثير، يعني كل ما أريد يعني إضافته هو طبعا هناك نوعين أخي نور الدين من الغذاء الذي يحتاجه الجسم، جسم الإنسان. وهذا النوعين من الغذاء لا تقل أهميتهم، يعني هو غذاء الطعام للجسم وغذاء العقل. نعم صحيح. غذاء العقل هو وشنو؟ هو المطالعة والقراءة. وأحسن دليل على ذلك إذا رجعنا إلى العصور السابقة، عصر بيع صكوك الغفران، عصر الظلمات في أوروبا في المقارن أو في يعني
بالمقارنة كانت هناك عصر الازدهار، عصر ازدهار الحضارة الأندلسية أو حضارة العلم والثقافة. وماذا فعل هؤلاء الأوروبيين بعد ضعف طبعا الحكم في الأندلس ونكبة الأندلس كما يسميها كما نسميها في التاريخ؟ سهر هؤلاء الأوروبيين على ترجمة الكتب العربية إلى اللغة اللاتينية، ومن ثم بدأ الاهتمام طبعا من طرف هؤلاء الأوروبيين الذين كانوا يعيشون على بيع صكوك الغفران وإلى غير ذلك، بالاهتمام بالعلوم، العلوم والثقافة وإلى غير ذلك، وهي لا تحصى. ومن أهم هذه المنطقة التي اهتمت أو المدينة التي اهتمت بهذه الترجمة هي منطقة مدينة البندقية، فقد ترجمت الكثير الآلاف والآلاف من الكتب العربية من حضارة الأندلس إلى اللغة اللاتينية. هذه من ناحية برك. طبعا أعود إلى النقطة المهمة، القراءة في الجزائر. القراءة في الجزائر بعد كما يقول لك تطرق إليها الأخ نوري كنت استمع إليه، هو طبعا التوجيه نتاع المجتمع، توجيه المجتمع، والذي يبدأ من الفرد، الذي يبدأ من الفرد ابتعاده والتهائه، يعني تلهية هذا الفرد بأمور أخرى لا تتعلق بالمطالعة والقراءة، مما لاحظت الآن يعني، وبالأخص الآن انتشر الجهل يعني بكمية خطيرة، نسبة خطيرة جدا لما يعني التقيت بهم في هذه زيارة إلى الجزائر، لا يحسنون كما يقول لك حتى تكوين جملة باللغة العربية، وهذو ناس مثقفين، أنا نتكلم عن ناس مثقفين ماشي قال لك الأخر. فأسف هذا الأمور هذه لها عدة كما يقول لك أسباب، من بين هذه الأسباب هو طبعا ضعف الأسرة وتربية الطفل. أنا كنت في صغري كنت أقرأ قبل بداية يعني التعليم الأكاديمي، دخلنا إلى المدرسة القرآنية، وأنا على شك على على يعني يا الله يا كريم. إذن الإخوة والأخوات نعود نستأنف الحوار، نحن على المباشر اليوم السبت 13 فيفري 2016. كنا إذن نتناقش حول الموضوع نتاع القراءة في الجزائر، وكانت الكلمة للأخ محمد سعيد من بريطانيا. بعد قليل إن شاء الله هو أنه نستأنف هذا النقاش، الآن راني مع الإخوة نحاول هو أنه نسترجع الإخوة. إذن التحق بنا الآن الأخ محمد سعيد. الأخ محمد سعيد كنت أعطيتك الكلمة، للأسف شديد هو أنه حصل فيه خلل تقني، وبالتالي هو أنه خرجنا من النقاش. المهم معذرة لكل الإخوة. كنا إذن الأخ محمد سعيد نتناقشوا حول الواقع نتاع القراءة في الجزائر، كنا تقدمنا وكنا ماشيين للنقطة اللي تعلق بالأحزاب وبالسلطة حول الموضوع هذا دائما نتاع القراءة. تفضل الأخ محمد سعيد. شكرا، مانيش عارف وش وقع، لكن قصف. نعم. وكان فيه قصف مانيش عارف. ألو. نعم ماني اسمع فيك جيدا، تفضل. نعم طبعا يعني كاين نقطة حبيت برك نكملها في إطار النقطة الأخيرة اللي ذكرناها. نعم. يعني لماذا هناك يعني أسباب، ومن بين هذه الأسباب هو طبعا ابتعاد الشعب الجزائري عن، وبالأخص الطاقة الشبابية، أنا أتكلم عن الطاقة الشبابية في الجزائر، يعني لاحظت هذا بعينية يعني بدون أي كما يقول لك، فابتعادها الكلي عن المطالعة والقراءة والاهتمام بالليجاجات كما يقول لك بالأمور التكنولوجية هذه الحديثة في 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 يعني في في طريق غير نافع، لأن هناك مثلا في أوروبا هناك كما قال الأخ نوري
ترجمة الكتب يعني من الأوراق إلى الكتب الإلكترونية. فكيف يعني توجه هؤلاء يعني المسؤولين والأمم شعبها إلى استعمال التكنولوجيا بعقلانية؟ في الجزائر مع الأسف هناك تنك يعني ضعف يعني وعجز نهائي يعني عام في الجزائر من طرف المؤسسات التي باستطاعتها أن تلعب دور يعني في توعية وتحفيز الشعب الجزائري والشباب على القراءة والمطالعة. ومن بين هذه كما يقول في المؤسسات هو طبعا الإعلام بشتى أنواعه، يعني أنا أتكلم عن القنوات السمعي البصري المرئي، يعني بتقديم برامج تفيد وتوجه هذا الشاب إلى القراءة والمطالعة. أما فيما يخص النقطة الأخيرة أو النقطة اللي ذكرتها أنت عن الأحزاب، طبعا هذه هو اكتمال ل يعني الطبقة الشعبية في الجزائر، لأن الأحزاب هم من الشعب، والمسؤولين الصاهرين على الأحزاب من خلال يعني تطلعاتي لبرامجهم ومشروعاتهم، يعني هناك القليل الذين لهم مشروع في إطار كما يقول لك إعادة النظر وإعادة يعني أخي مهند الاهتمام. سعيد، السؤال تاعي دائما هو فيما يتعلق بهذه النقطة هذه نتاع القراءة. دوك حنا مثلا لما نقولوا باللي السلطات اللي راها الآن حاكمة في البلاد تولي اهتمام للقراءة، نشوفوها أولا من خلال تعيين الناس اللي هما يوليو اهتمام للقراءة. يعني قال مثلا دوك أنت لما تقول لي باللي السلال راهو يقرأ مثلا، مثال احنا ماناش نضحكوا على الناس والله، لما نقولوا باللي السلال مثلا يقرأ نشوفوه، لأنه هذا الإنسان اللي يقرأ هو ويطالع ويقرأ كتب، تشوف أنت الثروة اللغوية اللي يمتلكها، تشوف الأفكار اللي يمتلكها. درك الأحزاب كيف دوك حنا لما نقولوا باللي هذه السلطات في الجزائر راها تولي اهتمام للقراءة، أولا نشوفوها تعين الناس في المستوى اللي هما راهم يقراو، راهم متعلمين، راهم عندهم شهادات مش مزورة، شهادات عليا، وناس يمتلكوا برامج ويمتلكوا مشاريع. نشوفوها من خلال الخطاب نتاعهم، يعني لما يكونوا يتحدثوا مع المواطنين إلى غير ذلك. نشوفها من خلال البرامج موجودة في وسائل الإعلام المختلفة، سواء كانت المكتوبة ولا المسموعة ولا المقروءة ولا المرئية، نشوفها في برامج. قال مثلا بحيث أنه كان هناك اهتمام، قال مثلا للكتاب اهتمام، للكتب اهتمام، بمشاريع مختلفة، المخترعين، إلى غير ذلك من الأشياء التي تثبت بالدليل القاطع من أنه الدولة الجزائرية راها تولي اهتمام لهذا الموضوع. قال تشجيع للكتاب، تشجيع للنقاد، تشجيع كذا، نشوفه من أنه كان هناك يعني اهتمام بهذا الموضوع. كذلك الأمر بما يتعلق بالأحزاب، نشوفه من أنه عندهم ممثلين، مش فقط احنا دوك لما يكون الناس تتحدث عن السلطة قال هاو بوتفليقة أو هاو الشاذلي أو هاو غرب ومدين. دوك انت لما تشوف باللي بومدين راهو كون هو رؤساء جو من بعده، تشوف انت وزراء تكونوا جو من بعده، تشوف انت مدراء موجودين في كل القطاعات. تشوف كاين الناس اللي يقول لك باللي هذا راهو شخص الواحد فرعون وهو كذا، لكن معاه رجال، كل الناس راها قرات وكل اسمه. درك الان لما انت تشوف رئيس الحزب قال مثلا عنده كوادر، ما راهوش قال محصور الحزب فيه، كاين كوادر راها قال مثلا في حزب معين موجودة كوادر، راها الناس تبان شخصيات، كل مرة تشوف شخصية، تشوف انت المستويات نتاعهم الفكرية وفي كل الجوانب تشوف انت من انه راهو كاين هناك اهتمام بالقراءة، هناك اهتمام بالتعليم، هناك اهتمام ب يعني اشياء واحدة اخرى. لكن لما تشوف انت المسائل مربوطة في شخص واحد وقاعد حافظ اسطوانة، حتى انه مرات الناس يسرقوا حتى في الافكار. تشوف انت قال مثلا رئيس انت حزب علق على موضوع في 99 او علق عليه في 92، يجي واحد في 2016 ما يعرفش هو
الناس ما تعرفش لانه راهو الناس ما عاشش المرحله هذيك. يجي هو يهز فكره سمعها في شريط فيديو والله ويتكلم فيها في قناه فضائيه والناس راه تردد شوف 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 سبحان الله العلي العظيم. والكلام هذاك راهم قالوه ناس قبلوا عندهم 20 سنه. تفضل. نعم انا اسمع فيك تفضل. نعم لكن تفضل. نعم انت ذكرت طبعا ما كنت اريد ان يعني ان اتطرق اليه. هناك فرق شوف فرق بين في اطار طبعا الاحزاب وفي اطار المسؤولين الجزائريين. وانا قد نشرت بعثت لك مقطع لرئيس الوزراء الجزائري الذي لا يستطيع ولم يستطع ان يلفظ كلمه مقترحات. نعم هذا ما يبين دليل قاطع على كما يقول لك ضعف المسؤولين الجزائريين سواء في الأحزاب وفي كما يقول لك يعني النظام الحاكم حاليا في الجزائر. فإذا رجعنا إلى القليل أنت وأنت شخصيا كنت داخل في هذا الحزب الذي كان يترأسه طالب الإبراهيمي. نعم. مستوى الثقافة ومستوى الخطاب نتاع طالب الإبراهيمي بالمقارنة مع الوزراء الحاليين لا تستطيع أن ليس هناك مقارنة مستحيل. أنا كنت في لما كنت يعني في الجزائر كان أحمد طالب الإبراهيمي أنا كنت أستمع إليه من خلال تصريحات ومن خلال يعني الخطابات نتاعه. نفس الشيء مع الرئيس هواري بومدين باللغة العربية كذلك يحسن اللغة الفرنسية. مثلا إذا أخذنا محمد صديق بن يحيى يتكلم باللغتين فهذا ماذا يدل آنذاك كانت هناك كما يقول لك استراتيجية وكان هناك مسؤولين حتى ولو كان الحزب الواحد كان مسؤولين صاهرين على برنامج يعني تعليمي عالي المستوى يضمن يعني الجهتين يعني القراءة والكتابة. وأنا أفتخر أنني تعلمت اللغة العربية وتعلمت اللغة الفرنسية وتعلمت كيفية القراءة والكتابة في المدرسة الجزائرية الأولى طبعا. أما إذا رجعنا جيب لي مثلا هذا كما يقولوا هذا طليبة هذا اللي راه عضو في البرلمان وهو طبعا ينتمي إلى حزب لا يستطيع أن يعمل يعني أو يتكلم خطاب كما يقول لك يواجه الشعب أو يواجه أعضاء البرلمان بغرفته أو إلى غير ذلك أو يعني كما يقول لك حوار صحفي. فأنظر إلى قمة الانحطاط كيف مسحوا بهم كما يقول لك القاعة بعض الصحفيين في القنوات الجزائرية لما تشوف ممثلين هؤلاء الأحزاب يطلعون كما يقول لك امام الملأ ويقدمون حوارات مع شوف الانحطاط ومستوى يعني الكلام والتعبير. نعطيك مثلا هناك كفاءات موجوده. نعطيك انا مثلا مثل ذكرته قبيله قلت فوديل بومالا كان يقدم في بعض كنت استمع له يعني من ناحيه الثقافه ومن ناحيه القراءه ومن ناحيه اللفظ ومن ناحيه كيفيه تقديم برامج وقد كما يقول لك هذا أبعد من طرف يعني الأمور السياسية طبعا. هؤلاء الناس كما يقول لك بدلوهم بناس ليس لهم أي اهتمام سواء في إطار الحزبي كما راك تقول في إطار الأحزاب. أعطيني حزب في الجزائر اللي عنده كما يقول لك اهتمام من خلال تقديم تربص لهؤلاء المسؤولين في الحزب أو له مشروع من مشاريع للأمة للشعب الجزائري أن هذا مثل الحزب سوف يهتم بإعادة مستوى التعليم والمنظومة التربوية والمنظومة ليس فقط المنظومة التربوية يعني المجتمع الجزائري يعاني بكل يعني بكل أفراده سواء من الأسرة من الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع. نعم. وهذا هذا هذا لماذا؟ أول وقبل كل شيء رقم الإخوة راهم ذكروه يعني كل ما يعني أذكر آخر يعني اللي شارك هو كان أخ نوري وذكر زعما كل النقط. المشكلة الآن هو هؤلاء
الذين يعني يحكمون زمام الأمر في الجزائر غير قادرين كما يقول لك سواء باللغة الفرنسية أو باللغة العربية. وأحسن دليل على ذلك زيارة، أنا كنت هنا، زيارة سفير بريطانيا إلى ولاية المدية، وقد استضيف من طرف الغرفة التجارية، وقد ذكر على الملأ في الصحف الجزائرية أنه يتأسف لخطابه أو يعني الكلام معه باللغة الفرنسية، رغم أن الجزائر لها كما يقول لك كل المؤهلات بالحديث باللغة. كان يتمنى أن يرى المسؤولين في غرفة التجارة والمسؤولين المحليين على مستوى ولاية المدية الحديث معه باللغة العربية، لأنه يحسن اللغة العربية كسفير بريطاني في الجزائر. فهذا ما حبيت نقول في هذه النقطة، وممكن الإخوة يفيدونا بمعلومات أخرى، وشكرا. تفضل الأخ سمير. شكرا. تفضل الأخ سمير، قلت لي حبيت تدير توضيح أو حبيت تدير مداخلة أو تعقيب على الكلام اللي كنا نقوله فيه، تفضل على جل باش نمر. المهم معذرة لكل الإخوة على التكسير تاع الريتم تاع الحوار، لأنه كان حدث انقطاع مباشر، يعني بدون ما كنا محضرين له حصل انقطاع مباشر، وبالتالي الريتم تاع الحوار تكسر. المهم إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله نعود ونرجع للريتم تاع الحوار. تفضل الأخ سامر. السلام عليكم الأخ نور. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك، كيعطيت لنا فرصة أننا نحضروا، يعني فرصة ما نلقاهاش في جهة أخرى. وسلام كذلك للإخوة المستمعين والإخوة اللي راهم يفيدونا هنا في الندوة هذه. نردد يعني هذه القراءة والمطالعة، يعني حقيقة نفكر فيها منذ مدة، وأنا نفكر تساؤلات كبيرة، هكا نقول علاش شعبنا الجزائري، ما وانا واحد منهم، ما عندناش حب المطالعه، ما نحسوش بها بمتعه المطالعه كما يحسوا بها ناس واحد اخرين، ونشوفوها كانها حاجه بورين، يعني حاجه شغل كما نقولوا بالدرجه تاعنا تلقي، حاجه ممله. ما عرفتش يعني حتى تنقلت هنا الخارج، وعلى كل حال كنت نشوف بعض النماذج وقلال جدا جدا، يعني ناس قليلين جدا. ونشوف واحد، الله سبحان الله، نعرف واحد كان الوالد تاعو يعطي له مثلا المال باش يشري حزام للسروال تاعو، نعم، اما لهذوك الاموال يروح يشري. الو، نعم، انا نسمع فيك، تفضل. سمعت تكرير الصوت، يعاودي معلش. قلت لك بالأموال هذوك، هذا الأخ هذا يروح يشري بهم كتب، وصدقني يدير سلك يشد به السروال تاعو. شوف سبحان الله وين الحق. انقلبت العقلية عند ناس واحد أخرين، أنه يحط دراهم، ربما يحط 5 ملايين غير في شعره وشوية لبسه هكا ورواية، هذا ما كان. كنت نقول ان كنت نحير علاش كاين ظاهره ناس يعني يفضلوا انهم يقعدوا جيعانين ويشروا بالاموال كتب باش يقراو، وناس واحد اخرين ما تحروا لهمش. ف انا نشوف الاخ نور الدين اننا ما تربيناش على الشيء هذا. السبب اننا ما تربيناش على المطالعه والقراءه، وهذه التربيه هذه تكون من الوسائل. يعني علاش ما تربيناش الاخ سمير، علاش ما تربيناش، علاش يعني ما تربيناش على القراءه والمطالعه؟ يعني السؤال يطرح روح. نعم، انا جايها. شكون اللي يربي على المطالعه؟ انها حاجه مليحه، وعلاش ما نتعلموهاش؟ وعلاش ما تكونش فينا؟ ما كانش فينا لاننا ما تربيناش عليها. علاش ما تربيناش عليها؟ المسؤولين على هذو هي المنظومه التربويه في اي مجتمع. تبدا من الاسره، الوالدين هما الاولين، تبدا من المدرسة هي منظومة تربوية، مسجد منظومة تربوية، وهكذا المحيط. فأنا نشوف أن غياب منظومة تربوية لا يعني لم تعتني، ولو زمان ربما كما كانوا يقولوا الإخوة زمان كان، يعني لو تقارن أنت الأخ سمير، لو تقارن أنت مثلا الفترة اللي عشناها احنا، نقدر نقولوا مثلا السبعينات، أي السبعينات بالفترة نتاع الآن، يعني كيفاش تشوف أنت
كيفاش تقارنها انت؟ نعم، نقارنها من وجهين نور الدين. نعم. نشوف ان حقيقه زمان كانوا يقراو، كانوا يقراو ماشي كما الان، ولكن هذاك اللي زمان حتى هذاك الزمان هو ماشي بحبوحه، ما كناش نقراو حتى في السبعينات، ماشي قرايه هذيك نور الدين. ربما انا ما نعرفش، انا مشيت في بلدان واحد اخرى. يا راجل يا راجل، الان شوف تلقى واحد عنده شهاده الابتدائيه راهو قاري في الخمسينات ولا في الستينات ولا في السبعينات، شهاده ابتدائيه. الان تحكي مع واحد دكتور الان في 2016 والله ما يقدر يجيب معاه ساعه. راه احنا رانا تعلمنا، شوف تعلمنا اشياء شفاهيه، تعلمنا قال مثلا درك الان في 2016 راه مثلا قال الناس انت دوك انت تحبب لبنك تحبب له انت روايه. يعني نعطيك مثال برك، بطبيعه الحال علاش راني نحكي هذه الاشياء، سامحني اخ سمير راني قاطعتك على جلبش نثروا الحوار برك. انا علاش راني نحكي على هذه الاشياء، مانيش نحكي على روحي، رانا نحوسوا على جلبش نثريو هذا النقاش. نعطيك مثال فقط، يعني منذ ايام كنا في الجامعه في برنامج ما في حصة ما، هو أنه كان السؤال هو أنك أنت تتذكر حاجة حثت لك، قال مثلا قصة، القصة هذه رواها لك أنت في الصغر، يعني مثال برك. تحاول أنت في البداية تلقى صعوبة على جل باش أنت تبحث أنت على حاجة، لأنك أنت تتحدث أنت على حاجة فتها بأربعين سنة والله، تسمى تلقى شوية صعوبة. من بعد انت لما تلقى الحاجة هذيك، تخيل انت مثلا مثال برك، هو انك انت تذكرت انا قصة انت بقرة اليتامى، مانيش عارف لا تعرفها ولا متعرفهاش القصة هذه برك. يعني احنا الموضوع انتعنا متعلق بالقراءة، الوالدة هذه هي ما كانت لا تقرأ ولا تكتب امية، ولكن شفاهيا هو انك انت تقرا يحكيوا لك انت هذيك الروايه. ومش غير انا، يعني راهم الالاف المؤلفه اللي ربما راهم الان راهم يسمعوا فينا، راهم نفس الشيء من الناس اللي عاشوا تلك المرحله. ما كان لا كهرباء ولا تلفزيون ولا هم يحزنون، ولكن مع ذلك كان هناك تواصل، كان هناك حوار، كانت الناس هو انه تحكي، يجيبوا لك انت القصه هذه انت تبدا تحكي لك فيها، ما كانش تلفزيون راك تحكي انت تسمع في القصه هذيك، رغم انه فيها يعني فيها الخيال خيال، ولكن مع ذلك رغم انهم ما هم قارين لا العلوم النفسيه ولا هم قارين العلوم الاجتماعيه ولا هم قارين العلوم السياسيه، ومع ذلك كانوا يربوا فيك في اشياء ربما كاينين اشياء حتى هم ما يعرفوهاش، ولكن مع ذلك تسمع انت مثلا القصه هذه نتاع بقره اليتامى، تخرج انت بخلاصة وانك كيفاش تحب انت الوالدة نتاعك، كيفاش انت تحب خاوتك، كيفاش كذا، وتشعر انت بالعاطفة هذيك، تشعر هذاك الاحساس هذاك، ويخليك هو انك انت تبقى في تواصل الى غير ذلك. درك انت لما توصل انت للمدرسة يدخلوا فيك هذاك الشعور في الطفل هذاك، لما انت تدخل للمدرسة تولي انت تحب الناس، تولي انت كان هناك تواصل بين الناس، كان هناك تنافس في المدرسة الى غير ذلك. تفضل الاخ سمير. بارك الله فيك الاخ نور الدين. هنا احنا رانا نتكلموا على القراءة فقط والمطالعة من الكتب، ما راناش نحكوا على التعليم بصفة عامة. فنقول انا يا نعود نولي على المنظومة هذه اللي تربي وتكون إنسان قارئ في المستقبل، وهذا الإنسان قارئ كذلك راح يكون ناس قارئين اللي هما ناس اللي يعرفهم أو يكونوا ذرية نتاعو. الوالدين في يعني في الحالة الجزائرية ما نلومهمش لأنهم خريجي استعمار، وما كانش واحد ما يقرأ، اللي كان يروح يقرأ في المدارس وفي الزوي كانوا يروحوا بلحفة، يمشوا بلحفة، فكانت الأمة يعني مستوى الأمية كبير جدا، وفقدوا شيء لا يعطيه اللوم ماشي عليهم. أنا اليوم نوقعوا على المنظومة التربوية، نقصد بها وزارة التعليم يعني باختلاف الأسماء تاعها، المهم الهيئة اللي من المفروض هي الوصاية تاعها أنها أو المهمة تاعها أنها تكون جزائري مثقف، جزائري عالم، جزائري قارئ، جزائري مستعد أنها تلقاه
في الميدان اللي تحبوه هي وتستثمر فيه. هي اللي انا هي اللي نشوفها قصرت قصرت مقارنه بالحياه. اول امر اللي شفته هنايا نهار جيت هنا الاخ نور الدين، كثرت الكتب في الحافله في المنتزهات، والله غير الناس يعني عندها هوس القراءه حتى يقطع الطريق. نور الدين يقطع الطريق وشاد كتاب يقعد يستنى ينتظر في الحافله وكتاب في يده، او ربما يشرب في المقهى وكتاب في يده. يعني غريب جدا، وكتاب كي نقول كتاب ماشي كتيب، راهي 500 صفحه او قصص روايات كما قلت انت. واستغربت يعني، كنت مستغرب، قلت سبحان الله عندهم حب للقراءه فطري، كانه فطري شغل هكاك. واحد يخرج بكل شيء ما عنده يد، هما كذلك يخرجوا بكل شيء ما هم عندهم قرايه، تقول حاجه فطريه. فحتى نور الدين بديت نشوف واحد يعني كيفاش تتصور انا الاخ نور الدين انه كيزيد هنا المزيود هنا كيزيد، يبدا يعالج بطبيعه الحال. ثلاث شهور عنده كما يقولوا موعد مع الطبيب تاعو المختص تاعو، يعني طبيب الاطفال، زعما ثلاث شهور الاولى عنده موعد، وثلاث شهور الثانيه عنده موعد مع التلقيح منه. صدقني نور الدين يعني اصبت بالذهول لما في ثلاث شهور الاولى تاع وليدي اطولوا بوك، اطولوا كتاب. قعدت نقول في قلبي كيف ولد صغير تاع ثلاث شهور يقرا كتاب او انا نقرا له كتاب؟ هادو مهابل هادوما، لا انا اللي مهبول. هما دايرينها بشكل علمي. ثلاث شهور يا نور الدين، ثلاث لماذا؟ شهور. لانه الانسان هو في بطن امه راهو يتعلم. نعم اخ نور الدين، يعني شوف راهي منظومه تعمل، وراهي كانها ماكينه، كانها اله راهي تخرج قراء. نعم. ثلاث شهور عنده كتاب صغير، الورقه تاعو سبيسيال اكيد تكون خشينه، السمك تاعها واحد المليمتر واحد، يكون فيه مثلا صفحه كامل فيها لون، فيها كره هكا في صفراء فيها لون اصفر. او نعم. بعتك في ست شهور الثانيه صور حيوانات، ست شهور صور مثلا عباد، وهكذا في نعم. كل موعد مع الطبيب المستشفى، هذا في المستشفى يطولوا بوك على حسب السن تاعو زائد نصائح. انا نحتاج غير فقط البوك هذايا، كيفاش يطولوا الكتاب هذاك الكتيب الصغير، ويقولوا لنا كذلك اننا نقراو لهم هذا الامر. نعم. حتى مع الابناء اللي راهم يمارسوا هنا في الدراسه يقولوا لنا قراو معاهم، واعطاو لنا حتى يعني يمدوا للوالدين كامل للاباء يمدوا لهم دي سي دي كيفاش يقراو لاولادهم، كيفاش يتمتعوا مع اولادهم، كيفاش يعني التقنيات والفن تاع القراءه، كيفاش تستعمل احيانا الحركات، كيفاش يعني تقنيات سبحان الله مبنيه على بحث علمي اكيد. نعم. تقنيات بيداغوجيه. نشوف كذلك ابني في المدرسه مثلا راهو جاي ان شاء الله الشهر القادم شهر مارس. نعم. يسموها ماد مارش. ماد مارش يعني مارس، كيفاش نقول لك، فاش يقولوا ماد يعني مجنون، كانه جنون. جنون شهر مارس. واش يديروا الاطفال التلاميذ في جنون شهر مارس؟ نور الدين كرنفال عنده، لا 31 يوم، شكون اللي يقرا بزاف كتب في كل يوم كتاب؟ ويعطونا هكا ورقه من المدرسه، ورقه في كل يوم، يعني الاباء هما اللي يسينيو عليها مع الاخر، في كل يوم تكتب العنوان، الاب يكتب العنوان او الام يكتب العنوان تاع الكتاب اللي قراه الابن تاعو او البنت تاعو، يكتب العنوان وزعما كما يقولوا يباري هكا باللي في النهار الفلاني قرا، والنهار الثاني قرا، النهار الاخر ما قراش. نعم. يعني شهر جنون القراءه هكا غير شهر مصر، يعني وماشي شهر تاع فاكيشن، ماشي شهر تاع عطله، ولا راهم يقراو في المدرسه وكذلك يدخلوا للدار يقراو. نعم. فسبحان الله ثقافة تغرس بالسيف كما نقولوا حنايا، الدرع يخرجوا قاريين. لا لا، تسمى طريقة اللي كيفاش تحبب لك القراءة وتدفعك أنت على جل باش أنت تقرأ. أنا كي نشوف هذا المنهجية، هذا النظام، نقول هذا هو جوابي على سؤال علاش هاد الناس مهابل هنا
كان وين نروح نلقاهم بكتابات. هذا هو السبب، لانهم من صغرهم تكونوا على هذا لو كان تروح انت دوك تحكي تغرس فيهم هذا دوك لو كان تروح انت هذا الحب. لو كان تروح انت تحكي مع واحد امريكي وربما انا تمرني نحكيك من تجربه والله العظيم كاين مرات هو انك تحكي مع واحد مجرد كلمه والله عباره قسما بالله غير حياته كامل تتبدل. على بالك باللي الشيء اللي انت راك دير فيه راهو من صلب الاسلام، هو يتشوكا كي تقول له انت الكلمه هذه، تقول له انت باللي على بالك باللي اول سوره راها نزلت في القران هي اقرا، على بالك باللي انت راك انت هو المسلم مانيش انا، على بالك حياته تتبدل. أمة اقرا ولكنها لا تقرا. تفضل اخي سامر. نعم الاخ نور الدين، يعني صدقت في صدد الكلام اللي قلته انت. يعني سمعنا قصص ان امريكيين اثنين وهما من الشباب يعني كانوا فقط عايشين في الطرف وكما يعيشوا هنا كامل المجتمع الامريكي، فمجرد انه سمع كلمه جورج بوش هضر كلمه اسلام ما جازتش عليه، ما فهمش واش هذه الكلمه، يعني لا توجد في قاموسه الانجليزي هذا الشابين كلمه اسلام، فقال الواحد للاخر ما يعني ما هذه الكلمه، فهمت كل كلام الرئيس الا هذه الكلمه، فراحوا يبحثوا عليها، مجرد انهم بحثوا على كلمه اسلام اسلموا. فشوف سبحان الله العظيم، يعني هذه القراءه واش جابت نتيجه، مجرد هذه ثقافه القراءه هذه او عقليه القراءه او فطره القراءه، شوفوا نداتهم مجرد بحث على كلمة إسلام. فأنا هذه الأمثلة اللي راني نعيشهم ونشوفهم وهي تجربتي، أنا نشوف هذا هو السبب الأخ نور الدين لماذا في الجزائر ضعيفة جدا 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 القراءة. نقول المنظومة ما كاش سياسة، ما كاش استراتيجية تخرج أو تنتج مواطن جزائري أو مواطنة جزائرية أو أم أو أب أو يعني كهول أو شيوخ عجائز يقرأوا. هذا هو السبب، يعني ما كاش منظومة، والمنظومة يعني راهي كما قلت المنظومة التعليمية هي تتوزع من الوالدين إلى المدرسة إلى يعني الأسرة المدرسة المسجد المحيط المجتمع كامل. نعم. وحتى كما قلت وأشاروا الإخوة وأنت أشرت ذلك لأني ما سمعتش الحوار كامل، الإعلام يلعب دور كبير. أين نعم. هي يعني سبحان الله أنا نشفى في السن تاعي كامل نشفى كما قلت ثم غير الأخ فضيل بومالا اللي شفى له كان يدير حصة حول الكتاب وخير جليس في الكتاب أنامه، وراه هذيك الحصة ما كاشها، وكان دائما غير يكمل الحصص تاعو يفرش كاش خمسة كتب يقول هام لك كتاب فلاني جدير بالقراءة وهكذا أو جديد الكتب اللي خرجوا. نعم. فأين هما هاد الحصص اللي ربما تشجع الناس على أنهم يقرأوا أو ربما تربيهم، يعني مفقودة للأسف، يعني الحالة يعني رانا في ضمحلال. هذا والله تعالى أعلم. نعم شكرا الأخ سمير. الأخ نوري ومن بعد نجي لك عيسى. الأخ نوري الآن ربما تحكي لنا على كش ما كاين فيه إحصائيات فيما يتعلق بال يعني النسبة نتاع القراءة في الجزائر، وربطها بالنقطة المتعلقة بالأحزاب والسلطة. نعم شكرا أخ نورتين. فيما يخص بعض الدراسات مؤخرا تصنف الجزائر في مؤخرة القائمة العربية، ترى نقول القائمة العالمية، في مؤخرة القائمة العربية بالنسبة للقراءة. وحسب بعض المعطيات التي يعني اكتشفتها الدراسات من بعض الأساتذة الجامعيين المختصين في الدراسات يعني العلوم الإنسانية بصفة عامة، أن نسبة المقروئية لا تتعدى 6.8% في الجزائر.
وهذه يعني نسبه جد جد ضئيله الى بغينا نقول يعني تقدر تقول منعدمه يعني ماهوش ضئيله. وفي 6% هذه واش يقراوا؟ ما مش دايرين يعني هكذا تفاصيل فيما يتعلق بهذه الاحصائيات. نعم 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 يعني جايك يعني. وهذه 6% يعني نسبه الجزائريين الذي يقرؤون يقول يعني هذه الدراسات انها تقدر بحوالي نصف سكان المجتمع اي حوالي 56.86% يعني الناس اللي هادو ما يقراوش يعني الباقي اللي يطلعوا يقراو. وهذه يعني رانا نتكلموا راه تفوت النصف نتاع يعني كي نقولوا اللي يقراو راه ما كاين الناس اللي ما يدخلوش مثلا الاطفال الصغار هادو. اسمح لي اسمح لي كاينه فيه المهم مفارقه على جال باش تولدت لي من خلال الكلام نتاعك درك على جال باش نثريو بها النقاش. هو هادو الناس اللي ما يقراوش هادو ما نحسبوهمش الأميين. أميين هادو ما نحسبوهمش إلا كاين دوك مثلا قال مثلا كاين 40 مليون كاين 10 ملايين والله ما على باليش أنا شحال 15 مليون أمي هادو ما نحسبوهمش. تبقى قال مثلا 20 مليون والله 25 مليون في العشرين هذه والله في 25 مليون النسبة هذه المئوية نتاع 6% اللي أنت الآن راك تحكي عليها. نعم حنا نتكلموا على النسبة لما تدرس بالنسبة الناس اللي يعني تكون عندهم يعني يكونوا مؤهلين للقراءة يعني الأطفال اللي يكون عنده سنة أو سنتين والله الشيوخ مثلا اللي يكونوا في سن جد يعني هذا ما يدخلوش في هذه القائمة هذه. يعني نحكيوا على فقط الناس اللي هما مؤهلين للقراءة وبالتالي أنهم حتى أن النسبة نتاع القراءة يديروها بالنسبة للمواطن الجزائري في السنة دقيقتين. شوف يعني وين وصلها دقيقتين في السنة بالنسبة للمواطن الجزائري يعني المستوى المدرج. كذلك مقارنة بالمجتمع الأوروبي مثلا كمثال أقل واحد بالذين لا يهتمون يعني آخر واحد في أوروبا اللي ما يقراش اللي ما يهتمش يطالع حوالي 9 كتب في السنة والذي يقرأ يطالع حوالي 23 كتاب سنويا. هذه يعني باش تشوفوا المقارنة. نعم. كذلك نزيد نضيف بعض الإضافات حسب يعني إحصائيات مديرية الجمارك الجزائرية. يعني عندها إحصائيات أن الجزائريين يستوردون حوالي 56 مليون دولار من الكتب سنويا. شوف يعني المقدار المالي الذي يستوردون الجزائر من الكتب. إضافة إلى ذلك هناك حوالي 50 مليون كتاب مدرسي يطبع سنويا ووجود حوالي 433 دار نشر. هناك يعني تشوف هذه الأرقام تشوفها ضخمة تقول أنا المجتمع الجزائري اللي يشوف هذه الأرقام يقول هذو كلهم راهم علماء ومع ذلك القراءة 6.8%. يعني كان مشكل كبير مطروح كان شيء ما يدخلش كان خلل. نعم هذا هو الشيء يعني كان خلل كبير يعني الأموال والإحصائيات المطروحة وهذه الأمور يعني كيفاش علاش ما كانش القراءة علاش يعني هنا هو اللي يطرح السؤال ويطرح المشكل ويطرح الخلل. إذن الخلل وين راه دوك حنا لما نشوفوا حنا درك باللي راها قل فيه أموال راها تضخ ومع ذلك كاين خلل بحيث أنه كان هناك عزوف نقدر نقوله على القراءة. يعني هذا الإنسان هذا اللي راه عنده هو الليسانس والله عنده ماجستير والله عنده الدكتورة ولكن في عام ما يقراش كتاب عام كامل ما يقراش كتاب. راه كاين مشكل. المشكل وين يعني ترى هو في المنظومة التربوية اللي هي خرجت لنا الناس ما يحبوش القراءة. يعني ترى المشكل في الإعلام هو بدل من أنه يقيم برامج يدير مناسبات يدير منافسات. إحنا راك تشوف أنت مرات هو أنك تشوف أنت أنا بتشوف بعض الوسم القنوات الفضائية تشوف بعض البرامج يديروا بعض المنافسات هكذاك الفكرية تقول أنت راك تحكي مع أورديناتور ما راكش تحكي مع وسمو تقول أنت راك تحكي مع آلة. تشوف انت في المقابل في الجزائر تطرح الواحد سؤال 6 شهور وما ما يفهموش
راه كاين خلل كبير. الخلل وين راه موجود درك؟ يا هل ترى هو راه موجود في المنظومة التربوية؟ يا هل ترى خلل في الإعلام؟ ما عندناش إعلام اللي هو يحبب للناس القراءة. يا هل ترى الخلل في الأسرة؟ الأسرة مدمرة والأسرة مكسرة والأسرة محطمة. الأسرة هي اللي خرجت لنا هذا الإنسان، هذا اللي ما يقراش، هذا الإنسان اللي ما يحترمش العلماء، ما يحترمش الكتاب، ما يحترمش كذا. خلل راهو في المجتمع بصفة عامة. الخلل يا هل ترى راهو عنده هو ارتباطات؟ قال مثلا عنده خلفيات، عنده سوابق، عنده كذا. قال مثلا ارتباطات بالاستعمار، الاستعمار هو اللي حطم هذا المجتمع الجزائري، هو اللي كسر المدرسة، هو اللي خرج لنا هذه الشريحة اللي انت دوك انت تحكي مع واحد دركا يجبد لك. قال لك مثلا انا راني رحت الصباح للسبيطار، دخلت ليزيرجونس، ولما دخلت ليزيرجون تلقيت ثم واحدة ألمانية شافت فيا، كانت فرملية، عينها زروقة، ومن بعد مانيش عارفة أنا عطاني الطبيب رونديفو، من بعد رحت للفارماسي على جال باش نجيب الدواء، عطاني واحد الكاشيات، ضربت حبة كاشي 24 ساعة ما نضتش. يعني هذا المستوى نتاع اللغة هذه وين راهو؟ يعني المشكل وين راهو؟ الخلل وين راهو؟ تفضل الأخ نوري. نعم، شكرا أخ نوردين. هو في الحقيقة الخلل يرجع إلى عوامل عديدة. كاين العوامل اللي هي خاصة بالمجتمع الجزائري اللي تخص، هي عوامل يعني سابقة، منها مثلا العامل الاستعمار الفرنسي اللي كان له دور في هذا الميدان كذلك. نعم. هناك كذلك العامل اللي جاء ما بعد الاستقلال والصراع والانقلابات وهذه الأمور هذه اللي شفناها حتى الأحداث أحداث أواخر يعني الثمانينات، أحداث أكتوبر، كذلك المأساة العشرية السوداء هذه لعبت دور كبير في القضاء على يعني على حتى المكتبات، على الناس اللي يكتبوا، على الإنسان ولا ما يوليش الاهتمام بالقراءة، الناس ولا يخاف على نفسه، الناس ولا يخرج الصباح ما يعرفش يدير، يرجع في الليل. يعني هذه أمور تدخل يعني في الحياة نتاع الفرد والمواطن الجزائري بصفة عامة، اللي لعبت دور كبير وخلقت يعني كما نقولوا احنا عقدة نفسية في المجتمع الجزائري المواطن. احنا المواطن الجزائري الآن لازم له علاج، لازم له راحة. وبالتالي كذلك هناك عوامل اجتماعية يعيشها يومين كنا تكونها من قبل. أنت مثلاً تشوف الإنسان الآن المواطن الجزائري حياته كلها هو يجري باش يعطيه سكن، هو يجي يجري وفيه اللعب نتاع مسكين، العرق ديالو ماشي يومين، هو يجري والمعارف ويدفع ويعطي للأموال وهذا باش يعطيه سكن على 30 سنة أو الأكثر. تنوى كيفاش ما عندش راحة، لأن هاد الناس اللي رانا نشوفوهم عندهم نسبة مئوية مرتفعة في يعني في القراءة، لو ترجع إلى المستوى المعيشي نتاعهم تلقاهم مرتاحين بالنسبة لنا احنا، تلقاهم متوفرة له الأمور الحياتية، ما يفكرش في كثير من الأمور اللي يعاني منها المواطن الجزائري. انت كيفاش واحد راك باغي يقرأ كتاب أو يدخل المكتبة هو عنده 400 مشكل في عقله؟ ما يقدرش. هذه يعني تدخل كذلك هناك مثلا المشاكل اللي ذكرناها، مثلا كنا نحكم مثلا الآن على المسؤولين والأحزاب. انت دروك الان مواطن جزائري كي يشوف واحد يعني حاشاكم بغل يشوفه في 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 منصب عالي، يشوف فيه ما يفهمش كيما نقولوا احنا بالدارجه المعروفه ترن كيما يقولوا احنا. نعم. يقول لك انا لازم نمشي نقرا ونمشي نفهم، ها وكل الانسان هذاك ندير كيفه ونولي كيفه. انا هاد الامور كذلك قلبت العقليه الذهنيه نتاع المواطن الجزائري، ولا ما يعتنيش بالقراءه، ولا ما يعتنيش بالاجتهاد والعلم. الشهادات أصبحت أوراق كما قال الشاذلي الله يرحمه، احنا نقراو باش نخرجوا نقريو، هذا ما كان يعني ما كانش حاجة أخرى، كاش إبداع، ما كاش إنتاج. كل واحد يقرأ يأخذ شهادة، يخرج يبحث عن عمل، يخرج يقري، والسلام عليكم. كذلك هناك عوامل كنت مثلا تكون الخلل يرجع هاد المسؤولين، هاد الأحزاب، هاد كل هاد الناس، هادو أموال هاد وزيرة الثقافة اللي كانت من قبل ملايير صرفوها، ما داروش مكتبات في البلديات، ما داروش مكتبات اللي هي ناس مخصصين اللي يقدروا مثلا يقوموا على النشر ويقوموا على يعني التوعية كيفاش الاطلاع. حتى انه في بعض الدكاترة والمفكرين الجزائريين يقولوا باللي ان
فرنسا على عهد الاستعمار لما خرج ترك الى الجزائر حوالي ما بين 500 و600 مكتبه بلديه، هذه اللي تركتها فرنسا. ويقولوا انه ما بين الاستقلال يعني ملي خرجت فرنسا في 62 حتى 1992، من هذيك ال 500 مكتبه اللي تركتها فرنسا في البلديات قام منها فقط 50 او اقل من 50. علاش؟ لان البلديات كان فيها ناس جهالة ما يعرفوا ولا ما لبنش بالقرايه، ما يفهموش، ما لا غالب ما يعرفوا والو، اميين. وبالتالي كان المكتبات هذيك اللي مشات ولا في المزابل، كان اللي ضاعت، كان ما كاش اعتنى بها. هذه لازم تكون سياسه تاع دوله تعتني بها، مثلها مثل جميع الدول. هل خلينا وين راه؟ ما كانش سياسه منتهجه مع المسؤولين. اعطيونا مسؤول لحد الان في الجزائر منذ الاستقلال، الان ربما فيه اخوه مسؤولين سابقين، ولكن الان وريونا مسؤول راه ينادي بهذا الشيء اللي رانا نقولوا عليه، باش يدير مكتبات وطنيه ولائيه بلديه في الجامعات. روحوا اسالوا طلب الجامعيين، قولوا كيفاش راه المكتبات نتاعكم، وين راكم تدرسوا؟ ما كانش كان حتى شيء. يمشوا لازم يبحثوا في الانترنت واليوتيوب وما شابه ذلك. وبالتالي هذا الشيء اذا كان مقصود او هما ما عارفينش وراهم يعني ما لا بال، مش هذا يعني امور اخرى وتساؤلات اخرى. وبالتالي يعني الخلل له يعني اسباب اخرى. كذلك ما ننساش باللي كذلك كان شيء عشناه في المجتمع الجزائري مرحله خطيره جدا بالنسبه للناس اللي كانوا يميلوا للخطاب الديني للمتعصب. هاد الناس هادو انا كنت نشوفهم بعيني، لما يجي شيخ من الشيوخ اللي يعتبرهم هما شيوخ يجي المسجد او يدير محاضره او درس، لما يخرجوا من المسجد انا نسمعهم بودني الناس هادو ما يناقشوش يعني من خلال القراءه نتاع الاستماع، هاد النوع لما يستمع للشيخ ما يناقشوش على الافكار اللي قدمها. لا يقول لك والله الا شيخ ما شاء الله عنده لحيه بيضاء طويله، قميص ما شاء الله، ويشوفوا المظاهر. وربما هو الكلام والقراءه ما كان حتى شيء، ما كان والو. إذن هادو كذلك ساهموا في هذا الخلل، يدخلوا في هذا الخلل. وكذلك هما هاد المشايخ المتعصبين حاربوا المفكرين، ما نساوش بلي حاربوا بعض المفكرين اللي كان عندهم جهد كبير في الانتاج الفكري. يعني يشوفوا واحد مفكر في علم من العلوم مختص ياتي بانتاج، يقولوا له هذا يعني بدعه، هذا كافر، هذا ينتمي الى مباشره. علاش؟ إذا كنت ما راكش مستطاع أنك تناقش المفكر وبالفكر نتاعو، علاش تتهمه بالبدعة والكفر على أي أساس؟ أنت الخلل راه فيك كشيخ أنك ما تستطعش تناقش المفكر بالعلم اللي اجتهد 30 سنة و 40 سنة، وتولي باش تغطي النقص نتاعك، باش تغطيه تولي تقول هذا كافر وهذا، أنك أنت غير قادر. هذا كذا يدخل في الخلل. وهاجموا هاد المفكرين، منهم اللي راح ومنهم اللي ما قدرش يواصل وما شابه ذلك. هذا وربما حتى نعم. يعني شكرا الأخ نوري. تفضل الأخ عيسى فيما يتعلق بالنقطة نتاع الخلل باش نختموا البرنامج. أنا برك راح نزيد كلمة على كلام سمير كي قال كان يحيي وشي ياكل ويقرأ في الجرنال، تسمى ويمزخ ويقرأ. هذه صارت لنا الناس اللي نخدموا مع بعضنا، سمعت احنا ثاني وقت علمناها هاك تقرا تشوف لي تيتر، وانا ما نقدرش نقرا كيما هما نكونوا صريحين. نعم سمع بصح هو يبقى يقرا في هذاك الارتيكل كامل، انا نقرا لي تيتر وناكل مثلا. هذه شفناها كل يديروها مثلا، هذه في الكافيتيريا وين الخدامه. يعني في تقصد في فتره الراحه، فتره الراحه تاع نص ساعه هذه. نعم لابوز وما يعطيوهاش. نعم كي قطع الخط نوردين طرحت السؤال، نفس السؤال تاع الاولى لك، على واه الشعب ما يقراش؟ رحت على ابني قلت له انت علاه ما زير ما نقراش؟ كي قال لي ما كاش، قال لي هنايا قال لي من تخرج لي الدور تلقاها الكتاب، وفي المدرسه تلقى الكتاب، الناس تحكي على الكتابات، حتى وما كش سمعت تقربه تعود تعرف تثقف. وهو بالإجابة تاعو قال لي إنه هنا يقرأوا به يثقفوا. وقلت له تنزل علاه كذا؟ قال لي إحنا ثقافة تمنشير. ثقافة؟ زيد تمنشير. تمنشير.
ايش هذا ما عرفتك الاخر تاعو الكلمه تاعو نعم اللي ثقافه الشام هنا وهذه انا عشتها وهم عايشينها ضبط والله يا ناس في النهار كي تركب في البيس كانك راكب مكتبه راكب راح تركب مكتبه متنقله شفناهم بعينينا يعني كانوا بكري في وقت من الاوقات هو انه لما كانت الازمه هذيك نتاع السكر ونتاع القهوه وكانت الناس دير لاشين تروح تشوفهم درك الله هنا في بعض المكتبات خاصة لما يدير لهم الصلد إيه دي فيلي الناس تقضي في الكتب الناس راها تدي في الزيت وفي السكر انت تروح تشوفه هز ربعة خمسة ستة عشر كتب راه مديهم الناس كما كان يقبل يقول الأخ غذاء روحي غذاء روحي نعم. انت بكلوة وكان جيت في الجزائر اسمه ما تقراش كي ما نقراش وجهنا على 13 سنه 11 سنه ونص كل مره هاز كتاب كيما هما بصح لو كان جا في الجزائر سمع لونطوراج والمحيط هذاك والثقافه هذيك ما عندوش الوقت باش يهز الكتاب هذاك غير يطيش الكارطابل ويخرج كيما يلعب ولا يمنشر ولا يشيخ ولا كل واحد مش يدير سما انا كي نقول خالد انا خاصة في الشعب الجزائري هنا كشعب انا نقول اول شيء وراثه وانتوراج سما محيط تاعك يقول لي واحد الوزاره كيفاش وراثه سما شغل تورثنا هذه العقليه ليش اي خفات التربيه عاد ولاتنا كي شغل كيما هما كنا نقولوا عندهم القراءه روح احنا ما نكرهو نقراو كانها حتى هي عكسهم سمحنا هما عكس الكلمه نتاع عليهم احنا ما عندناش هذيك روح اللي تخزينا اي غير باه تثقف ما باه تعلم حوايج على الناس الاخرين تعرف الاخرين انا عبد كان يعطي نشتيش نقارن على بالك نعطي نقارن التعليم نتاعهم والتعليم نتاعنا يقول واحد متخلى على الجنسيه الجزائريه بدل على بالك يجيبوا برك انا نعطيهم مثال هذا من اذا فيهم ناس راهي فهمت واش انا نقول يجيبوا لي الناس اللي قرات في وقت كان ابراهيمي وزير التعليم ويجيبوا لنا حاليا ولا اسيدي تاع التسعينات اللي قراو في الجامعه في التسعينات مع اللي قراو في الجامعه اواخر السبعينات ولا في السبعينات حتى الثمانينات يقارننا المستوى بين زوج عباد هذم ونعرف وين عصر كان منيح بصح ما قريتو العقليه اننا ما نشتيش نقراو لو كان هاد الناس راهي تقرا راح تفرض على هذاك المسؤول لانه هو ثاني كان من جيل يقرا انه يطوروا هذيك الاشياء انا نزيد نعطي جواب برك على المكتبات انا نحكي لكم هذه في 99 انا كي خرجت من الجزائر بالك دوك تطورت شويه المكتبات انا على بالي باللي ما كانش مكتبات في كل ولايه ممكن كاينه بلديه ولا في الجامعه كاينه مكتبه في الجامعات بصح انا اللي كنت نلاحظ في هذاك الوقت اذا لاحظتوا كل الناس اللي كانت كنا نروحوا للسواق نلقاو الكتابات مفروشه في الارض للبيع يسمو كاين ساعات تلقى كتاب فيه حاجه تنفعك هذا اللي يحوس على حاجه كاين اللي يحوس على ديكسيونير كاين اللي يحوس تلقى واحد المكتبه تاع الشارع هذه كانت كاينه ثاني في الجزائر بزاف برك ما نقولها هذه كانت ترون بلاصي شويه المكتبات في بعض النظر مع انك تشري الكتاب وفي المكتبه راك تقرا وهنا نزيد حاجه برك والله يا ناس غير في كل حي كاينه مكتبه او موش بلديه في كل حي يسمى تقريبا كل واحد بعيد عليه المكتبه من 2 كيلومتر ل 500 متر بعيد عليه على داره تروح الحي الاخر تلقى عند المكتبه حتى وصغيره بصح مكتبه تاع البلديه وتقرا بلاش تلقى الكتب اللي تحوس عليه هنا ما كانش هذا ما كانش واللي يحوس يدير هذه الفكره وينجحها ما كانش انا جامي سمعت حتى يحكي وداروا الصالون تاع الكتب وداروا هذه كلش بصح ما شفتش مكتبات ومن عندك دخلنا كتابات جدد هذه تفتحت مكتبه جديده ناس غير لا على مشاكل الماكلة والسكنة لا يهموش كيف راح يقرا بنو ولا كيف راح يتعلم ولا والله المحيط انا نروح للمحيط والمواطن نفسه كون كيكون المواطن هذا يقرا
ونقراو كل اوبليغاتوارمون اللي راح يحكم فيك راح يدير راح يكون حتى هو يقرا. حنا المشكل ما كانش هذه هي، هذا هو الخلل لنا في رايي وما تفلسفش. نعم شكرا الاخ عيسى. تفضل الاخ مولود. الو الو اخ مولود، ومن بعد نجي لك الاخ عبد القادر. تفضل الاخ مولود. نعم الاخ نضين. الخلل وين تشوف فيه انت الاخ مولود؟ الخلل اني تخلخلت راك مقبل وانا اسمع. انا ندوز نقدر نقسمها يعني مراحل الجلسة على الجزائر باش اعطتنا الطابع تاع العزوف على القراءه. هي اولا ما عندناش اللغه، ما توحدناش في لغه اللي نقدروا الانسان يعبر عن المشاعر تاعو، فضلا على مثلا الاحساس اللي يكمن داخله. ما عندناش لغه اللي نقدروا نعبروا بها، مازال الشعب الجزائري ما توحدش على لغه اللي يقدر يمارسها في كل الميادين. هذا خلاف عن المجتمعات الاوروبيه. نعم. هنا مثلا في بريطانيا انجليزي من الصغر باللغه تاعو، هذيك اللغه يروح للمارشي بهذيك اللغه، في المطار يتكلم بها بهذيك اللغه، يعوم بها يدرس بها يضحك بها، وحتى كي يسافر يلقاها واجده. حنا ذكر في جوستاف لوبون وذكر لامارتين لما دخلت فرنسا الجزائر، يعني احصاءاتهم يقولوها 85% تاع الجزائري تاع الشعب الجزائري يعرف الكتابه والقراءه ويعرف الاريتميتيك ويعرف الحساب كلهم 85%. دخلت فرنسا دمرت هذا الشيء، تدمر يعني كان دمار شامل. لما يقول لك مثلا فرنسا خلات مكتبات، خلات مكتبات اكيد، ولكن خلات فكر وخلات يعني ثقافه ما رايش من طابع الثقافه الجزائريه. ومن بعد حاولوا في مرحله ما يعني في الجزائر ان نمدوا الاعتبار يعني الثقافه تسمى الجزائريه، وقع هناك اصطدام. الانسان اللي كانت عنده شحنه ثقافيه بلغه ما حب يستعملها مثلا، يحب من بعد يعني يقلبها يعني بلغه اخرى، صار اصطدام يعني كارثه من بعد اختها. يعني ما كاش نقطه البدايه. مثلا عبد الحميد ابن باديس ما قالش الناس قراو، راح هو ناس جاب ناس احتك معاهم وبدا يعلمهم بالصوت هكذا يتعلموا الاخر، باش ومن بعد يجي المرحله هذيك تاع الناس تقدر تقرا. انت ما تقدرش تقول للناس مثلا دير مثلا كيما نقولوا دير توعيه، ولا دير مثلا تفتح نقاش مثلا وتقول للناس تحثوا مع القراءه. وراهم الاليات باش يروح يقرا. دوك انا كاين انسان مثلا ما حكم لا في العربيه، ما حكم لا في الفرنسي، ما حكم في والو، كيفاش يقرا كتاب يمل، يدخل غير في البريومبيل بارك يبدا يقرا فيه يمل. لماذا؟ باسكو ما يفهمش. فما عندناش الاليه هذيك، اللغه هذيك اللي شغل تلحقنا باش نفهموا هذاك الشيء، ما نقدروش نفهموه. يعني يروح لنا السياق ونبقاو تاهين، والانسان كره ما لقاش اللغه اللي يقدر يقرا بها. هذا مشكل جانبي، هذا مشكل كبير. الا يعني بقايا من الناس اللي قراوا اللغه مليح، مثلا قرايه اللغه العربيه قراها مليح، قرا نحوها وصرفها، قرا يعني الابعاد تاعها وكذا. كذلك اللي قرا الفرنسيه قراها مليح، مثلا قرا يعني اللغه يعني الفرنسيه من يعني من البيجوراتيف في الاكاديميك، هذا كيقرا اي كتاب يحويه، لان نعم. عنده الاليه هذيك تاع اللغه، كالرموز تاع اللغه هذيك، كيقرا عباره تاع اي شخص، باسكو العبارات تختلف من انسان لاخر. كل واحد عنده وجدان، عنده عبارات يستعملهم. مثلا تقرا لي فيكتور هيغو الكتاب مثلا، ونشوفك مثلا شخصيه تاع كوزان ولا غافروش، مباشره تجيك في راسك باللي كتاب تاع فيكتور هيغو. لماذا؟ لان عنده طابع، عنده لغه، عنده واحد الاحساس يعبر بها. احنا ما كاش تروح تكتب كتاب تكتبه بصيغه انت ما تكونش سيد، يعني تكتبه بصيغه تاع
بواحد الطريقه تاع مثلا تكون انت يا مثلا بطريقه تاع واحد عنده اسلوبه في الكتابه. لا يعني الاخ مولود، لو تكون انت مثلا رئيس بلديه والدوله الجزائريه قال مثلا نعطيو لك مشروع، مشروع قال على جال باش انت تطور المدينه اللي انت راك ساكن فيها، تعطي انت قال مثلا 100 مليون، نقولوا مش دينار جزائريه، نقولوا 100 مليون نقولوا 100 مليون، اي نقولوا 100 مليون تعطيها لواحد جزائري وتقول له خير دير بيزيريا ولا دير مكتبه، واش راه رايح يخير الجزائري هذا؟ هذا كل هذا داخل في علم فرديه. بصح انا نقول لك اكيد بلي يدير بيزيريا. علاه؟ لماذا؟ شوف نقول لك علاه، يعني سبحان الله، على جال باش نحوسوا على الخلل برك. الخلل راهو هنا نربي، اسمح لي. انا مثلا لو كانت تقول لي مثلا لو كان نعطيك دراهم، نعطيك دراهم واش دير بهم؟ انا نقول لك يعني نستثمرهم في يعني في مشاريع اقتصاديه، يجيبوا لي دراهم كبار، بهذوك دراهم كبار ومن بعد عندي مشروع نخدم به، يعني نخدم به مشاريع اخرى. ولكن اللي يكون يحب يخدم بلاده، اللي يحب يخدم بلاده هو يشوف درك مثلا المشروع هذا نتاع المكتبه ولا نتاع القراءه، لانك انت لما تكون شعب يقرا وشعب يعرف وشعب متكون، غدوه ما يقدرش يدخل عليه الاستعمار. حنا دوكا تشوف علاش راه الناس تباتيني درك يا اخي كريم. هاد الفكره هذه ما راهيش مش فكره تاعي، ما تقدرش تكون وحديه، يعني لازم يكونوا فيها الناس، يشتركوا فيها الناس. البلاد ما يخدمهاش فرد، من المستحيل. نعم، تخدمها جماعه واجيال بعد اجيال، يعني الجيل تاع هذا يخدم ويجي جيل اخر، يعني وهكذا. نعم، هكذا تولد الفكره وتبقى. ما يقدرش انسان مهما مثلا نحط دراهم هنيك مثلا، لا ما يختلفش اثنان ان كانت اموال كبيره تحطت في مجال التعليم في يعني في السبعينات، في الفتره اللي كان حاكم فيها يعني بومبين. واحد ما يقدر ينكر هذا الشيء. بصح انا نقدر نقول لك خدات مجرى للمنحنى تاعو كان خاطئ. ولكن حثت قطيعه. انت دوك انت لما دير انت دوك مشاريع، نعم، درك لو كان نقولوا مثلا دوك انت دوك مثلا تبني انت مشروع، تسطر له انت اهداف وتسطر له انت مراحل، درك انت لما انت تتبع المشروع هذاك بالمراحل ومن بعد انت الاهداف هذيك تلحق ليها اكيد، وتقول لي انت باللي دوك النتائج مثلا نتائج انت ما لحقناش ليها كيف ما كان مخطط. لكن انت لما توقف لي المشروع على النص ومن بعد تبدل لي الديناميكيه هذيك وتبدل لي المخطط هذاك ومن بعد تولي انت راك راح تنتظر لنتائج اخرى، نو راك غلط. لا انا كنقول لك المشروع، انا لما نقول لك في البدايه اللي كاين انحراف، ما تقدرش تقول لهم بعد جا واحد يعني في نص طريق وكسر. شوف هز مثلا غير فقط الجامعه نتاع الامير عبد القادر. نعم، جامع الامير تاع عبد القادر، شوف للوقت هذاك ماشي في 2016، في الوقت هذاك الهندسة كيفاش خدموها، شكون اللي كان مشرف عليها، شوف المؤتمرات الفكرية اللي كانوا يديروها وشوف النتائج. يعني قال مثلا الناس اللي تكونوا لما كان الشيخ الغزالي واسمه رئيس نتاع الجامعة، وشوف للجامعة فيما بعد. يعني سبحان الله انت تدير جامعة، شوف يعني هنا شوف الخل وراه، دير جامعة بحجم الأمير عبد القادر، يعني كي تشوفها يعني من برا هكذا تشوف الأرشيتكتور تاعها تقول ما شاء الله، تروح تجيب لي القرضاوي وتجيب على كل حال الله يرحمه في مقياه واسمه الإمام الغزالي بالقيمة تاعو، وكانوا في هذاك الوقت كانوا عندنا علماء راسخين في العلم في الجزائر. نعم، وعلاش هذوك تهمشهم وتجيب لي واحد تجيبهم لي من المشرق وتحطهم لي هما اللي يشرفوا على الجامعة؟ علاه هنا نخلو هنايا؟ علاش مثلا تخلي لي اي تعالجات تخلي لي مثلا الشيخ واسمه العرباوي، تخلي لي كتار اللي ذكرتهم قبيله تبوا على بالباي، وهادو من كان هادو خلوهم في الزاويه، خلوهم كيما يقولوا في القرى تاعهم، وراح تجيب لي انت جيب لي امام الغزالي اللي راهو ضالع في الصوفيه، وتجيب لي واسمه القرضاوي،
وتحطهم لي هما المشرفين اللي يخرجوا لي يخرجوا يعني طلاب علم. وعلاش تعالجات مش الصوفيه؟ نعم علاش تعالجات مش الصوفيه؟ لا 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 الصوفيه تاع صوفيه تاع اي تاع واسمو اي تعالجات ماهيش نتاع الغزالي. ماشي تاع الغزالي. معلوماتك راه ناقصه وقيل الشيخ مولود. شوف ممكن انا اقول لك شوف على كل حال هذا موضوع اخر. إيه دوك انت اسمح لي اسمح لي في النقطه هذه برك حنا على جل باش نحدوا الخلل. تا دوك تجيب لي درك دوك كاين واحد درك راه الناس برك يقولوا عالم. هو راه انسان حافظ القران وراه قال لا كش ما قرا في جامعه كش ما دار كتب كش ما دار ابحاث كش ما دار دراسات. يجيب لي واحد درك قرا القران تسميه لي عالم؟ والله واحد صلى بالناس والله افتفت وتسميه لي عالم؟ شيخ الغزالي راه موسوعه شيخ وش بيك هذا؟ لا اسمع شيخ الانسان اللي راه كتب 30 ولا 40 كتاب والانسان اللي راه مشهود له مش غير فقط في الجزائر مشهود له في 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 دول كثيره وراه عنده مؤلفات وعنده ابحاث وعنده دراسات تقارنوا لي انت الواحد حافظ القران ولا حافظ واسمه مذهب معين؟ اما اقول لك الامام اسمه الامام ابو حنيفه ما كتبش كتاب ما عنده حتى كتاب ولكن موسوعه موسوعه والعصر نتاعو دوك ما العصر نتاعو احنا ذكرناها مقبلات القراءه تقدر تكون صوتيه وحنا ذكرناها مقبلات. نعم احنا مش حابين نخرجوا على الموضوع. كاينه قراءه يعني صوتيه الانسان يقرا يتعلم يروح يسمع. نعم وكاين ناس قيدت هذاك العلم ويعني وكتباته وكاين الناس تحفظ كما دعا يتعجد حفاظ هذا يحفظ عطاه يعني عطاه ربي. مانيش نقول لك علامه كبير. نعم انا جبت لك هذا يتعجد تناهيك على الاخرين. نعم من الخلل الخلل اخ مولود الخلل راهو هنايا. انت مثلا نعم. تجيب لي اموال تحل الجامعات صح المناهج اللي يعني كي ناخذوا الخلل كي ناخذوا الخلل اخ مولود يعني درك. نعم. هنا على جل باش نلقاو فيما بعد الحل. يعني لو كان نقولوا مثلا فرضا هو انه عين هذا ايتعالجات على في الجامعه الاسلاميه في قسنطينه كانت النتائج تكون احسن من لما عينوا اسمه الغزالي؟ من يدريك. انا اقول لك تقدر تكون احسن. انا اقول لك لماذا انا جبت ايتعالجات هذا كمثال. كانوا بزاف. أنا جبت لك العرباوي كانوا ناس بزاف. كان بوعلم الباي كان واحد كان شيخ صحنون كانوا ناس وناهيك على المفكرين اللي كانوا حاملين الفكر الإسلامي. مثلا أذكر الأخ هذا مثلا الأخ نوري أذكر محمد داركون وله يعني عايش بزاف يعني كما يقولوا في يعني في الثيولوجي. صح كاين ناس كان عندهم قلم يعني كانت هادو الناس تجلبهم دارت جامعه علماني محمد اركون لو كانت تعينوا نتا على جامعه اسلاميه هو علماني. خلينا هذوك شوف. نعم حنا انت الانسان كي تكون عنده كفاءه تكون عنده كفاءه انت علاش درت لي عملت الجامعه في يعني في الجزائر علاش؟ باش يعني تقدر تصيد بهم الكفاءات. انت رحت لي باللي بعيد جبت لي هذا السيد وهذا وكاين ناس قراب منك وناس ولاد تعين لي اركون تعينوا لي في جامعه نتاع الادب تعينوا لي في جامعه ما على باليش انا اخرى عندها توجه واحد اخر. اي بصح اسمح لي هو عنده هذه النظره تاعي هو يفصل ما بين يعني السياسي والديني. عنده واحد كتاب اسمه اللي هو نظن اول كتاب دارو اسلام مغالي بوليتيك عنده الكتاب هذايا. ولكن عنده يعني عنده كما نقولوا دراسات في الاسلام. احنا ما يهمناش كل هو علماني ولا ولكن عنده دراسات مش مشكله. المهم كاش نهار ان شاء الله نديروا عليه برنامج ان شاء الله نديروا عليه برنامج الخلل الكبير يا خويا نور الدين. نعم قلت لك الخلل الكبير انا عندي ذكرت لك الجانب التاريخي وهذا كانت عنده يعني كان مدمر. وقلت لك ومن خلال هذا الاستثمار هذا اللي صرا كاع يد فرنسا ويد تاع الناس تاع يعني جزائريين عندنا. نعم. الوسيله اللي باش نقراو بها وباش نتعلموا بها ما عندناش الوسيله هذه. انت ما عندكش الوسيله كيفاش تقدر انت تتحصل كيفاش تقرا انت القرا علاش تقرا
تقرا باش تشوف رموز اللغه. يا الاخ مولود، يا الاخ مولود، رانا عشنا في مرحله راه من الناس اللي عاشوها، وذوك بمجرد هو انه نذكر بعض الناس ببعض الاشياء يقول لك صح. راه الناس كانوا لما يجي واحد راه يجي طيش ورقه، ورقه عادي يسلم عليها، ورقه عادي يسلم عليها تقديسا للقراءه. يا راجل وش بيك؟ راه الناس الان صارت درك تلقى واحد يضرب المعلم نتاعو، يضربه بدماغ، يريب له فمه. خويا الوردين، انا نذكر لك في الحي ديالي، في الحي تاعي في السبعينات الثمانينات، القليل اللي تشوف واحد يعني تحصل على الباكوري. ما كنتش، ما حنا برك رانا شوي بان هذاك الوقت باللي راه وقت ذهبي يعني مقارنه لليوم. فهمت؟ كما قال الشاعر، رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. حنا يبان لنا باللي هذاك العصر كان ذهبي، بصح لو كان يعني تشوف يعني تقراه، تعطيه دراسه نقديه تكون سليمه بعيده عن الحساسيات، تلقاه باللي كان خطا. ولا شك هو انه فيه نقائص، لا شك هو انه فيه اخطاء، هذا امر مفروغ منه. ولكن انت لما تقارن انت بالوضع وين انه كانت الناس، كما جبت لك انا درك مثال، هو لما تكون يا الاخ مولود قلت لك شحال من مره كي تكون ما تتكلمش اغلق الميكروفون باش ما يخرجش الصوت نتاع النفس تاعك. لما درك انت تقارن لي بين الوقت هذاك اللي انا اعطيت لك مثال، بحيث هو انه انسان تقدير للقراءه وتقديسا للقراءه وتقديسا للجهود، يعني هو انه انسان يلقى، شفنا موتنا يا صاحبي، موتنا هو انك انت تلقى ما تقراش، هي ما تقراش، ما تفهمش كذا، ولكن تلقى ورقه انفلوب تلقاه مطايش مكتوب فيه حاجه، لما تجي هي احتراما لهذيك القراءه وتقديس ان هذيك القراءه ما ترميهاش. والله قلت لك انا مرات هو انه الانسان والله العظيم قراونا، هو انك انت تحرقها وما ترميهاش. ودرك راك تلقى، احنا راهم اساتذه درك الان، هاني درك انا راني دخلت في الخمسينات، اساتذه درك لو كان نلقاه نتلاقاه نسلم له على راسه احتراما لهذا الاستاذ. درك انت يا صاحبي تشوف انت دوك تلقاه الاستاذ نتاعو يعطيه بدماغ يريب له فمه. راه مشكل كبير، خلل كبير. احنا درك الان نحوسوا على الخلل، لانه هذه التراكمات هذه دوك اللي ادات درك بالمواطن الجزائري هو انه يعزف على القراءه. راه مشكل، يعزف على القراءه، يعزف على السياسه، يعزف على التفاعل في المجتمع نتاعو، يعزف. دوك انت دوك مثلا باش واحد دوك يبذل جهد والله يخدم والله يحوس على الربح السريع ما يخممش، والله ولا واحد يحوس لك على الحلال والله الحرام والله ما يخممش القدام برك لم برك. شوف الاخ نور الدين، يعني والمفصل اللي شغل القضاء، يعني ما تقدر تقول القضاء على هذاك الشيء اللي كان اللي حنا كنا نشوفوه بكري نوعا ما، هي الفترة هذه تاع الفترة تاع التسعينات، اللي حقيقة يعني ما كانش يعني ما وش تزيد. يعني لو كان أي بلد أوروبي تكون يجوز مرحلة مثلا 10 سنين ولا ما على باليش حال، تكون فيه دماء وتكون فيه أشلاء ودمار شامل كما صار في الجزائر، يعني ما يكونش عليها أثر سلبي، أكيد يكون. يعني ما تقدرش رأي برك، لو كان تشوف انت بعض يعني البلدان الأوروبية كيفاش كانت في السبعينات، انت تحير كيفاش رقاو للدرجة هذه اللي راهم فيها اليوم. هيه أسيدي درك أخ مولود اصبرني. نعم. دوك انت راك جبت دركا واسمه نقطة مهمة، قضية دوك انت دوك مثلا الفتنة اللي حدثت في الجزائر. احنا دوك قبيل في التعريف انت على القراءة، لما كنا نحكيه عن القراءة من بين الأهداف نتاعها وحكينا على الأنواع نتاعها وإلى غير ذلك، على جل باش نحدوا الخلل. درك أنت هذا المواطن هذا درك اللي درك هو راه عاش المرحلة هذيك نتاع التسعينات، قال راه مصدوم، عنده صدمة نفسية، لازم له مرحلة نتاع نقاها على جل باش هو يتعدى هذيك المرحلة
وفيما بعد يعاود يرجع ربما للوضع الطبيعي نتاعو. لازم له عوامل، لازم له كذا على جنب باش يعاود يرجع. هذا المواطن درك اللي هو درك ما عاشش المرحله هذيك، ما عاشش درك على جنب باش انت في ضمن هذه الاشياء هذه اللي متعلقه بالقراءه. اما احسن درك نتاع على جنب باش انت تقرا كتب على جنب باش تفهم انت الاحداث وتسافر انت عن طريق الكتب، تفهم انت قال مثلا مشاكل الخلل اللي وقع في الثوره بين هذا الزعماء وبين كذا، واش الشيء اللي حدث الجزائر دركه في هذه الفتنه. تقرا كتب، تقرا شهادات، تقرا كذا على جال باش انت تفهم هذيك الاحداث، على جال باش انت في المستقبل نتاعك يكون حاجه واحده اخرى. درك انت اذا ما قريتش انت الثوره، ما قريتش انت، ما عرفتش التاريخ نتاع البلاد نتاعك، ما قريتش انت دوك واش صرا دركا في التسعينات وفي كذا، المستقبل نتاعك هذا كيفاش راه رايح يكون. اتمنى هو انك راك فهمتني. لا فهمتك يعني دوك انت راك كانك توحي انك تقول هذا الجيل الجديد اللي سمراه نايض ما شافش التسعينات قاعيتي كيفاش نقدروا نواجهوه، انه به اللي نقدروا نفتحوا صفحه جديده. القراءة نهضر لك على القراءة، على الخلل، على القراءة. إيه هي القراءة، احنا قلنا هذا الجيل هذا اللي عاش. نعم. هذه يعني نفسيا بالظروف اللي كاين اليوم ما راهوش مؤهل. نعم. ما راهوش مؤهل إلا 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 قلو كما قلت أنت نقاحة. يعني دوك أنت باش نحلوا هذا المشكل تاع القراءة كاين مشاكل أخرى نحلوهم قبل ما نجيو القراءة. أنت الإنسان كما قلو الكرش يعني خلي خلينا من الكرش يعني ومن الساكن، راهو نفسيا راهو في العقل تاعو مدمر، يعني يجري على مشاكل تافهه في الدنيا. ومن بعد انت تحط له كتاب يعني يقرا، ما كاش. ما حتى انا في الطائره مثلا، في الطائره كيكون واحد مثلا الناس قاعده تقصر شغل الهضره وش تقول راك في يعني في الباص، ما حتى مثلا كيكون هذاك يعني شغل يرشد الناس باش يقراوا هذاك الكتاب، واحد ما يدير في الكتاب هذاك ويقرا يشوف مثلا كيفاش يعني التعليمات هادو تاع السيفتي مثلا في الطائره. كاين اشياء كثيره دوك انت ما تقدرش دوك انت تحل هذا المشكل، هذا المشكل تاع القراءه بلا ما تحل المشكله تاع المشكله الامنيه في يعني في الجزائر. الجزائر ما عندهاش امن، كاين هناك كاين كما نقولوا هدوء في الجزائر، بصح ما كاش استقرار. كاين نوع من الهدوء، ما نقدروش نصوتيو. يعني انت يا راك حاب تصوتي للدرجه اللي راهي جايه من بعد، كاينه درجه واحده اخرى سابقتها اللي هي حنا نشوفو كيفاش نعالجو هذا الوضع اللي راهو في الجزائر. يعني كاين وضع امني من يعني من كل يعني من جميع النواحي، الامن يعني على النفس تاع الانسان، الامن الغذائي، الامن يعني في كل حوايج باش نقدروا نصوتيو لهذا. يعني المشاكل مرتبطه ببعضها البعض، ما نقدروش نفصلوا مثلا نقولوا ايه واليوم نتفاهموا كيفاش نحوا هذا المشكل تاع القراءه ونخلوا نجاهلوا المشاكل الاخرى. ما نقدروش يعني مرتبطه بعض بعضها البعض. انا كيما انا يعني انك فهمتني يعني واش حبيت نقول. نعم شكرا الاخ مولود. تفضل الاخ عبد القادر من كندا. مرحبا بك الاخ عبد القادر. بقاو لنا نقطتين، النقطه الاولى هي المتعلقه بالخلل، وش هي الطرق اللي نقدروا ندفعوا بها على جل باش يكون هناك حب للقراءه وحب للمطالعه. تفضل الاخ عبد القادر. شكرا اخويا نور الدين، نحييك ونحيي الاخوه اللي راهم معك. والله اليوم راك ضربت في العمق اخويا نور الدين، يعني المشكل تاعنا راك رحت للاصل، اصل المشكل هذاك هو الاصل تاع المشكل. يعني الشعب اللي ما يقراش الشعب مستحيل انك يكون مؤهل لاقلاع حضاري ولا نهضه ولا شعبنا للاسف. وحنا منو يعني راهو في الهامش من ناحية القراءة، يعني لأن أي تطور وأي تقدم هو عبارة عن مجموعة يعني شوف لي الشعب اللي يقرأ هذاك هو اللي يقول لك هذاك هو الشعب المؤهل. شوف مثلا هنا كل
لي راس هنايا اللي جونا مثلا هنايا تلقى لي جابوني تلقى لي كوريا لي شينوا اكسيتيرا تلقاهم ياكلوا يعني يقراوا وكأنهم يأكلون. نعم يعني القراءة يلتهمون الكتب يلتهمون، يا سبحان الله العظيم يا سبحان الله العظيم والله العظيم. غير تروح المكتبة، أي مكتبة هنا، وإحنا معروفة هنا البلاد هذه بالقراءة وبالكتب وبالمكتبات وبالنوادي إلى غير ذلك. تروح تشوف، أنا ما مست يعني استمرار باش نلقى نالجيريان في مكتبة من المكتبات، والله العظيم يعني، وهذه أقولها بكل موضوعية يعني، مانيش ما عنديش النظرة هذيك السوداء ولا، ولكن هذا هو الواقع. نعم. نتذكر في 92 طلعت لفرنسا، وهذاك أول 92 طلعنا يعني ديفينيتيفمون هربنا من القتل والجزائري يقتل خوه. فلما خرجنا من 92، لما تروح المترو تطلع المترو مثلا، اللي ما هو شرف الكتاب هذاك هو عربي ولا الجيريا، ولو راست الناس الاخرى كلهم بالكتب يعني. وانت راك في فرنسا نور الدين، وراك نعم. وراك شاهد على ذلك يعني. تدخل المترو ولا لاروار في باريس ولا البوس ولا، مباشره اللي تشوفه ما هو شرف الكتاب روح قول له السلام عليكم، يقول لك وعليكم السلام ورحمه الله. يعني يعني للأسف يعني، تروح مثلا لا بيبيوتيك بومبيدو ولا، ما تلقاش لي زالجيريان الا النخب يعني. كانت واحد النخب ذاك الوقت يعني، الحمد لله كانت نخب في كانت امور طالعه من الاستقلال. واحد كنا في صعود، كنا في صعود، تشكلت واحد النخبه، بدات تقرا، بدات تحب القراءه، وكانوا والدينا يحبوا كثير القراءه، كانوا يوجهونا ويدفعونا نحو القراءه. ومن بعد تشكلت هذيك، بدات نمو المكتبات في البيوت، لان احنا لما طلعنا ما كانش مكتبات في البيوت، لقينا ممكن تلقى المصحف يعني. هذه نحكي عامه يعني، المجتمع الجزائري فيه ناس مثقفين الى غير ذلك، كانت عندهم مكتبات وكانوا مثقفين من وقت الثوره، ولكن عامه الأمية كانت يعني غالبة في المجتمع الجزائري. بعد جيلنا حنايا بدأت تتشكل هذيك النواة هذه، بدأت الناس تقرأ، بدأت الناس تهتم بالكتاب، بدينا نديروا مكتبات في البيوت، بدأ هذاك التوجه نحو الحب وأصبح واحد التراكم، لأن الأمور هذه تاع القراءة تتراكم، والإنسان اللي يقرأ راح يأثر في المحيط نتاعه الصغير، ثم يأثر في المحيط تاع الكارتي هذاك الى غير ذلك. فيصرى التراكم، وبعد لما يصرى التراكم يعمل المجتمع، ومن بعد تعرف سي سا لو ترمومتر نتاع النهضه تاع مجتمع. لما تروح المجتمع تعرف اسكو راح ماهوش قابل للاستعمار وراه مؤهل للنهضه، تروح تشوف وشحال الساعات اللي يقراها، كم من ساعات يقراها في اليوم، وكم من ساعات يقراها في الشهر، وما هي نوعية القراءة اللي راه يقراها إلى غير ذلك. إحنا مع الأسف نوعية القراءة في الجزائر هي كتب الطبخ والكتب الدينية والخياطة، ويعني غير هذه الأمور يعني. ما كانش الأصل المشكل أخويا، هذا تشخيص راكم درتوه على ما أظن يعني. الأصل المشكل حنايا تعرضنا إلى عملية هدم نوردين. نعم. الشعب الجزائري يعني عطاونا يعني، هدمونا، هدموا طاقاتنا، هدموا ولذلك باش حبوا، لأن العملية الاستعمارية ما زالت، أنا نشوف من أجل استغلال الثروات نتاعنا، من أجل استغلال الخيرات نتاعنا، فماذا بهم يكونوا نموذج هذاك قابل للاستعمار. وهذا واش راه كاين يعني. حنا ولذلك المشكل هو ان الجزائري لا يؤمن بالقراءه، ها هو المشكل. حنا في واحد الوقت بدينا نؤمنوا باللي القراءه هي المفتاح، صح امنا بذلك، وكنا لما تجي عندك لو يقدر واحد يشرب دواء خاطئ يقتلو، يقدر يشرب سم، يقدر لو كان ما يكونش يقرا كذا. صحيح صحيح
حتى انا نتذكر انا في فرنسا بليزيميغري الجيل القديم ما كانش يقرا يعني ما يقدرش يقرا يوليتر يعني رساله ما يقدرش يقراها يروح مسكين يدير اي ايام كي اللي باش يلقى واحد يقراها له مثلا يعني مشكل مجتمع القراءه ما كانش المكتبات ما كانش الحب للقراءه ما كانش الايمان بالقراءة ما كانش يعني الشعب مثلا هنا يعني آمن بالقراءة الشعب مثلا هنا في كندا ولا في أمريكا ولا في فرنسا ولا في بريطانيا يآمنوا بالقراءة وفيه تراكم يقول لك أنا قريت كتاب فلاني أو خرج كتاب الآخر وهو جاي الكتاب الآخر وهي رايحة أما احنا يا احنا أولا ضربوا النموذج المتعلم قولي وش من الإنسان اللي متعلم في الجزائر يا إما مهبول يا إما مريض يا إما فقير يا اما منش عارف انايا يا اما فالشاب لما يشوف يقول لك انا نقرا نرجع كما هذاك فهو يروح يشوف في نموذج اخر للنجاح وهو الانسان اللي يتحايل الانسان اللي يرشي الانسان اللي اما الانسان اللي متعلم هذاك وكذا خلاص ما رجعش في الجزائر نموذج ولا موديل يتبع ف إشكالية كبيرة هذه تاع عدم القراءة والجزائري لا يؤمن بالقراءة لما نكون مثلا أنا لما نهبط الجزائر الناس ما تقراش حتى أن مثلا الجريدة يقراوها يشروها مثلا الجورنو باسكو ماهوش رخيص الجورنال في الجزائر 2000 فراك ولا هكذا لما يشروه يروح مباشرة يقرا الصفحة تاع الرياضة يقرا الصفحة تاع الرياضة ويدير لي موكروازي ويقول لك والله يروح يشوف الزهر يشوف الزهر تاعو ويروح يشوف الزهر كي يدخل له كذا يقول لك هذا كاع بوليتيك خرطي يقول لك هذا كاع كذب في الكذب يعني هذه ثاني السياسة شوف واش دارت السياسة والكذب في السياسة والفشل في السياسة يعني الناس بدأت تكره يعني مثلا طلبة كنت مثلا احيانا نروح للسيبر كافي في الجزائر مثلا طالب مثلا يجيه طالب مثلا عنده بحث على سبيل المثال لما يجي للسيبر كافي يحوس على موضوع من المواضيع ما يروحش مثلا يقعد ويستغرق في هذاك الموضوع ويحط وقت من الوقت نتاعو باش يقرا هذاك الموضوع باش يبحث في هذاك الموضوع وباش يقابل الآراء في هذاك الموضوع وكذا لا وش يروح للسيد المول السيبر كافي هذا يقول له غادي نحوس على موضوع من المواضيع يقول له اوكي هذه ما كاش مشكل كاع يروح يشوف له كاش يحط له تيتر تاع الاخر يدير له فوتوكوبي تاع الاخر شغل كوبي اند بيست يعني كوبي اند بيست يحط له يخرج له الموضوع يدير له الاسم نتاعو من الفوق ويعطي له البحث وهذاك البحث يروح يمدوا للاستاذ نتاعو وخلاص هذا مشوف شوف الامور كيفاش راهي تمشي في البلاد خاصه اذا كان الاستاذ تاعو ما عندوش الانترنت خاصه اذا ما كانتش عنده الانترنت ولا وثاني كاين فيه نفاق الاستاذ ما على بالوش المهم يعطيلو البحث وخلاص يعني ما يهموش في محتوى البحث ولا في لان الاستاذ عنده مشاكل أخرى ومشاكل عائلية ومشاكل إذن المشكل أو الخلل أو مشكل تاع مجتمع فيه الجانب السياسي فيه الجانب تاع النفاق السياسي فيه عدم الإيمان بالقراءة فيه الأسرة من تحت ماهيش نوردين الأمور متشابكة يعني ثم الطفل في البلاد إذا قعد في الدار يقرأ يمه تقول له أخرج برا روح كما أصحابك يعني راح تنفس ولا تقول له واش كي الطفل أنت في الدار ولا احنا مثلا في وقتنا العكس أنا الأم نتاعي وجدتي كانت تحط لي الطابلة في الطاولة في الدار وتقول لي أروع أقعد هنا وأقرأ لا ديفيرونس يعني بين جيل وجيل يعني هذا الاشكاليه مالوريزمون خويا نوردي لما نزلوا الجزائر نلقاو الشوارع مملوءه بالشباب المقاهي مملوءه بالشباب تروح للمساجد مملوءه كذلك ولكن وين راه الفعاليه تاع الذهاب الى المسجد يعني
ما كانش فعالية. الشعب ولا الشبيبة ماهيش، لا يعني أنا لا أعتبرها الآن يعني عامل من عوامل النهضة، يعني لأن الشبيبة هي الوقود، هي الوقود تاع الحضارة، ولا هي وقود النهضة. فلما تكون هذه الشبيبة خارج إطار التاريخ، تلقاها في القهاوي ما يقرأ وما يتحدثوا على القراءة، على الكتب، على التقدم، على التطور، فكلهم يعني يتكلموا كيفاش ندير دراهم، وكيفاش نتزوج، وكيفاش ندير لي زافير، وكيفاش الرشوة، وهذه وهذه وهذه. فمشكل كبير، ولازم كل الطاقات نتاعنا نديروا اليد في اليد، عن طريق يعني مؤتمرات، عن طريق حتى رجال السياسة لازم يدخلوا في هذا الإطار، ونحاولوا كيفاش ندفعوا إلى إعادة تركيب الشخصية من جديد. يعني أنا نظن باللي مشكل كبير 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 بزاف هذا في الجزائر يعني. نعم نعم يعني شكرا شكرا نعم شكرا للأخ عبد القادر سمير، على جل باش نختموا البرنامج. سمير بقونا نقطتين هذو. الو الو يا سمير تفضل خذ الكلمة، ولا راك لاتي، ولا اكتب لي رسالة خليني باش نمر الكلمة. الو الو تفضل الاخ نوري. نعم شكرا الاخ نوري. يعني في نهاية المطاف ربما نذكروا بعض النقاط اللي نقدروا نضيفوها فيما يخص الحلول. نعم. اولا يجب ان يكون هناك اعتناء بالكفاءات وتقديم المواطنين الواعيين للمناصب المهمة والمناصب العليا، لأنه هم المرآة اللي يشوف فيها المواطن العادي ويعني يأخذ منهم، هم الأساس. يعني أنت لا تدير لواحد في المسؤوليات الكبرى عصابة مافيا أو أصحاب الشكارة أو واحد ما يفهمش حتى كيفاش يتكلم مع واحد دبلوماسي. بطبيعة الحال المواطن هذا الجزائري ما راح يسمع له، ما راح يشوف فيه، وما راح يثق فيه، وما راح على باله به. كذلك هذه الأساتذة الجامعيين اللي راحنا نشوفوهم يشرفون على الطلبة الجامعيين، هم مسؤولون كذلك، مسؤولون لأنه مثلا يعرف باللي الطلبة الجامعيين لما يتخرجون يديروا يعني مذكراتهم نتاع يعني فوتو كوبي كولي، وعلى بالهم وعلى بالهم، ولكن مع ذلك يعطيه أحسن نقطة ويخليه مرة. علاش هذا يعني طلب الخيانة كأستاذ. ما هو أستاذ، أنا لا أعتبرك أستاذ. الأستاذ هو أنه لما يكون على علم أن هذا الطالب المذكرة نتاعه وهو عنده الحق في هذا الأمر، ما يش يعني مذكرة كما يطلب بها القانون والنظام الجامعي. ولكن الأخ نوري سامحني قطعتك في هذه النقطة برك على جل باش نثريو النقاش. انت درك ذكرت درك هذه المسألة هذه نتاع المذكرة. درك لو كان راك في مجتمع قال مثلا في فرنسا، ولا راك في إسبانيا، ولا في بريطانيا، في هذه الدول هذه اللي راها هي المسؤول لما يعين في مكانه ما تلقاش يعني مش هو أهل هذيك المكانة هذيك. درك تلقى أنت أستاذ، لما الأستاذ هذاك راه رايح هو يقدم التقرير بهذاك التلميذ، وراه عنده الوسيلة اللي هو يتحقق منها باللي هذاك التلميذ هذاك والله هذاك الطالب راه هو البحث نتاعه وراه مفبرك. هنا راه ما عندهم برامج تعطي له انت الكتاب، يقول لك اعطيه لي وورد، فهمت؟ ماشي تعطي له بي دي اف، يقول لك اعطيه لي وورد. عنده برنامج هو يدير فيه، هو قال اون فراز، فهمت؟ عباره يحطها في البرنامج ثم تخرج له المصدر نتاعها منين. ولكن الاستاذ اللي هيه ماهوش هو الاستاذ اللي راه موجود في اوروبا. الاستاذ اللي هيه راه هو تلقاه حتى هو الاستاذ في نفسه راه دخل بالتصوير، ومرات تلقاه أستاذ حقيقة هو راه اجتهد وراه خدم وراه تعب وراه كذا، ولكن الوضع راه على باله بروحه باللي يتكلم يهزوه، والله يتكلم يعشي فيه وسمو، يقول لك أنا أخويا المهم أنا راني مغطي روحي من ناحية القانونية، أنا طلبته، أنا مانيش كوميسار على جل باش نحقق أنا،
الى المذكره هذيك راه صحيحه ولا غلط. انا ملي طلبته دار مذكره، دار مذكره نقش الشيء اللي راه عندي وبسلامه بالعافيه. هكذا راه الناس تفكر ضرب. تفضل الاخ نوري. نعم دروك الان الناس اللي كانت تفكر بهذه الطريقه بصفه عامه، هو من احسن اننا نغلقوا هذه الجامعات والاموال هذيك اللي نصرفوا على الجامعات وعلى الطلبه نديروها في الفلاحه ولا الزراعه ولا الصناعه ولا السياحه ونستافدوا احسن. علاش رانا نصرفوا هذه الملايير وهذه الاساتذه وهذه الجامعات والناس اللي تبات في الجامعات وما شابه ذلك، وبالتالي يعني ما كان حد شيء. من الاحسن نكون نديروا مثلا فوت الباكيه، واش بغيت دير الفلاحه؟ روح اختص سنه ودير الفلاحه. واش دير انت الصناعه؟ روح سنه ودير الصناعه. والبلاد تتطور احسن بهذه الطريقه. يعني احنا علاش رانا يعني يبقى الواحد ما يشوف هذا الامر راقد وياكل وساكت وماشي؟ يعني ناخذوا تاريخ معين، يعني يا نمشيو هاك يا نمشيو هاك. فكذلك لا ننسى ان الكثير من الكتب الموجوده في المكتبات الوطنيه الجزائريه سواء كانت الجامعيه او الوطنيه او ما شابه ذلك، او حتى في المكتبات يعني التي تسوق الموجوده في السوق، يعني هناك كثير من الكتب اللي ما عندهاش ذوق يعني للمواطن الجزائري. لان كما تذكروا الاخوه ان القراءه لازم يكونها عندها ذوق، مثلها مثل الاكل. انت واحد الاكل الا قدموا لك واحد الانسان في المطعم وما كانش فيه يعني ما عجبكش، ما عندوش ذوق، ما فيهش يعني امور، ما ربما ما تاكلوش ولا تاكل شويه وتسمح فيه، ولا ما يعجبكش، ولا ما تعاود تجي تاكل مره ثانيه. القراءه نفس الشيء. هذه المكتبات كلها سواء الخاصه او العموميه إذا كان فيها هذه الكتب اللي ما فيهاش ذوق للقراءه للقارئ تاع المواطن الجزائري، لاش نجيبوها ولاش نخليوها؟ ها نحرقوها ولا نبيعوها لدوله اخرى ولا نشوفوا واش غادي نديروها، ونشوفوا الذوق تاع المواطن الجزائري واش راه باغي. كذلك هذه الانتاجات تاع السرقات العلميه اللي كثرت من الكم تاع الكتب. الكثير يعتبر بلي انك تكون عندنا ملايين الكتب بالكم والمحتوى نتاعها ما فيه، هو اللي يقول لك سما الامور غادي نتقدموا للامام في القراءه والمطالعه وغادي نتطوروا. لا العكس، هذا هو اللي غادي يؤدي للجمود، لان حتى واحد ما يولي يقرا. لان الانسان الان روح خوش في المكتبات تلقى الكتاب، لما تجي تبغى تطالع على امر من الامور تشوف العنوان نتاع الكتب يخلعك، تتعجب هذا العنوان منين جابو، ما تفهمش العنوان، ما تفهمش داير لك واحد الفلسفه في العنوان، تبقى ربما خصك تفلسف باش تفهم. علاش ما يديرش عنوان بسيط اللي يقدروا يفهموا الناس، يكون يرتبط بالفكره العامه تاع الكتاب؟ وشوفوا العناوين اللي راه يديرها اليوم، ماني شرط من يجيبوا العناوين هذه، العناوين اللي تتردك حائر. هذا ناهيك انت الا بغيت تدخل في الجوهر الكتاب وتبدا تقرا فيه. من البدايه انت عاوز الصفحات يصيبك ملل، اسلوب يكرهك، الفاظ ما تعرفش واش راه يقصد بها. يعني ما كانش منهجية، ما كانش أسلوب اللي يخليك ترتاح وتتسلى في القراءة، مثلها مثل هذيك القراءة اللي تخليك تخليك تعيش في الكتاب، تنسى نفسك ربما حتى تمر ساعة أو ساعة ونصف وأنت ما فايقش بروحك في القراءة. هذه الأساليب هذه فقدناها في الكتب اللي رانا الآن موجودة الآن. كذلك ما كانش مفتشيات خاصة من طرف الدولة مثلا تحارب هذه السرقه العلميه وتحارب هذه الكتب اللي هي مثلا اللي نحكوا عليها، اللي هي مثلا تعاقب هاد الناس وتحارب هذه الامور هذه اللي نحكوا عليها. هذا كان جانب مهم. كذلك مثلا نزيد نضيف على الترجمه كذلك كثير من الكتب التي تترجم الى اللغه العربيه مثلا او حتى الى اللغه الفرنسيه بالنسبه للقارئين باللغه الفرنسيه، ربما تترجم من الصين من دول اخرى بعيده يعني عن المجتمع الجزائري، ولكن او الالمانيه او يعني لغات اخرى او ايطاليا او حتى الاسبانيه. ولكن هاد الناس المترجمين الان اصبحت عندهم ترجمه يستعملون تاع جوجل وترجموا، ما يترجمش المعنى، ما تفهم والو. تاخذ كتاب اللي تلقى مثلا مترجم من لغه صينيه الى عربيه وفرنسيه ما تفهم والو، ما تفهمش واش راه يقصد. لو كنت تمشي تقراها ربما الاصل احسن لك لو كنت فاهم. هذا كذلك يدخل في هذا الجانب، الناس كرهت هذه الترجمات البهلوانيه هذه. كذلك لازم تشجيع
الأسر لازم يشجعوا الأطفال نتاعهم منذ الصغر على القراءة. الإنسان اللي عنده طفل يعني كل الأطفال تختلف حسب المستويات طبعا، تعطيه يعني لما يكون يدرس في المدرسة بالبرنامج نتاعو ماشي حسب المستوى نتاعو، كل مرة تعطيه كتيب صغير تعطيه له حتى أنك تحاول بالحكمة كيفاش تردو يخشو يقراه، وتقول له مثلا قول لي واش راح يحكيو هنا وعلاش، باش تخليه حب المطالعة وتدربو على المطالعة من الصغر. هذه كذلك ما كايناش احنا في المجتمعات، يجيب له بلاي ستيشن، يجيب له فيلو، يجيب له سكوتر، يجيب له مش عارف الكوارك، يجيب له كاع الوسائل، ولكن ما يعطيش كتيب صغير كيفاش يعلموا على القراءة. كذلك بالنسبة للمواطنين البالغين سواء كانوا في الإدارات أو في الجامعات أو في الثانويات، لازم يكون مثلا هدايا تتبادل ما بينهم عن طريق كتب. يعني أنت لما تهديك كتاب لصديق بمناسبة أو بدون مناسبة، يعني هو ربما إذا كان صديق وقريب ليك أو أخ أو من العائلة، ربما ينتبه لماذا هذا الأخ أو الصديق هدى له هذا الكتاب، ويعتني ويكون عنده حافز باش يقرأه ويطلع عليه ويتحفز على القراءة. هذا الشيء غايب كذلك عندنا في المجتمع الجزائري. ويعني كان كذلك أمور أخرى ربما اللي تترك كما ذكرنا، اللي هي تدخل في السياسات المنتهجة وما شابه ذلك. وهذا ما الذي أنا أقول. نعم. وشكرا لكم. شكرا الأخ نوري. تفضل عيسى. ألو ألو عيسى. نعم تفضل. الحلولة. تفضل، بقوا النقطتين الأخيرتين هذو، تفضل. الخلل والحلول، تفضل. مشكلة كبيرة. الخلل يبدأ من المواطن البسيط، الخلل بعد من المواطن نفسه هو اللي ما يحاولش. ما تكون إرادة برك واحد كما كان يقول قبيل عبد القادر الله. احنا قبل موش كي نقول انا نشري 4 جرنالات بمعنى انا اللي راح نخلصها، كان يدير جرنال ب1000، كنا 4 اصحاب كل واحد يشري جرنال. ديجا انا كان عندي واحد صديق ديما يشري هو لوسوا، متخصص في لوسوا، هو اللي يشري بلا يقرا هو بعد يقرا حياه تما كنا. وكان في هذاك الوقت تنافس بيناتنا، يعني بعد كاش كل يجيب معلومه، شكون اللي يعرف، كان فيه نوع من انا كنت سميها ذيك هي بوادر النهضه هذاك الوقت، وشيء بعد كسر. بصح كنا عندنا واحد لوسونس هكا تاع انا نحكي لك اللي كنت نشوفه قدامي يعني. ومالغري كاين النص الكبير كما قال ميلود قبيل ما وصلوش للجامعه، لكن النيفو كان لاباس به يعني. النيفو كان فيه ناس تفهم شويه، تعرف تقرا تطالع، كانت فيه تنافس، لازمو يدير باك، لازمو يحاول يوصل للباك ويجرب ويعاود يجرب، وكيف ينجحش ما ينجحش. بصح كان فيه شويه واحد النوع من التنافس. دوك التنافس ما كانش كنا قبل نور الدين يقول لك الاستاذ اوليو يضربوا يضرب الطالب هذاك، وبعد يولي دركا في الوقت الحالي انه الطالب يضرب الاستاذ يولي كارثه كبيره هذاك. وزيد المشكل دركا حنايا، انا هذه ننصح بها في الحلول، هذه نهبط ديريكت الحلول. انا ننصح برك الاساتذه ولا يا عجبه يا ربي اساتذه ما عندهمش فيسبوك، يتصلوا يعطوه للاولاد اللي قريوهم. كيفاش ما يكون عندك مشكل اكتب لي نجاوبك سؤال. هذا استاذ ما عندوش فيسبوك انه يتعامل مع التلاميذ تاعو على الاقل من 13 سنه وما فوق. هذا لازم يكون تواصل بين الاستاذ خارج المدرسه ثاني. كش ما عنده سؤال يعطيهم تما شغل على الاقل نفحه انه ايه والله الاستاذ يهتم ويعاون فينا ولازم يكونوا عند حسن ظنه. هنا ما كاش الاستاذ ما يدير المبادره والتلميذ تلمون الضغوطات من كل الجوانب، بون يرجع الاستاذ يزيد ما تضربنيش ما نضربكش، يضربوا وتروح الكارثه. حنا هذه ما شفناهاش في جيلنا، يعني في جيلنا ما شفناش الاستاذ انه تضرب، شفناها غير في الجيل هذا. قلت لك المهم الاستاذ لازم يلعب دور ثاني، الاساتذه تاع المعلمين خاصه والوالدين. يعني والوالدين رانا كيما بكري ومازال لي الله غالب عليه ما يقراش، والمراه ما تقراش الا من رحم ربيهم يعلموا. كما مع ذلك انا كنا نشوف في الناس يقريو ولادهم كيجيو من ليكول، وخصوصا النساء يعني
راه هنا نفرقوا شويه، راهي اللي راهم يقريو فيها في الديار على حسب رايي انا، قريو وليدات من الصغار كيجيو من ليكور، راهي الامهات اكثر من الاباء، هذا رايي ممكن راني غلط. قلت كي شويه يعاونوا ونقصوا يخفوا يخفوا العبء على التلميذ هذا، يعطوا له سهوله ما الضرب ينحيوا، يحاولوا ينحيوا الضرب. علاه هنا ما يضربوش اخويا؟ الاولاد عاطينهم قيمه، لا لا يعني ما تفهمش كيف قيمين الاولاد، عاطينهم يعني حب للحياه، صح انهم يحبوا يتعلموا. هنا هو ما يضرب الضرب الضرب، وزيد يروح للدار يزيد بالك كيما قالوا بالدار في البشماغ، وين راح يروح تصلى؟ راح يخرج عالم البشماغ. المهم شويه تكون تبدل العقليه، يعني قلت لك قبيله العقليه نتاعنا لازم تتبدل، والناس تنصح بعضها يا صاحبي. اليوم المشروع هذاك روح يا خويا، راك غلط، انا هكا انا هكا، رانا خاوه رانا جيران، علاه المنشر فيه في ظهره؟ والله حكاياتنا غير منشير، والله حكاياتنا غير هاو هذاك ربح هذاك خسر. يا خويا ارواح ومشيخوا مع بعضنا ونتعاونوا ونتعلموا بعضنا، وهذا يتعلم من هذا. واحد مازال يعرفوا خلاص يمشي بالعقل التوعيه. انا رايح نتكلم الكل انه نوعيوا بعضنا ونصحوا بعضنا بالخير. بالك شو ما تبدا تعدل الحياه بشويه بشويه بشويه. على بالك كل ما يتلموا ناس ويبداوا يتشاوروا ويتحاوروا ويقريوا بعضهم ويعلموا بعضهم، كل ما هذاك اللي يحوس سيرك لازم يجي نهار ويجي حتى وين ترى هو. الناس راهي تلمت وانا راني قاعد هنا وهم يتعلموا وانا راني قاعد. نعم. توقع فيه نوع من المعاندة. وربي يجيب الخير ان شاء الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا الاخ عيسى. المهم باش نختم هذا البرنامج نزيد نحاولوا ان نضيف بعض النقاط فيما يتعلق بالموضوع تاعنا نتاع اليوم. فيما يتعلق بالنقطه نتاع الخلل كما قالوا الاخوه وانا نايدهم في هذا المساله، هو انه الخلل مشترك، الخلل مشاركه فيه السلطه، مشارك فيه الاحزاب، مشاركين فيه النخب، مشاركين يعني فيه المؤسسات المختلفه، مشارك فيه الاعلام، مشاركه فيه الاسره، مشاركه فيه المدرسه، والاساس نتاع هذا الامر هو الاستعمار. الاستعمار لماذا؟ لانه الاستعمار اراد تغيير اللسان نتاع القوم، وشغل واحد نتاع حبين يحيلك اللسان ويدير لك لسان واحد اخر، ينحيلك لسانك ويدير لسانه باش تهضر انت بلسانه، وهذه مش منطقيه. احنا لو الان نشوفوا مثلا فرنسا فيما يتعلق باللغة، لأنه هذا النتائج اللي الآن هما راهم وصلوا لها هي كلها مكتسبات وكلها تراكمات معرفية، هما راهم مروا بمراحل. وإحنا ذوك مرات هو أنه الإنسان يقارن في أشياء، تواحد راهو درك في المريخ وانت ما زالك ما تعرفش حتى تركب المترو. الناس هربوا 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 بسنين ضوئيه. هما درك مثلا تروح انت لفرنسا يحكيوا الفرنسيه في القرى في الاحياء في المدارس في الملاعب في الملاهي، المهم الناس تحكي اللغه الفرنسيه. ما كانش واحد هو يبتكر كلمه من راسه يديرها من راسه ويحب يفرضها على المجتمع الفرنسي. كاينه اكاديميه هي اللي تخرج المصطلحات وتدير لها تعريف عن بحث. احنا يا هل ترى الان بالنسبه للغه في الجزائر راه الناس تتحدث لغه واحده؟ اللي يقول باللي الجزائريين راهم يتحدثوا لغه واحده كذاب، راه كل انسان يتحدث بالمفهوم نتاعو، ما كانش لغه واحده راه تتحدث فيها الناس. ولذلك يجب التركيز على هذه المسألة. في فرنسا مثلا هما وحد اللغة، اللغة الفرنسية الأصل نتاعها هو لاتيني، وراه عندهم هما لغات، عندهم بروتون وعندهم لوكسيتان وعندهم لغات راه موجودة عندهم هنا في فرنسا، وحد اللغة. وكان فيه اجتهاد. احنا لو الان دوك انت تقرا مثلا التاريخ نتاع فرنسا تشوفهم قبل 3 قرون 4 قرون ما كانوش موجودين هكذاك، ولكن ما عندهم والو،
بينما تشوف انت مثلا الشعر العربي، الشعر العربي بدا قبل الاسلام، يعني قبل 15 قرن الشعر العربي كان موجود، ثقافة كانت موجودة، والأدب كان موجود، ولكن كان فيه هو، كان فيه هو تاريخية. روح ذوك مثلا اسأل جزائري، قل له الجزائر قبل فرنسا وش كانت، على بالك باللي كاينين جزائريين راهم ما يعرفوش التاريخ نتاعهم، ما يعرفوش الجزائر كيف كانت قبل فرنسا، ما يعرفوش الجزائر باللي راها كانت قوة. التاريخ نتاعنا مشوه، اللغة نتاعنا محطمة. لذلك على جل باش حنا نعاودو نرجعو ونعاودو نوحدوا بعضنا البعض، لابد هو أن الإنسان يتحدث في هذه المواضيع، لازم الناس تفهم، ولازم الناس تركز على الأساس وتبركوا من الشطيح هذاك والرقص، لا في القنوات الفضائية ولا في كل المجالات. لازم الناس تفكر إذا كان فعلا حبينا على جل باش ننهضوا. تا يحكيك واحد على يقولك هاي فرنسا طلعت، وهاي الامريكان طلعت، وهاي انجلترا طلعت، يلا نطلعوا البلاد، عندنا البترول وعندنا الغاز وعندنا العقول وعندنا عندنا عندنا كل شيء، يلا نتعاونوا على جل باش نطلعوا البنات، على جل باش تعود اللغة تكون لغة واحدة في الجزائر، اللغة الرسمية. من بعد إذا كان فيه لغات خلي نديرو لهم درس يا سيدي، مادام راها الناس اللي هنا راها كيما يقولوا مغمورة وراها مغرومة بفرنسا، يلا يا سيدي خلينا نديرو. يا سيدي حبيتو ديرو فرنسا، يلا يا سيدي نديرو لغات في الجزائر. ثم القبائلية يا سيدي في المنطقة نتاع تيزي وزوب جاية والبويرة مدرسة، ولا سيدي الشوية مدرسة، والترقية مدرسة، والمزابية مدرسة، ونخليه اللغة اللي توحد الجزائريين. وخلي ما عندناش احنا مشكلة، ما عندناش احنا واسمه نقطة نتاع ضعف مع اللغات، بالعكس انا لو كان لقيت فرصة هو انه نتحدث اللغات كامل نتحدثها، ما عندي حتى اشكال، كما قالهاش القوري افاك بليزير نتعلمنا اللغات، ما عندي حتى إشكال. ولكن في كل البلدان رانا نشوفوا باللي العالم نتاع فرنسا كاين عالم واحد وكاين لغة رسمية، حنا حابين في الجزائر يكون عندنا عالم واحد وعندنا لغة رسمية، ما ناش نطلبوا في مستحيل، رانا نتحدثوا في شيء اللي راهو يقر به العلم. كيفاش درك الانسان درك اللغة اللي عندها 15 قرن، عندها قرون، اللغة اللي عندها قرون، اللغة اللي تدرس فيها الكتب وفيها العلوم، الناس وصلت بها دارت بها الطب ودارت بها كذا ودارت بها كذا، نخليوها ويروح الانسان واحد راه يتبع في السراب. اذا كان حبينا على جل باش حنا نعاودوا الحب نتاع المطالعة والحب نتاع القراءة، كما قلت قبيل الخلل المشترك، الحل لازم يكون مشترك، الحل لازم يشارك الإعلام، الإعلاميين اللي راك متبعوا فينا يا صاحبي، عندك برنامج راك تدير فيه انت في قناة فضائية والله في إذاعة والله راك كاتب في صحيفة، يا أخوي اجتهد، اجتهد هو أنه تساهم بقدر الإمكان على جل باش انت تحسس الناس بالحب انت على المطالعة، دير انت مع البلج هنا افكار على جل باش انت دوك. انا هذا البرامج اللي راني ندير فيها الاذاعة نتاع وطني موش زوخ، راني نحاول من خلال هذا البرامج على جل باش ندفع الناس للقراءة. علاش انا دوك راني ندير فيه برامج؟ هو انه نطرح انا واسمه اشياء على جل باش الناس تطالع، قال دوك كاين انسان راه تقول له القراءة يروح يبحث وش هي القراءة، وش هي الاهداف نتاع القراءة، وش هي الانواع نتاع القراءة، على جل باش تدفع الناس على جل باش تقرا، طالع على الانترنت مش مشكلة، اقرأ على الانترنت، اقرأ الان راه الحمد لله راه الكتب موجودة. اعلاميين راه عندكم مسؤولية على جل باش انتوما تساهموا،
مش بالضروره الان يعني تقال تكون انت مدير ولا تكون انت رئيس على جلبش تدير يا صاحبي. عندك صفحه راها في الفيسبوك تساهم ساهم من خلال الناس اللي راهم مدرك راهم يتحاوروا معك. راني نشوف فيهم انا ذوك في الصفحه نتاعي واحد يكتب لي بالحروف هذيك الرموز نقول له حبس. المره الاولى الزوجه الثالثه الا كان شفتوا راسه مخشنو نحي جد بابا نغلق له الكونت نتاعو. لازمك تفرض انت في الصفحه نتاعك واسمه احترام من خلال المواضيع اللي تداولها. وكل واحد راه مسؤول اللي راهو ذوك في وزاره ولا راهو في مديريه والله في كل مجال امام مفكر عضو في جمعيه كل واحد يساهم على جل باش هو يحسس الناس بالمطالعه يا سيدي من خلال الحديث نتاعك مع الناس ويحاول هو انه الانسان ينقي اللغه نتاعو ينقيها من هذاك الكلام الهابط هذاك ينقيها من الكلام الساقط ينقيها من الكلام السيء هذاك. يحاول هو انه الانسان يجتهد على جل باش هو يدفع الناس لحب المطالعة وحب القراءة ونساهموا مع بعض لأنه هذا العمل هذا لازم له مؤسسات. هذا ما يجيش غير هكذاك برك النتائج نتاعه وما تظهرش غير هكذا برك. لازم الناس تشارك في الأسرة وفي المجتمع وفي الحي وفي الجمعية وفي الملعب وفي المقهى والناس كامل تتساهم. لازم الناس تشعر ولازم الناس تحس من أنه لابد لنا من اللغة لغة واحدة الناس تتحدثها يعني على جل باش نوصلوا باش الناس تولي تتحدث باللغة مش بالدارجة الناس تتحدث باللغة. إذا كان فعلا حابين تطور ما دام الناس ما يش تتحدث باللغة غير كونوا هانيين على جل باش تطمحوا ديروا نهضة والله ديروا كذا. هذا الناس اللي راهم درك هما وصلوا باللغة اللغة هي اللي انت فيما بعد تخدم بها. بدون اللغة غير كون كاني على جل باش تطلع يا سيدي حتى تتحدث لغة اخرى. اذا كان راه عندك عقدة مع اللغة نتاعك تحدث لغة واحدة اخرى. المهم لازم لك لغة. ما تقدرش انت دارجة هذه وش هي هذه دار اكسيدون في الطريق وما على باليش انا جيت نحل لامال لقيت الكابو مكسر والرادياتور مطردقة ومن بعد جيت انا نحل لاكروا المساح اللي ثم ومن بعد التروفيزور لقيته مكسر. وش من اللغة هذه اللي راك انت تحكي بها؟ عربية مكسرة وفرنسية مكسرة والان راهو ذركة اللي راهو ذوك في المانيا راهو يكسر في الالمانية يحاول يكسرها على الطريقة انت الدارجة. واللي راهو في انجلترا راهو يحاول يكسر الانجليزيه عن طريق الدارجه. كيفاش رانا رايحين احنا دوك نصنعوا؟ كيفاش رايحين نخدموا؟ كيفاش رايحين احنا دوك نطالعوا ونقراوا وكذا؟ لازم لغه، لازم الناس تقرا، لازم تطالع، ولازم كل واحد منا يجتهد اللي راهو في البيت نتاعو يجتهد على جل باش هو يوجه ولاده للمطالعة يوجههم للقراءة يوجههم للبحث يوجههم للدراسة. وكل واحد منا يجتهد كل واحد حسب المسؤولية نتاعو. وإن شاء الله لما تتراكم هذا الجهود أنا على يقين من أنه رانا راحين نصنعوا نهضة في الجزائر ما دام هذه الجهود مبعثرة ما دام الحسد وما دام البغضاء وما دام التكسار تاع بعضنا البعض ما تطمحوا لحتى نهضة. رانا نشوفو درك في التكسار هذا يدير مبادرة والآخر يدير مبادرة واحدة أخرى من هي ما عليش هو أنه تكون هناك حرية المبادرات ولكن ما تكون ما يكونش حسد ما يكونش تحطيم تاع ناس. بالتحطيم تارك حطمت واحد غدوة يجي واحد اللي حطمك غير كون كاني كما تدين تدان. البغضة والحسد والنميمة والتمنجر كما كان يقول درك الأخ عيسى والنتيجة البلدان هاي وصلت للقمر ووصلت للمريخ وإحنا هاي الناس ما زالها تحكي في الطنبولة. إذا حبينا على جل باش ننهضوا بالبلاد لازم الناس تشمر على السواعد نتاعها. لازم هذ المفكرين وهذ الباحثين وهذ الشعراء وهذ الأدباء وكل
الفلاسفة وكل هذه الكوادر اللي راها موجودة في الخارج لازمكم تخصوا وقت للجزائر. الجزائر محتاجتكم، تبنيوا في دول وبلادكم مخلينها ضايعة، قاعدين تضحكوا على الناس اللي راهم مسمو. ساهموا، كل واحد منكم يساهم. صارت الناس عندها عقدة من العربية، صارت الناس عندها عقدة لما تقول له انت جزائري. لحقت الناس لدرجة وين انه يبدل الاسم نتاعه ويبدل الاسم نتاع العائلة نتاعه على جل باش يحصل على جنسية ولا يحصل على منصب نتاع شغل. الفرنسيين عمرهم لكن يحسبوك باللي راك فرنسي، يستغلوك ممكن، عمرهم اللي يحسبوك باللي راك فرنسي. والانجليز كيف كيف، عمرهم اللي يحسبوك باللي راك انجليزي. والامريكان كيف كيف، اصلوك اصلوك، انت جزائري تبقى جزائري، عندك امك هي اللي جابتك، ما تقدرش انت تنسب روحك لام واحده اخرى مهما كانت الام نتاعك هذه. إذن إذا حبينا على جل باش ننهضوا بالبلاد لازمنا نتعاونوا مع بعض، كل واحد يساهم. احنا راه عندنا هذا البصيص هذا نتاع الإذاعة نتاع وطني، رانا نساهموا منها من خلال هذه المواقع اللي راها موجودة، نحاولوا قدر الإمكان على جل باش نثير مواضيع هادفة على جل باش تعود بالنفع على الجميع. بطبيعة الحال تبقى هذه الجهود نتاعنا اللي رانا نبذلوا فيها هي جهود بشرية خاضع للنقائص. إذا كان فيه إخوة راهم قادرين، عندهم ملكة في التعبير وعندهم قدرة تقنية على جل باش نطوروا من هذه البرامج، مرحبا بكم. احنا رانا مستعدين على جل باش نتعاونوا مع الإخوة والأخوات ونساهموا مع بعضنا كلنا على جل باش نوصلوا لما لا إلى يوم من الأيام هو أننا نفتح قناة فضائية ونساهموا من خلال هذا البرامج إلى رفع درجة نتاع الوعي. وشيئا فشيئا إن شاء الله لما تكون فيه إرادات ويكون فيه إخلاص، أنا على يقين من أنه راه القطار راه راه يمشي. إذا كان بقى الحسد وبقات البغضاء رانا راهين نوصلوا للحيط. هذه باختصار الكلمة نتاعي، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أتمنى هو أنه رانا أضفنا لكم أشياء، رانا حمسناكم على جل باش تقراو. نتمنى إن شاء الله هو أن نساهموا في برامج واحدة أخرى. نلتقي إن شاء الله يوم الغد. الموضوع تاعنا هو حول الإعلام في الجزائر والمأساة، ماذا بي على جل باش تشاركوا معنا في هذا البرنامج أيضا، لأنه على جل باش نزيدوا نفهموا أمور واحدة أخرى ونوجه رسائل لبعض الإعلاميين حتى باش إن شاء الله لا تكرر هذه المأساة. نلتقي إذن يوم الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا، بارك الله فيكم. الجزائر حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع. حد مين؟ نعم، من أجل مفاعلة وطنية. حد مين؟ شيء عدو وطني.